احنا دلوقتي مع قائمة ايه؟ مع قائمة موديفاي، عايزين نخلصها كايه؟ كأدوات تعديل. طيب فاحنا مثلا لو هنبتدي دلوقتي، لو انا لو راسم شوية خطوط بالمنظر دوت، وعايز امسح اي حاجة فيهم بعلم عادي وادوس ديليت على الكيبورد، اعلم عادي وادوس ديليت على الكيبورد، مفيش اي مشكلة. طيب لو انا عايز اعلم على حاجة، ممكن برضو مقال اي انتر فيقوم ماسح الايه؟ ماسح الايه الحاجة، او عن طريق الايه الشورت كات بتاعتي اللي هي اريز، يمسح برضو الايه، يمسح الحاجة. طيب في امر تاني ايه هو؟ ان انا لو جيت عملت ريكتانجل كده، وبعدين دايرة، وبعدين ريكتانجل تاني، وبعدين مسحت الايه الدايرة ديت، وبعدين كملت عادي شغل، كملت ايه عادي شغل، ممكن اقوم قايل له اوبس دبل او بي اس، اوكي، يقوم ما جايب لي اخر حاجة انا مسحتها، يجيب لي دايما اخر حاجة من الايه، من اخر حاجة انا مسحتها. يعني انا اعتبر ان التايم لاين دوت بتاعنا ده التايم لاين بتاعنا، كلام جميل. و انا مثلا كان عندي حاجة هنا مسحتها، وحاجة هنا مسحتها، وحاجة هنا مسحتها، وانا دلوقتي شغال هنا، اوكي، فايه اللي يحصل؟ يجيب لك اخر حاجة انت مسحتها، يقوم حاططها لك قدام تاني. يعني هو مش هيجيب لك كل حاجة انت مسحتها قبل كده، لا، هيجيب لك اخر حاجة انت مسحتها، يقوم حاططها ايه، يقوم حاططها قدام تاني. كلام جميل. طيب بعد كده ايه اللي عندنا؟ عندنا طبعا كل الاوامر ديت في الاول سهلة وبسيطة. عندي بعد كده هناخد امر موف. امر موف عبارة عن ايه؟ هو امر من اوامر التحريك. فايدته ايه؟ فايدته ان انا لو عندي مستطيل بالمنظر دوت، وعندي مثلا اي شكل، ممكن اقوم قايل له اعلم عليه كده بالمنظر دوت، اقوم معلم عليه، واقوم قايل له موف، واقوم ضغط كليك في اي حته اللي هي البيز بوينت، بيقول لك انا امسك منين، امسك الحاجه منين، فاقول له انا امسكها من هنا. النقطه دي فايدتها ايه؟ هنعرف ليه فايدتها الجوهريه دلوقتي. لكن الفكره كلها في ايه؟ ان انت مسكت الشكل، فبيحافظ على التناسب ما بين نقطه المسك والجسم، واقدر احطه في اي حته. يبقى هنا النقل حقيقي، مش زي تصغير او تكبير او تحريك في الزوم. يبقى ده ايه؟ نقل حقيقي، واقدر انقل بقيم زي ما ايه، زي ما هنشوف. طيب في نفس الوقت احنا عايزين نتعلم قبل ما نخش على الاوامر عامه بتاعه موديفاي، عايزين نتعلم الايه السلكشن، وعايزين نتعلم ازاي نقدر نعمل ايه، نقدر نعمل سلكشن، وايه هي قواعد التعامل مع ايه، مع موديفاي. لو انا جيت دلوقتي قلت له موديفاي مثلا سي فور اكزامبل اريز، هو بيقول لي سلكت اوبجكتس. اس ديت معناها ايه؟ ايه المضمون بتاعها؟ ان انا هو بيقول لك ايه الحاجات اللي انت عايز تمسحها، فاقدر اقوم قايل اي انتر، فاقدر اقوم قايل انا عايز دوت، انا عايز ده، او بالشيفت اعلم على حاجه تاني، الغي، اعمل دي سيلكت خلاص، او اعلم عادي، او ارجع تاني بالشيفت اعمل ايه دي سيلكت، وبعدين اخر ما اخلص عشان هي سيلكت اوبجكتس بالاس لازم ادوس ايه، لازم ادوس انتر. كلام جميل. طيب بعد كده ايه المفروض اللي احنا بنعمله؟ ان انا عندي ادوات سيلكت بتشتغل لما تكون بيطلب منك اوبجكتس، لما بيكون بيطلب منك ايه، بيطلب منك اوبجكتس. ايه اشهر الحاجات ديت؟ ان انا مثلا لما اجي اقول له اي انتر خلاص، اما قايل له اول، اول دي معناها ايه؟ ان انا عايز اخليه يختار ايه، يختار كله. لكن لو انا جوه اي انتر مثلا ورحت قايل له كنترول ايه، كنترول ده ايه امر في حد ذاته، هينتج عنه ايه؟ ان هو هيخرجك من الامر وهيعمل لك سيلكت اول. طيب يبقى اذا دلوقتي لو انا جوه اي امر وعايز احدد كل اللي على الشاشه وما قايل له اول، طيب هو بيقول لك لسه سيلكت اوبجكتس، عايز حاجات كمان ولا خلصت؟ لا خلصت. اقولها له ازاي؟ اقولها له عن طريق انتر. طيب لو انا دلوقتي رحت جاي قايل اي انتر على سبيل المثال، او اي امر بيطلب مني سيلكت اوبجكتس، ايه ان انا اقوم قايل له مثلا سي كروس ويندو سي، يبقى انا معناها ان انا لو جيت كده او جيت كده هيفتح لي ايه، هيفتح لي كروس ويندو. وايه الفرق ما بين الكروس ويندو والويندو عشان نبقى عارفينها؟ ان انا لو عندي دايره اهي بالمنظر دوت، وعندي شويه خطوط كده بالمنظر ده، ورحت عامل كروس ويندو كده بالمنظر ده، هيجيب لي كل حاجه الكروس ويندو لمستها، اي حاجه الكروس ويندو لمستها هيجيبها. لكن لو عملت ويندو اللي هو بالمنظر دوت، مش هيجيب لي اي حاجه خالص. لكن لو عملت كده هيجيب لي الدايره بس. يبقى اذا الشكل الازرق بيجيب المكتمل فقط، اذا الشكل الازرق بيجيب المكتمل ايه، مكتمل فقط. لكن الاخضر لو لمس حاجه، حتى لو بورشن منها، حاجه صغيره قوي منها، يقدر ايه، يقدر يحددها كامله. طيب كلام جميل. فانا دلوقتي هو عندي شويه اشكال اهو، عايز اتحكم في ان انا لما اجي يمين او شمال يطلع لي كروس ويندو، ما يقول له سي انتر، فاجي كده او كده بيطلع لي ايه، كروس ويندو. طب لو انا قلت له اي انتر قلت له دبليو، وانا هاجي كده او كده هيطلع لي ايه، هيطلع لي ويندو. طيب وايه اقدر تاني؟ اقدر طبعا ان انا اقوم قايل له
مثلا سي ان انا اقوم قايل له فينس. الفينس ديت فايدتها ايه؟ ان الخط بعمل شويه خطوط وهميه، الحاجه اللي هتلمس الخط دوت هتتعلم، الخطوط ديت ايه؟ هتتعلم. طيب ايه تاني عندي؟ عندي ان انا ممكن لو انا راسم مجموعه اشياء اهو بالمنظر ده، ادي سيركل وادي سيركل وادي ريكتانجل، ان انا لما اجي اقول له مثلا اي امر بيطلب مني سيلكت اوبجكتس فيه، ان انا اقوم قايل له ال، اللي دي معناها ايه؟ لاست اوبجكت ادد، يعني اخر حاجه اتضافت. وايه انا اخر حاجه انا ارسمها من قائمه درو؟ هو الايه؟ الريكتانجل. فما اقول له ال انتر، فهم جايب لي الايه؟ جايب لي المستطيل. طيب يبقى لو انا دلوقتي جيت عملت تفاعلت باوامر موديفاي مع الدايره ديت، لو انا جيت قلت له اريز مثلا فور اكزامبل، وجيت قلت له ال، هيجيب لي المستطيل. لكن لو جيت قلت له اي انتر، قلت له بي، معناها البريفيوس ايه؟ معناها البريفيوس اوبجكت، يعني اخر حاجه انت اتعاملت معاها، فهيجيب لك الايه؟ هيجيب لك الدايره. يبقى دايما افرق لما اجي اقول اي انتر واجي اقول ال، يبقى ده اخر حاجه اتضافت. لكن لما اجي اقول مثلا اي انتر واجي اقول بي، يبقى بريفيوس معناها اخر حاجه انا اتعاملت معاها. يعني معنى صح، لو انا مثلا جيت حركت دوت كده، ممكن ارجع تاني اقول له موف بريفيوس، صح؟ موف بريفيوس، ما اروحش اعلم عليه، عشان ايه؟ خلاص هو عارف ان انا عايز اتعامل مع اخر حاجه تاني. اخر حاجه بقى اللي هي بتنفع في الاماكن الضيقه شويه اهو بالمنظر ده، ممكن اقوم قايل له ريز، صح؟ وبعدين اقوم قايل له ايه؟ سي بي كروس ويندو بوليجون. فبيخليك تقدر تفتح كروس ويندو، بس انت اللي تقدر تتحكم في شكلها زي ما انت شايف. بس في ملحوظه، ما ينفعش تعقدها بالمنظر ده كده، مش هيرضى اصلا ان هو يسيب لك نقطه، لازم تبقى ايه؟ مساحه كده ايه؟ ما فيهاش ايه تعقيدات. وبعد ما اضغط اقوم دايس انتر، جاب اللي انت عايزه. برضو نفس الفكره، ان انا اقدر اقوم قايل اي انتر، اقدر اقوم قايل دبليو بي يعني ويندو بوليجون، واقدر بيها ان انا ايه؟ اجيب الشكل المكتمل اللي يخش في الشكل ده. الحاجات دي طبعا بتنفع في الايه؟ في الاماكن الضيقه، او ان انت عايز تجيب حاجه معينه على طول بدون ما ايه؟ ما تعمل مالتي سيلكت. طيب كلام جميل. يبقى اذا دلوقتي احنا عرفنا ان الاوامر ديت اللي هي ايه؟ اول و ال اللي هي لاست، و البي اللي هي بريفيوس، والدبليو والسي والدبليو بي والسي دبليو والفينس، كل الكلام ده اقدر استخدمهم امتى؟ لما تطلع لي في جملة السطر سيلكت اوبجكتس. يعني ما ينفعش هنا دلوقتي هما يقول له اف، لا اف دي معناها امر فلت، خلاص. لكن لما يكون هو بيطلب مني سيلكت الاوبجكتس، اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له اف، عشان تبقى معناها ايه؟ معناها فينس، لان اوامر السيلكت بتبقى امبيدد داخليه جوه الامر وانت بتعمل سيلكت. طيب ايه الفرق بين ان هو يطلع لي سيلكت اوبجكتس واوبجكت؟ ان انا لو عندي اوبجكتس اهو زي ما احنا اتفقنا، لازم لما اجي اقول له ايه بعد ما اعلم لازم ادوس انتر. لكن في بعض الاوامر الاخرى، خلاص لما اجي مثلا اقول له زي امر اسمه اوفست، بيقول لك ها يا عم هتديني الاوفست كام؟ اقول له مثلا 2. هو دلوقتي بيقول لك سيلكت الاوبجكت، بيقول لك فين اليتيم؟ بيقول لك ايه؟ فين اليتيم؟ فاقول له ادي اليتيم اهو، يقول لك خلاص عايز تحطه فين؟ اقوم قايل له عايز احطه هنا مثلا، خلاص. يبقى اذا ليه هو مش هيطلب منك تدوس انتر؟ لان هو بيقول لك فين اليتيم، فانت بتقول له اهو، مش هتقول له اهو ايه مرتين، صح ولا غلط؟ مش هتقول له اهو ايه مرتين. لكن الاوامر اللي بتطلع فيها سيلكت اوبجكتس، زي مثلا اريز، زي موف، زي كوبي، اي حاجه بتطلع لك سيلكت اوبجكتس، ساعتها اقدر ان انا اتفاعل مع اوامر السيلكت. اوامر السيلكت تنفع امتى تاني؟ يبقى تنفع لما جمله السطر بتطلع لك كلمه سيلكت ايه؟ سيلكت اوبجكتس، ولازم بعد ما انتهي من عمليه الانتقاء بتاعتي لازم ادوس انتر. طيب لو انا عايز اوفر على نفسي الانتر، اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها بري سيلكت. يعني ايه بري سيلكت؟ يعني انا دلوقتي عايز احرك دوت مثلا على سبيل المثال، فاقوم معلم عليه، هو قايل له موف، يبقى هو فاهم ان انا بقول له حرك دولت، يبقى الامر داخل على دولت، يبقى هو من البدايه انت عامله بري سيلكت، تحديد مسبق، اعمل له ايه؟ بري سيلكت. فانت ساعتها هتوفر على نفسك ايه؟ دوسة الانتر. دوسة الايه؟ دوسة الانتر. طيب نكمل بقى رحلتنا دلوقتي، احنا طلعنا ثانية كده عشان اوامر السيلكت، لكن احنا نكمل رحلتنا دلوقتي مع ايه؟ ها؟ مع قائمة موديفاي. تعال نشوف ايه قصة البيس بوينت وايه قصة امر موف. فباجي اقول له موف، بيقول لي سيلكت اوبجكتس. ساعتها بقى احنا عرفنا ان انا اقدر اقول له فينس بالمنظر دوت، اقدر اقول له سي بي مثلا بالمنظر ده، اقدر اعمل اي حاجه، اقدر اعمل بالشيفت الغي او ارجع تاني، صح؟ وبعد ما بتخلص بتدوس الانتر وما تنساش الانتر. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيطلب منك البيز بوينت اللي هي نقطه المسك. نقطه المسك دي ليها مهمتين مهمين جدا.
ايه هي؟ رقم واحد ان نقطة المسك هي اللي بيطلع منها شعرة البولر اللي انت تقدر تقيس منها، اللي انت تقدر تقيس منها المسافة اللي انت هتمشيها. يعني مثلا اقول الدايرة دي اتحركي 2000، او اعمل موف تاني واضغط هنا يبقى هتتحرك دي كام؟ ها؟ 30. طيب هو السؤال دلوقتي المهم ايه هو؟ لو احنا عملنا مسطرة كاسكيل لينا، عملنا مثلا مسطرة 20 كده، خط طوله 20، ورحنا جايين عاملين خط كده مثلا اهو بالمنظر ده، مثلا على طوله 2 مثلا، مش هتفرق. والمسافة كام؟ المسافة بتاعت الخطوط كام؟ هتبقى بين كل خط وخط كام؟ المسافة مثلا لو يكن هنمشيها خمسات، 5 10 مثلا سي 15 20، كلام جميل. ورحت انا جاي عامل ايه؟ رحت جاي انا راسم مستطيل اهو بالمنظر ده، اقول له مثلا اد 5 و5، مش مشكلة، كلام جميل. فدلوقتي هو المستطيل دوت واقف في انهي خانة؟ واقف في الخانة الاولى، صح ولا غلط؟ طيب لما انا اجي اقول له موف دلوقتي، لو انا خدت البيس بوينت من هنا وجيت كده وقفت كده على شعرة البولر خلاص، ورحت جاي قايل له 5، هيروح في انهي خانة؟ الخانة اللي بعدها على طول، صح ولا غلط؟ طيب هل لو انا جيت قلت له موف ورحت ضاغط هنا البيس بوينت من هنا مش من هنا، ورحت برضو واقف على شعرة البولر وقايل له 5، هيحصل ايه؟ برضو هيتنقل في الخانة التانية. طيب ما طب ايه فكرة بقى ان انا اخد البيس بوينت؟ اه فكرة ان انت تاخد البيس بوينت ان انت تقدر تعمل الاينمنت عن طريق البيس بوينت، او بحيث ان انت عايز تقيس باوتراك. يبقى اذا البيس بوينت من اي حتة هاخدها، من اي حتة هاخدها حتى لو في الفراغ، وقلت كده 5 هتتنقل 5. يبقى ما اقعدش افكر لو انا الاوبجيكتيف بتاعي، الغرض بتاعي اصلا ان انا عايز احرك الحاجة 5 يمين، يبقى البيس بوينت في اي حته انتهت. لكن امتى اختار للبيس بوينت بعنايه؟ لازم بقى بفكر انا هختار البيس بوينت فين، زي في المثال اللي احنا هنعمله ده دلوقتي. مثلا عندي مستطيل بالمنظر ده، وادي الايه اخوه جنبه اهو بالمنظر ده، وجينا قلنا ان انا عندي شويه سيركلز كده اهي، وعندي شويه اي اشكال، وعندي شكل كده، وجيت قلت لك بعد اذنك انقل دولت الناحيه التانيه بنفس التناغم ونفس التباعد في المستطيل التاني. يبقى ساعتها لازم اختار الاشكال، ولما اجي اقول موف ما اختارش البيس بوينت من هنا. ليه؟ لان انا مش عارف همشي كام. يبقى هنا لازم بقى البيس بوينت ليها واقفه. البيس بوينت هنا ليها ايه؟ ليها واقفه، لان انا مش عارف انا همشي كام، انا مش عارف المسافه البينيه كام، انا مش عارف المسافه من هنا لهنا قد ايه عشان اقول له روح هنا قد ايه، صح ولا غلط؟ طيب فاذا يبقى الفكره كلها ايه دلوقتي؟ ان انا لازم لما اعلم كده لاجي اقول موف، لازم اخد من اي نقطه معلومه الى اي نقطه معلومه بذات نفسها، يعني نفس النقطه المعلومه ايه الناحيه التانيه، واضغط يتنقلوا بنفس التناغم بنفس الايه بنفس التباعد. فلما اجي اقول موف اهو من هنا، يبقى هو هيحافظ على اذرعه المسك والمسافات اللي ما بين نقطه البيس بوينت والاجسام، فلما احطها عند نفس النقطه هتنزل في نفس المكان بنفس الابعاد بنفس الايه بنفس التناغم، خلاص. طيب كلام جميل. يبقى احنا اذا دلوقتي عرفنا فايده البيس بوينت مبدئيا، يبقى مبدئيا هي بيطلع منها شعر بولر عشان اقدر اقيس منها اكزاكت، ثانيا ان انا اقدر استخدمها كنقطه ريفرنس ليا بحيث لما اجي انقل الحاجه في حاجه شبيهه تنزل في نفس المكان. ثالثا بقى وده الاهم، اه دلوقتي زي ما احنا قلنا قبل كده، لما اجي انا ادي نقطه من هنا واجي اقف على شعر البولر، فلما اجي اقول له 20 الخط هيطلع طوله كام؟ هيطلع طوله 20. ليه؟ لان كان صفر المسطره بتاعتي عند تحت عند النقطة اللي أنا مرتكز عليها، وكانت شعرة بولر هي اللي بتوجه لك مسطرتك. الصفر تحت وأنا عايز المسطرة مايلة كده، لا أنا عايز المسطرة إيه واقفة، لا ده أنا عايزها نايمة كده المسطرة. فإذا كانت شعرة بولر بالنسبة لي إيه؟ هي الجايد في إن أنا الطول بتاعي هيروح فين. طب هو كان بيوقع نقطة ولا كان بيوقع طول؟ كان بيوقع نقطة، فأنا بقول له النقطة التانية هتبعد عن النقطة اللي أنا مرتكز عليها ب 20، فكانت بالتبعية يطلع طول الخط كام؟ 20. طيب لكن انا دلوقتي لو جيت عندي ادي مستطيل كده بالمنظر ده، وادي مستطيل تاني بالمنظر ده، وجيت رحت قايل لدوت موف 20، واقف كده وقايل 20، يبقى المستطيل ده اتحرك من مكانه كام؟ 20. لكن لما اجي اقول له موف والبيس بوينت من هنا، واجي اخد شعرة اوتراك من هنا او اكستنشن او وات ايفر، واجي اقول له 20، اه يبقى انا بقول له من النقطة دي ابعد عن النقطة دي بمسافة 20. ليه يا عم؟ أصل أنا حطيت صفر المسطرة بتاعتي هنا ووجهت المسطرة يمين، يبقى هو كده فهم إن أنا عايز أروح يمين وأسيب النقطة دي على مسافة 20 من النقطة دي، فبالتبعية بقية الجسم إيه؟
يتحرك معاك. يبقى انا دلوقتي قدرت اعمل الاينمنت ما بين الاجسام عن طريق الموف والاوتراك، يبقى فادني في الموضوع دوت بشكل ايه؟ بشكل كبير جدا. كلام جميل. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه، ان انا اقدر اعمل ايه، اقدر اعمل الاينمنت عن طريق الموف. يعني انا راسم خط كده وعايز احركه يبقى قصاد ده بالظبط، يبقى ساعتها لما اجي اقول موف ما اخدش البيس بوينت من هنا، لان انا لو جيت كده هعمل ايه، هيبقى قصاده الناحيه التانية. يبقى هنا البيس بوينت بقى ما ينفعش يتاخد في اي حته. ليه؟ لان انا لازم اقف كده عشان بالاوتراك واقول له المسافه واقوم ضاغط، او اقوم قايل له المسافه وانتر، يعني اما احطها له عشوائيا كده زي ما انا عملت، او اقوم اعملها له بايه، بالمسافه. يبقى هنا البيس بوينت مكانها ايه، مكانها هيفرق بشكل ايه، غير طبيعي. لكن لما بكون عايز احرك مسافه وخلاص، يبقى احط البيس بوينت في اي حته ما تفرقش، حط البيس بوينت في اي حته. كلام جميل. طبعا امر موف ما فيهوش براكت، ما فيهوش اي حاجه، هو يعتبر كده ايه، يعتبر كده خلص. الامر اللي بعديه يعني الشبيه ليه جدا، اخوه خلاص، اللي هو ايه، امر كوبي. الفرق ان انت بعد ما بتقول له سيلكت اوبجكت زي ما اتعلمنا بقى، باف انتر سي بي مش عارف ايه، اخترت وبعدين على الشيفت شيلت وبعدين مش عارف اخترت كده انتر، خد البيس بوينت من اي حته، يقدر يقوم ايه برضه، اقوم واقف على شعره البولر من البيس بوينت، واقدر ان انا اقول له سيب لي مسافه، نسخه مثلا على مسافه 120، وسيب لي نسخه كده على مسافه 120، وسيب لي نسخه كده على مسافه مش عارف كام، وعادي جدا. عايز اسيب نسخه بالمحاذاه، يبقى لما اجي اعمل كوبي اخد البيس بوينت من هنا، اقول له بعد اذنك سيب لي نسخه من هنا على مسافه 50. يبقى اذا دلوقتي لو جيت اقيس المسافه ديت هلاقيها كام؟ على مسافه 50. وصل الموضوع دوت. يبقى اذا هو بالظبط زي ايه؟ زي امر موف، والامر برضو ما فيهوش براكت، يعني ليه معنى، يعني البراكت بتاعه عبيط جدا. هو بيقول لك ديسبليسمنت ولا المود. الديسبليسمنت بتاعت تدي له النقطه وتدي له الازاحه. المود طبعا حاجه ملهاش اي لازمه في الدنيا. بيقول لك انت عايز، بيقول لك لما تيجي تعمل كوبي بيجي يقول لك المود، او عايز سنجل ولا مالتيبل. مالتيبل يعني هديك كذا نسخه. لو قلت له سنجل معناها ايه؟ سنجل معناها لما هاجي اخد البيس بوينت كده واحط يوم طردك بره الامر. طبعا يعني هو بيحكي في كلام فارغ، يعني هو طبعا انا لو مش محتاج تاني هدوس اسكيب وانتهت براحتي بقى. انا محتاج مالتي او محتاج اكثر من نسخه او نسخه واحده براحتي، مش محتاج ان هي تعمل لها اوبشن يعني. خلاص فهمنا كده الكوبي والموف. يبقى الفكره كلها برضو نفس القصه، ان انا لو عندي دايره هنا اهي وعايز انقلها في المستطيل ده في نفس مكانها، يبقى اخد برضو كوبي، اخد بيس بوينت من نقطه معلومه، اروح لنفس النقطه المعلومه. خلاص بقى ده اخدها بالملي، ده اخدها بالايه، بالملي، وانتهى الموضوع على ايه، على كده. كلام جميل. طيب ايه الامر اللي بعد كده عندنا؟ بعد كده عندي امر اسمه اوفست. لو انا عامل خط طوله 10، كلام جميل، وعايز اعمل له ازاحه. كلمه اوفست يعني ايه اساسا؟ كلمه اوفست معناها الازاحه بالمحاذاه. يعني ايه الازاحه بالمحاذاه؟ يعني انا لو عندي خط اهو زي اللي انا عامله، او خط كده بالمنظر دوت، لو انا عملت الخط تاني كده بالمنظر ده، يبقى كده اسمه ده ازاحه. لكن يبقى بالمحاذاه ازاي؟ لما يكون في التراك بتاعه، لما يكون فين؟ في التراك بتاعه، لما يكون في التراك بتاعه كده نفس التراك اهو، زي ايه الركن صف واحد موازي للرصيف، واخد بالك؟ نفس الفكره، لما يبقى ورا بعض وطول بعض وفي نفس المحاذاه، يبقى دي كده اسمها الايه؟ الازاحه بالمحاذاه. طيب كلام جميل. نيجي بقى نشوف ايه الموضوع. انا دلوقتي حاجه اقول اوفست، هو في كذا طريقه للازاحه. في الطريقه الديفولت بتاعته ان هو بيقول لك اظبطني، انا هبقى عامل زي الايه، عامل زي المكنه. في هبقى عامل زي الايه، عامل زي المكنه، بيقول لك اظبطني. ايه يا عم تظبطني على ايه؟ على اي مسافه. طب انا دلوقتي انا عامل خط 10، اجي اقول له المسافه 200، طب ما ايه المشكله؟ هيعملها يعني ولا مش هيعملها؟ هيعملها، هو مش هيقول لك حاجه، بس النتيجه ايه؟ هتضغط كده تقول له السايد، فين الخط، فين الخط، انا مش لاقي الخط، فين الخط، انا مش لاقي الخط. ده الخط فوق حضرتك. يبقى وانا بجرب او انا بعمل اي حاجه، ابقى متخيل انا واقف على زوم كام. انا دلوقتي واقف على زوم يخليني اشوف حاجات اطولها عشرات، انا واقف على زوم يخليني اشوف حاجات انا اطولها عشرات، لكن عشان ما اجي اقول له 200 يبقى لازم ارجع ورا قوي عشان اشوف، اقدر اشوف حاجه اطولها 200. يبقى وانا بجرب لازم ابقى اجرب بايه، بوعي. خلاص. طيب حاجه اقول له اوفست واجي اقول له المسافه مثلا كام، انا قايل له خط 10، يعني اقول له 4 2 3 اي رقم من الارقام ديت مثلا. فبيقول لك يلا فين الاوبجكت، اقول له ادي الاوبجكت، ادوس انتر بعد ما قلت له فين الاوبجكت، اكيد لا. ليه؟ انه خلاص بيقول لك فين اليتيم، قلت له اهو. ماشي، بيقول لك فين السايد، قلت له ادي السايد. يبقى اذا راح الراجل عمل ايه، عمل ازاحه لنفس الخط بالمحاذاه، والمسافه ما بينهم كام، المسافه ما بينهم 4.
كلام جميل. طيب بيقول لك يلا، ما هو مكنه انت ظبطته، انت ظبطته على كام؟ على 4. هم قال له ادي الاوبجكت وادي ها ادي الدايركشن، ادي الاوبجكت وادي الدايركشن. ينفع اقول له ادي الاوبجكت واضغط هنا الدايركشن؟ هينفع، مش هو مش هيقول لك حاجه. بس ايه اللي حصل؟ بقى انت كده حطيت خط على خط، طالما انت على نفس قيمه الازاحه. طيب يبقى ادي الاوبجكت وادي الدايركشن، ادي الاوبجكت وادي الدايركشن، ادي الاوبجكت وادي الدايركشن، ادي الاوبجكت وادي الدايركشن. طب لو انا عايز اقول له كرر بقى، مش كل شويه اقول لك الاوبجكت والدايركشن الاوبجكت والدايركشن، عايز اقول لك كرر الموضوع ده على 4 وخلاص. بعد ما اختار الاوبجكت اقوم قايل له ام انتر، وكل كليكه في الاتجاه اللي انت هتضغط فيه سواء فوق او تحت هيزود لك ايه؟ ها؟ يقوم مزود لك خط على مسافه 4. يبقى ده يعتبر شبيه جدا لامر ايه؟ لامر الري. يعتبر شبيه جدا كده لامر ايه؟ لامر الري. طيب كلام جميل. دلوقتي اوفست ايه تاني الاوامر اللي فيه؟ طيب بعد كده عندنا ايه؟ بعد كده عندي ان انا لو جيت قلت له اوفست اقدر اقول له، اما قال له ايه؟ اما قال له ثرو. ثرو دي يعني ايه؟ ازاحه عشوائيه. اما قال له ايه؟ تي انتر. فيقول لك فين يا عم الاوبجكت؟ اقول له ادي الاوبجكت. يقول لك احطه فين؟ اقوم اقول له حطه هنا مطرح ما بتضغط. اقوم اقول له ده حطه هنا، ده حطه هنا، ده حطه هنا، يبقى مطرح ايه؟ مطرح بضغط. لكن لو عايز احول العشوائيه الى اكزاكت اقدر اعملها ازاي؟ عن طريق ايه؟ ها؟ عن طريق ايه؟ عن طريق لو تراك. اقدر اقول له كده 20، يبقى المسافه ما بين الخط ده والخط ده كام؟ 20. اجي اقدر كده اقوم قايل له 10، يبقى كده كده كام؟ ها؟ ازاحه. انا اعملها ثرو، بس في نفس الوقت اقدر ايه؟ ها؟ اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز عن طريق الايه؟ عن طريق اللو تراك. طيب كلام جميل. في بقى ملحوظه مهمه جدا في امر اوفست قبل ما نكمل البراكت، هو ان انا لو عامل حاجه بالمنظر دوت ورحت جاي عامل له اوفست، فكانت النتيجه هتبقى ايه؟ لو انا مثلا قايل له اوفست 2، قايل له مثلا ده هاته هنا وده هاته هنا، واجي اقول له ده هاته هنا ده هاته هنا، الاحظ ايه؟ حاجه اسمها الركب مفتوحه وركب ايه؟ ها؟ مقفوله. طب كنت اقدر احلها ازاي؟ كنت بضطر اخش على امر تاني هنشوفه كمان شويه اسمه تشيمفر، واجي اقول له ايه يا عم؟ ادي ده مع ده عشان اقفل الخطين، وبعدين اقدر اقول له ترماتك عشان انا اقدر اشيل الايه؟ الزيادات. تخيل بقى لو انت عندك 70 ركن، هتقعد بقى تمشي واحد واحد تعمل عليه كده؟ طبعا لا. يبقى كان الحل ايه؟ الحل ما هو صواب غصب عنك بيقول لك انا عايز اوبجكت واحد. فلو انا من البدايه عامله له اوبجكت واحد، طب ازاي يبقى اللاين اوبجكت واحد؟ عن طريق ان هو يبقى بولي لاين. يبقى ده ايه؟ بولي لاين. فلما اجي اقول له اوفست واجي اقول له 2، اوكي، لما اجي ده اعمل له اوفست، فهيتعلم كله. لما اجي افسته هيتافست ككتله واحده. ككتله ايه؟ ككتله واحده. يبقى انا من البدايه تفاديت موضوع الايه؟ الفتحات والايه؟ والحاجات اللي بتتكالف فوق بعضها ديت. يبقى انا ايه؟ من البدايه تفاديت حاجه زي كده. طيب لو انا دلوقتي عندي ريكتانجل، والريكتانجل ده رحت قايل ات 4 و4 مثلا على سبيل المثال، رحت جاي ايه؟ رحت قايل اوفست وقايل المسافه 4، رحت قايل له ده افسته لبره كده، يبقى الكبير ده بقى كام في كام؟ ما الخط ده راح يمين كده 4، والخط ده راح شمال كده 4، والخط اللي في النص ده اصلا طول 4، فبقى عندك كام؟ 4. ادي 1 2 3، يبقى 3 في 4 بكام؟ ب 12. يبقى انت تبقى واعي في الحته ديت، ان انت لما تيجي هتيجي تافست في مستطيل تبقى واعي ان انت هتروح يمين وشمال وهتحافظ على الايه؟ الطول اللي في النص. تمام؟ يبقى انت واعي لايه؟ للنقطه زي كده. طيب بالنسبه للسيركل، ها؟ بالنسبه للسيركل ايه اللي هيحصل بالنسبه للسيركل؟ بالنسبه للسيركل لو انا جاي قايل ار 5 ورحت جاي قايل اوفست ب 2، يبقى انا دلوقتي السيركل الجديده الار بتاعتها بكام؟ ب 7. ليه؟ لان كانت المسافه ديت كانت كام؟ كانت المسافه دي كده كانت 5، زاد عليهم 2 بقت كام؟ بقت 7. يبقى الار بتاعت الدايره الجديده هتبقى ايه؟ ها؟ هتبقى 7 عشان انا مقفست بكام؟ ب 2. صح؟ كلام جميل؟ كلام جميل. طيب ملحوظه كمان ايه هي؟ انا قايل له اوفست ب 2، صح؟ طيب كلام جميل. ادي اهو يا عم ده هاته جوه بقت كام؟ بقت 3. ده هاته جوه بقت 1. ده هاته جوه هيعمل لك دايره سالب 1؟ طبعا لا. فتبقى وانت راجع على نفس القيمه بتبقى ليميتد، يعني هتجي لك لحظه هتلاقيه خلاص ما ينفعش. كان نوت ايه؟ كان نوت اوفست ذات ايه؟ ذات اوبجكت. ليه؟ لان هيجيب لك منين؟ يعني المسافه اصلا دايره واحد، انت بتقول له افستها لجوه، هي افستها هيعملها ايه؟ هيعملها سالب واحد ولا هيعملها صفر؟ طبعا مش هيعملها. لكن لبره معاك للايه؟ اعمل اقعد اعمل دوامات للصبح. تمام؟ لبره مش ايه؟ مش هيبقى ليميتد معاك. طيب كلام جميل. تعال نكمل البراكت وتعال نشوف ايه الموضوع بتاع اوفست.
لو انا دلوقتي جيت عندي خط اهو، والخط دوت تعالى بقى نرجعه باي لاير عشان نحس بالقصه ديت، و عملنا لاير جديده، سوري عملنا لاير جديده، واللاير ديت مثلا عملناها لونها احمر، وعملنا لاير تانية اللاير ديت لونها اصفر، وانا هحط الخط دوت في اللاير الصفراء، وهخلي الكرنت بتاعي يبقى ايه، يبقى احمر يعني دوت في اللاير الصفراء، وانا واقف على اللاير رقم واحد اللي هي لونها احمر، ودوت في الخط الايه، في الخط الاصفر. فلما اجي اقول له اوفست، فبيجي يقول لي اريز. ايه اريز ديت؟ تعال نشوفها الاول. بيقول لك عايز تمسح الاصل ولا لا؟ هو قال له لا. طب لو انا قلت له يس، لما اجي اعمل اوفست بعد كده اقول له ده ارفعه فوق، فبقى بيتنقل كام؟ بيتنقل نقل حقيقي بقى، ده بيتزحل فوق، بتحركه فوق. لكن لو عايز تسيبه تاني قول له اريز، قول له ايه؟ نو. خلاص، في الاوفست اريز، في الاوفست اريز نو. فلما تيجي تعمل ازاحه تاني هيسيبه ويأفست لك الايه؟ ويأفست لك الخط. طيب ايه اخر حاجه بقى في البراكت؟ ان انا لما اجي اقول له اللاير، فبيقول لك عايز تسيب الاوبجكت اللي انت هتأفسته في السورس، يعني ده كان في اللاير الصفراء، اسيبه في اللاير الصفراء، ده الديفولت بتاعه، ان انا اهو لما باجي اعمل ازاحه للكلام دوت اهو بيسيبه في اللاير العادي. طب انا دلوقتي الكرنت بتاعتي ايه؟ لونها احمر. فبيقول لك لما تيجي عايز تعمل ازاحه انقل لك الكلام دوت في الكرنت. يعني ايه في الكرنت؟ يعني ده لما اجي اعمل له ازاحه الجديد ينزل في اللاير اللي انت واقف عليها اصلا، اللي هي لاير 1. يبقى ده اوبشن ايه بالنسبه لي، ان انا يا اما الحاجه تتنقل في نفس اللاير، يا اما الحاجه تتنقل ايه في اللاير الاصليه بتاعتها اللي هي كانت لاير صفراء، تفضل في اللاير الايه، اللاير الصفراء. ولا مش فاهم موضوع اللاير دوت قوي، تقدر تشوف ايه الفيديو بتاع اللاير بحيث ان انت تفهم يعني ايه اصلا الكونسبت بتاع اللاير. طيب كلام جميل. ايه بقى ملحوظاتنا تاني؟ ان انا بقدر زي ما احنا قلنا هنعمل زي ما احنا اتعلمنا في قائمه درو، اكس ال انتر اتش انتر، وتقوم حاطط خط ايه هوريزونتال بالمنظر ده، انتر تاني عشان تخش على اخر امر، في انتر عشان تعمل الخط الفيرتيكال، وتقوم قايل له اوفست، وتقوم جايب الكيبورد على شمالك، وتقوم قايل ايه فليتضخم الوحش، خلاص، وتقوم قايل له ايه، ها 5 مثلا، تقول له ده اهو، ده اهو، انتر انتر 6 انتر، ده اهو، انتر انتر 2 انتر، ده اهو، انتر انتر 7 انتر اهو. يبقى النغمه بتاعتنا ايه؟ انتر انتر رقم انتر، يبقى انتر انتر 9 انتر، انتر انتر 8 انتر، انتر انتر 2 انتر، انتر انتر 2 ونص انتر. ده عشان اعمل ايه؟ اظبط المسافات البينيه ما بين الايه، ما بين الجريدز. يبقى انا عشان دي اسرع طريقه عشان اظبط المسافات البينيه ما بين الجريدز. كلام جميل. يبقى اقدر احصل على الجريدز ايه في ثواني، واقدر بعد ما اختار دوت لو عندي كذا حاجه متكرره اقدر اقوم قايل له مالتي بحيث ان هو يكرر لي ايه نفس المسافات. وزي ما هنشوف كمان شويه، احنا انت كده قدرت توصل للمسافات بتاعه الجريدز، اقدر دلوقتي في ثواني ان انا اقوم عامل حد قطع زي ما هنشوف، واقوم قايل له بعد اذنك ادي يا عم حد القطع، ويا عم شيل الحاجات اللي بره عشان يبقى لك الايه، يبقى لك الجريدز بالهيدر بتاعتها اللي انت تقدر تحط عليها البابلز بتاعتك اللي هي ترقيمه الايه، ترقيمه كل جريد انت هتعمله، وتكتب بقى هنا ده جريد اي بي سي، وهنا 1 2 3 عشان بعد كده تقدر ترسم بقى بالمالتي لاين، تقدر ترسم الايه، تقدر ترسم المنشأة بتاعتك، او حسب تشوف انت شغلك طالب الجريدز بحيث انت تعمل بيها ايه. خلاص، طيب كلام جميل. يبقى اذا دلوقتي عرفنا ان انا لو عندي خط اهو، او مثلا زي ما احنا قلنا اكس ال انتر اتش انتر، اكس ال انتر اتش انتر اهو، وادي اكس ال انتر في انتر، واقوم حاطط فيرتيكال، واقدر اقوم قايل اوفست، واحط ايه 5 مثلا، واقوم قايل له اهو ده، انتر انتر 6 انتر، اقول له اهو ده، وبعدين ممكن اختار دوت تاني واقوم قايل له مالتي، اكرر على نفس الايه، على نفس القيمه، او ان انا اختار دوت وبعدين بعد كده اقوم قايل له مثلا 5 انتر، صح تمام كلام جميل، اقول له مثلا 5 انتر، اقول له ده هناك، ادي انتر انتر 6 انتر، اقول له ده ارفعه فوق، ادي انتر انتر 8 انتر، اقوم قايل له دوت ارفعه فوق، لا ده 78، يبقى نقول له 8 انتر، نقوم رافعينه ايه، رافعينه فوق. كلام جميل. وبعد كده اشيل الزيادات زي ما احنا هنتعلم ايه كمان شويه. طيب يبقى انت كده قدرت ان انت ترسم الجريدز، قدرت ان انت تظبط المسافات البينيه ما بين الجريدز، قدرت ان انت ان شاء الله زي ما هنشوف ان احنا نشيل الزيادات بحيث ان انت تقدر تحط البابل وما فيش اي مشكله. ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه لامر اوفست. طيب كلام جميل. بعد كده عندي ايه؟ عندي بعد كده امر روتيت وسكيل وميرور، عايزين ناخدهم ورا بعض.
ايه الموضوع؟ ان انا لو عندي خط كده بالمنظر دوت سي مثلا طوله 10 whatever الطول مش هيفرق، فانا عايز اقوم اقول له ايه مثلا ار او انتر اللي هي روتيت، فبيقول لي سيلكت الاوبجكت، سيلكت الايه، سيلكت الاوبجكت، اقوم قايل له اهو ده الاوبجكت انتر. طيب بيقول لك فين البيز بوينت؟ اه هنا البيز بوينت لما لو كانت هي في موف وكوبي نقطة المسك، هنا البيز بوينت في روتيت هي نقطة محور الدوران، نقطة ايه؟ محور الدوران. طيب فبيقول لك فين محور الدوران؟ لو انا قلت له في النص هنا يبقى هيلف فين؟ هيلف في مكانه. طب تعالى كده نتخيل الموضوع ده عن طريق ان احنا نرسم دوائر اللي هتعبر عن اماكن الدورانات. فانا لو جيت هنا اهو قلت له روتيت، رحت قايل له ده، قلت له البيس بوينت في نص الشكل بالظبط، يبقى هيلف في مكانه، مش هياخد سبيس اكتر من مكانه. كلام جميل؟ طيب ماشي. طب لو انا جيت قلت له روتيت واديت له البيس بوينت على الطرف، اه بص بقى بيعمل ايه؟ بقى بيلف حوالين مكانه، بقى واخد دايره اكبر في الدوران. طب لو انا جيت رحت قايل له ادي يا عم روتيت، ورحت جاي مديله البيس بوينت بره هنا كده، اه يبقى عامل زي التريلا بقى، بص واخد ايه، بيلف بعيد عن مكانه، بيلف على الواسع قوي، شايف بيلف على الايه، على الواسع قوي. واحد يقول لي طب انت بتوجع دماغي بالكلام ده ليه؟ ما انا احط البتاع في اي حته وخلاص وهيلف وهيبقى زي الفل. اقول لك لا، لما انت تبقى راسم حاجه زي كده وعندك مثلا عامل لك خرطوشه هنا ولا حاجه، وعندك مثلا حاطط لي هنا مثلا زي اي شكل زي نجمه الشمال ولا زي اي حاجه انت حاططها مثلا على سبيل المثال، خلاص عايز الف في الشكل ده في مكانه، اه يبقى احسن حاجه ان انا لما اجي اديله البيس بوينت، اه اديله البيس بوينت فين؟ في النص، عشان يلف في مكانه ويحافظ على السيمتريه، ويحافظ على الايه، على السيمتريه. لكن لو انا جيت رحت مثلا رحت جاي مديله الروتيت هنا اهو، واجي اقول له لف 45 درجه، هيجي لي كده وارجع تاني اعمل له موف عشان اظبطه في النص. طب ليه؟ طب ما كان من البدايه، صح ولا غلط؟ اه يبقى هنا نقطه البيس بوينت اركز جدا 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 في مضمونه. طيب هي هتفرق في حاجه برضو يا عم؟ انا هعمل موف، هي هتفرق في حاجه؟ اقول لك اه تفرق، ان احنا لو عندنا ترابيزه ايه، المفاوضات الايه، المستديره، صح ولا غلط، وجبنا كرسي لعمك كوفي، ايه كوفي عنان الله يرحمه قبل ما يسيبها، خلاص جبنا له كرسي اهو، وادي ايه، ها ادي المستطيل، وعملنا له ايه، عملنا له ميرور، وادي يا عم ايه زي ما هنشوف، وادي ايه مستطيل تاني، ورحنا شايلين الايه، ها الكرسي، والكرسي ده رحنا ماسكينه خلاص، ورحنا عاملينه ايه، حاطينه هنا كده. لو انا عايز الف الكرسي ويحافظ على اللفه بتاعته، الفه ازاي؟ اه معلم عليه وهيروتيت، هيقول لي فين البيس بوينت، هقول له ادي البيس بوينت اهي. طب لما انا حاجه الف، بص اه شايف، شايف حافظ على ايه، على الدوران بتاعه وحافظ على مكانه. لكن لو انا كنت جيت هنا ورحت قايل له روتيت، روح مديله البيس بوينت هنا، لف في مكانك بقى، عك طبعا، يبقى ده كده شغل ايه، شغل عك. يبقى هنا اه، يبقى هنا احسن مكان عشان يلف في مكانه، عشان ادي له الكرسي الناحيه التانيه، اه يبقى ايه، يبقى لازم اللي كان البيس بوينت يبقى على الدايره عشان احافظ على الكونسبت بتاع الايه، بتاع وضعيه الكرسي بالنسبه للترابيز، صح؟ طيب كلام جميل. تعال نشوف، لو انا عندي خط كده خلاص وعايز اعمل له روتيشن، هم قايل له روتيت ادي البيس بوينت، اه خد بالك اول ما انت بتخش اصلا روتيت بيقول لك ايه، بيقول لك انا ايه كاونتر كلوك وايز، كاونتر ايه كلوك وايز، ماشي. طب يعني ايه برضو؟ يعني هضغط كده، يعني لما اجي اقول له بيقول لي الروتيشن انجل كام، زاويه الدوران مش الزاويه اللي هيقف عليها، هو بيقول لك مقدار زاويه الدوران مش الزاويه اللي هيروح عليها. فانا لما دلوقتي لما حاجه اقول له 30 انتر، الخط هيطلع فوق ولا لتحت؟ الخط هيطلع فوق ولا لتحت؟ اه ده انا لسه سامع كاونتر كلوك وايز، يعني بيلف عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه بتلف كده ولا كده؟ اه يبقى بتلف كده، يبقى اذا اكيد اول ما هقول له انتر هلاقيه طلع لفوق. طيب كلام جميل. طب لو انا جيت قلت روتيت ودوست هنا ورحت قايل له 30، هينزل لفوق ولا لتحت؟ اكيد برضه هينزل تحت، ليه؟ عشان عكس عقارب الايه، عكس عقارب الساعه بالمنظر ده، عشان بيلف ايه، ها عكس عقارب الساعه، ماشي. طيب انا دلوقتي زعلان ليه يا عم؟ سواء ما باجي اقول له روتيت وجيت اديت له البيس بوينت هنا بيطلع لفوق، طب انا عايزه ينزل لتحت، اعمل ايه؟ اقول لك يا تطرح من 360 ل 30، يا اما تريح نفسك تقول له اطرح انت واقول له سالب 30، اقول له الزاويه سالب كام؟ سالب 30، عشان هو ياخد ال 30 كلوك وايز بقى، مش كاونتر ايه، مش كاونتر كلوك وايز. كلام جميل، كلام جميل. تعال نشوف بعض الايه الاوبشنز اللي موجوده في البراكت بتاعت
روتيت. لو انا جيت دلوقتي ورحت قايل روتيت، رحت جاي مديله البيس بوينت هنا، لا انا عايز نسخه من الكرسي، انا مش عايز الكرسي يتنقل يتحط هنا، لا انا عايز نسخه من الكرسي. يبقى ما يقول له ايه كوبي، وما يقول له سي انتر، مش هتحس بحاجه، بس وانس ان انت ضغطت وحطيت هتلاقيه ان هو ما نقلش الاصل، خد لك نسخه منه. طب انا عايز كرسيين كمان بقى عشان ايه اعمامنا الكبار جم كلهم، واخد بالك، وما يقول له كوبي. اه يبقى ايه، ها يبقى انا كده خدت نسخه من الايه، من الكراسي ولفتها، خدت نسخه من الكراسي وايه ولفتها. كلام جميل. لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا عندي خط اهو انا رسمه على 45 بكل جراءه، لو انا جيت قلت لك ادي عندي مستطيل اهو، قلت لك انا عايز المستطيل ده يوازي الخط ده، تقول لي عيني مفيش مشكله، ادي يا عم روتيت، ادي النقطه اهي 45، خلاص بقى ده موازي ده. طب لا ده انا عايز الضلع التاني، لا تزعل ولا تزعل ولا يكون عندك اي مشكله، ادي روتيت، ادي البيس بوينت، وما قال له سالب 45، صح؟ طيب مفيش مشكله، طب ما انت زي الفل اهو. طب ايه بقى مشكلتك؟ اقول لك اه المشكله دلوقتي لو انت جيت رسمت الخط ما رسمتوش على زاويه، ما رسمتوش على شعر البولر، وعايز ده يوازي ده، هتعملها ازاي؟ اه ليها واقفه بقى ليه؟ لان انا دلوقتي مش عارف اقول له لف على كام، ما انا لو عارف اقول له لف على كام كنت خلصت. طب في نفس الوقت انا البيس بوينت بقت نقطه محور دوران، وهو في الاصل بيخلي الجسم كله يلف حوالين النقطه دي، يلف حوالين الايه النقطه دي. طب بعدين اه طب بس يا عم انا لقيت، انا فاكر ان في الدروينج ايدز في حاجه في الشيفت رايت كليك اسمها بارل، انا هاخد لقطه بارل واعدل اعدل 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 لغايه لما هلاقيه بيقول لي ايه، ها لقطت لك يا عم التوازي. اه ففعلا بقى الضلع دوت بيوازي ده. طيب حلينا نص المشكله، طب ايه بقيت مشكلتك؟ اه طب انا عايز الضلع التاني بقى، انا عايز الايه الضلع التاني، ما انا كل ما حاجه اقول له بارلل واجي اعمل كده او اروح له الناحيه التانيه حتى الاقيه بيوازي لي الضلع اللي فوق. طب انا عايز الضلع اللي على اليمين، ما انا بقى هنا مش عارف اقول له سالب وموجب زي ما احنا كنا لسه عاملين شويه على 45. اه يبقى هنا الحل ايه؟ اقول له لا ده انت ليك مرجعيه. ايه يا عم المرجعيه بتاعتك؟ هو قال له بعد ما اديله البيس بوينت اقول له انت ليك مرجعيه ار انتر ريفرنس، يقول لك فين الخط اصلا اللي انت عايز تعمل له دوران وبالتبعيه الجسم. هما قال له ادي النقطه اهي وادي النقطه اهي. اه دلوقتي لو انت ملاحظ بص بدا يلف خط، شايف بدا بيلف الخط مش بيلف الجسم حوالين النقطه، بقى بيلف الخط وبالتبعيه الجسم بيمشي ورا الخط. طب يعني ايه اعمل ايه دلوقتي؟ يعني بكل بساطه شيفت كليك يمين بارل، تسيب لقطتك تعدل. اه ايه اللي حصل؟ اه ده ايه ده، ده جاب توازي، الله ينور زي الفل. يبقى احنا كده ايه وصلنا للهدف بتاعنا. يبقى الفكره كلها دلوقتي لو انا مثلا سي عندي منشاه بالمنظر الغريب ده كده، عندي حاجه جايه كده مثلا، حاجه اجرك الله يعني مدرسه مثلا جايه مشطوره كده حالتها صعبه، كل شويه كل يعني ما ارسم اي حاجه هنا عايز اوازيها على الضلع ده، انا اصلا مش مرسومه على زاويه عدله، كل ما اجي اقول يا عم روتيت ابوس ايدك والنبي وازيلي ديت مش عارف اوزيها على كام، يعني اعمل موازيه على كام انا مش عارف. اه دلوقتي بقيت ما يهمكش انت تعمل الموازاه على كام، تفرقش معاك في حاجه. اه اقدر اجي كده، طب انا عايز الضلع التاني يقول له ريفرنس، خلاص ما احنا عرفنا صح ولا غلط، لا ده انا عايز اوازيها مع اللي فوق. يا عم ولا يهمك اهو ادي البارالل، خد لقطتك، ادي البارالل خد لقطتك اعدل، بقيت بتوازي مع ديت، طب انا عايز اوازي مع دي اهو يا عم ولا تزعل، عندك توازيات اهو زي ما انت عايز، زي ما انت عايز حط التوازي بتاعك زي ما انت عايز اهو، سيب لك لقطه هنا وسيب لك لقطه هنا وسيب لك لقطه هنا، انا عايز موازي كده ولا كده اهو ولا عايزه كده براحتك، حط التوازيات اللي انت عايزها، وازي بقى مع ده مع ده، عايز الضلع ده زي ما انت عايز، ما فيش اي ايه ما فيش اي ادنى مشكله. يبقى احنا دلوقتي نفهم ان روتيت بيعمل ايه، روتيت زي ما احنا قلنا بيخليك تقدر تعمل دوران على زاوية، وبيقول لك زاوية الدوران كام، يعني ايه زاوية الدوران كام برضه عشان نفوكس عليها. او انا دلوقتي لما حاجة اقول روتيت ادي البيس بوينت، لو جيت قلت له 30 مش هيروح يقف لي على زاوية 30، لا هيلف 30 عشان ما نتلخبطش في الحتة دي. طيب كلام جميل، يبقى احنا كده خلصنا ايه، خلصنا امر روتيت، نيجي نخش على امر سكيل. خد بالك الاوامر بتاعت موديفاي اكسسبل على بعض قوي، يعني ايه اكسسبل على بعض قوي؟ يعني ممكن الحاجه اعملها ب 100 اسلوب بامر موديفاي، يعني ممكن مثلا عندي قوس مثلا مش عارف اعمل ازاي، ممكن اعمله بفلت، ممكن اعمله ارسمه اصلا بقوس، ممكن مش عارف ده اعمله بوفست، ده ممكن اعمله بكوبي، ده ممكن اعمله باري، ده ممكن مش عارف اعمله روتيت كوبي،
في مليون طريقة ان انت تعمل نفس الحاجة، ما تحجرش على نفسك، بس في نفس الوقت تخليك ذكي. في ساعات الموقف بيستدعي امر معين، يبقى هو ده الانسب، هو ده الاسرع، هو ده الادق بالنسبة لي، يبقى هو ده اللي انا ايه، هو ده اللي انا اخش عليه. طيب يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ يعني انا لو دلوقتي عندي مستطيل اهو، سي رحت قايل ات 5 و5، فده المستطيل ده 5 في 5، رحت جاي قايل اس سي انتر اللي هو اختصار امر سكيل. طبعا الرموز بتاعه البار انت مش محتاج ان انا اقولها لك، جاء كل امر جواه ايه الرمز بتاعه، تعرف الرمز بتاعه، تشوف هو فين بره تقدر تحصل ايه عليه. خلاص اس سي ده اختصار، انا اللي بقول لك اهو الاختصارات بتاعه الكيبورد. الاس سي انتر كلام جميل، بيقول لك فين يا عم الاوبجكتس، اقعد اختار واتدلع، لا شيفت، لا بالشيفت اشيل، لا احط تاني، لا فينس، لا كروس ويندو، لا كروس بوليجون، لا مش عارف كذا، اعمل ايه زي ما انا عايز. خلاص بعد ما تخلص عشان سيلكت اوبجكتس لازم اعمل ايه، ها انتر. طيب بعد ما دوست الانتر بيقول لك فين البيز بوينت، نقطه البيز بوينت هنا لو كانت في موف وكوبي كانت نقطه المسك، ولو كانت في روتيت محور الدوران يبقى اذن في سكيل هي نقطة الانطلاق للتكبير، نقطة الانطلاق للايه؟ للتكبير. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني انا لو خدت البيز بوينت من هنا يبقى هيكبر يمين وفوق بس، هيكبر ايه؟ يمين وفوق بس. طيب يعني بيكبر في كام اتجاه كده؟ يعني بيكبر في اتجاهين. طيب لو انا عايز اخليه يكبر في 3 اتجاهات اديله فين؟ في اي منتصف اي ضلع، اهو حاجة هنا بقى بيكبر يمين وشمال وتحت، او اهو او بقى كده فوق وتحت وشمال، صح ولا غلط؟ في 3 اتجاهات. طب لو عايز اخليه يكبر في مكانه في ال4 اتجاهات، يبقى هنا لازم يتحتم عليا ان انا اديله ليه، ها، السنتر فين، البيس بوينت بتاعتي فين، في السنتر، عشان يفرش في 4 اتجاهات ويفرش في مكانه. واحد برضه يقول لي يا عم انت هتوجع دماغي ليه، ما انا في اي حته اهو هقول له سكيل وادي البيس بوينت، هيقول لي الفاكتور كام، هقول له 2، كبر 2 اهو، ايه المشكله يعني؟ اقول لك لا، ما انت خد بالك ايه يا عم، ما انا لو عندي مستطيل اهو بالمنظر ده كده، وعندي مستطيل تاني كده اهو مثلا، وجيت قلت لك تعالى كبره شويه، دي الضعف. ما انا لما حاجه تيجي تقول له سكيل ادي البيس بوينت هنا في 2، عيش حياتك بقى، اقعد اعمل موف واقعد اعمل وسوي وبتاع، لا طبعا. يبقى انا هنا ايه، البيس بوينت ليها وظيفه. يعني مثلا لو انا عندي دايره اهي وعايز الدايره التانيه تبقى ضعف دي ومتسنترين على بعض، ما انا لو جيت قلت له سكيله من هنا ورحت قايل له كوبي زي ما هنشوف برضو نسخه، قلت له في 2 بقى متسنترين على بعض؟ لا طبعا مش متسنترين على بعض. فهنا جوهر البيز بوينت، ان انا اجي اقول له سكيل ادي البيز بوينت في النص، اي يا عم خد لي نسخه منها كوبي برضو زي روتيت كوبي، وما يقول له في 2 يطلع الدايره ضعف الدايره ديت متسنترين على بعض. يبقى اذا هنا البيز بوينت مش حاجه هزار، ومش حاططها لك رخامه، لا ما هو حاططها بمغزى عشان تعرف انت هتروح فين، الشكل بتاعك هيكبر ازاي والى اخره. طيب كلام جميل. يبقى اذا لو انا عندي اهو ادي 5 ات 5 و5، رحت جاي قايل له سكيل دوت، قايل له في 2 بقى كام يا عم، سوري نقول له اهو سكيل ادي البيس بوينت هنا مثلا في النص عشان يكبر في مكانه، او ما قايل له في 2، يبقى ده دلوقتي لما اجي اقيسه هلاقيه بقى كام، ها بقى 10 في كام، في 10، صح، كلام جميل. طيب ايه يا عم، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي في وسط الكلام، لو انا عندي دايره 5، لو انا عايز دايره 10 متسنطره عليها، بسيطة يا عم عيني، اوفست كام يا عم، 5، ماشي، ها اضغط اهو بقت ضعفها متسنطرة عليها. طب مش فاهم يعني ايه برضو، يعني يا استاذ اوفست تعرف تعمل اللي بتعمله سكيل، طب امتى اضطر بقى اخش سكيل؟ ما هي دي الفكرة. لو انا رحت جاي قايل لك ادي دايرة اهي، الله اعلم يعني ايه الله اعلم، معرفش رديسها كام، عايز ضعفها، هتقول لي الاوفست كام؟ لسه هتقعد تقيس وتشوف الدايره اذا كانت فيها كسور ولا لا، او تقعد تضرب في 2 وتتلخبط وتعمل، لا ادي سكيل ادي هو يا عم دوت، فين البيس بوينت في النص، كوبي في 2 بقى دي ضعف دي متسنطره على دي. يبقى انا هنا الاوفست بتنفع وسكيل بتنفع، بس انا بقى ذكي، انا اللي بختار الايه، بختار الحاجه اللي تناسبني في الموقف اللي انا فيه. انا دايره ما اعرفش الار بتاعتها بكام، اخش اوفست اعمل ايه، لسه قاعد اقيس واحسب واضرب واعمل واسوي، لا سكيل كوبي في 2 خلصت، صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. نيجي بقى عندنا مشكلة مهمة جدا، ايه يا عم؟ انا عندي ادي حيطة اهي، وادي عندي باب عامله بلوك كنت تعبان فيه وسهران فيه طول الليل، ادي البلوك اهو بتاعي خلاص،
وعايز البلوك دوت لما جيت نزلته عايزه يصغر بحيث ان الفتحه ديت تبقى على قد الفتحه دي بالظبط. كلام جميل ماشي يا عم. لو انا جيت قلت له سكيل وجيت قلت له البيس بوينت، هقول له الفاكتور في كام وانا عارف المسافه دي قد ايه وانا عارف الطول ده قد ايه، عشان حتى اقعد انسب. يعني لو المسافه دي مثلا 2 اللي هي الفتحه 2 والفتحه بتاعت الباب 4، كنت ساعتها اقدر اقول له في نص. لكن انا لسه هقعد اقيس واقيس الباب فتحته قد ايه ودي فتحته قد ايه واشوف النسبه واقعد اصغر واكبر واضرب واغلط واعمل، لا انا اقول له ايه يا عم ليك مرجعيه برضو، ايه الفكره؟ وما يقول له ار انتر، يقول لي انت اصلا عايز تلعب في انهي ضلع، ايه انت اصلا الضلع اللي انت عايز تكبره وتصغره بالتبعيه بقيه الجسم، اقول له الضلع ده من هنا لهنا. اه شايف بقى، بيقول لك النيو لينس بتاعت المسافه دي قد ايه، عايز الطول الجديد يبقى قد ايه. فلو انا كان مثلا كان الطول ده كان 10 وانا خليته 20، يعني هو هيفهم ان انت هتضرب الجسم في كام، في 2، هو يجيب الفاكتور لوحده. طيب كلام جميل. طب لو انا دلوقتي انا اصلا ما انا برضو وقعت في مطب، ايه يا عم هو النيو لينس بكام؟ طب ما انا النيو لينس بتاعتي انا مش عارفها، ما انا لو كنت عارف النيو لينس بكام كنت عملتها بالسكيل فاكتور وخلاص. اقول لك لا يا عم ما تزعلش، بوينتس بي انتر قيس، اقول له قيس، هقول له قيس منين لمنين، ما اروحش اقيس للباب ده، انا عايز اصغر الباب على حاجه، اروح اقيس الباب تاني؟ لا، هو اقيس الفتحه اللي انا عايز اصغر عليها الايه، عليها الباب او اكبره. اه صغر اهو بقى الفتحه قد الباب بالظبط، اجي اروح اعمل موف الاقيها زي الفل نازله قدها بالظبط، ما فيهاش فرق، ما فيش زحتوفة فرق، ما فيش لخبطة ولا أي حاجة. طيب كلام جميل. طيب في أمر تاني أنا عارفه بيعمل كام حركة في بعض كده، بيعمل 3 حركات في بعض. إيه يا عم ال3 حركات في بعض دول؟ لو أنا عندي الباب جاي نازل كده أصلا، الباب إيه، الباب نازل كده أصلا، هما يقول له إيه ال إنتر ألاين، أمر اسمه إيه ألاين، يقول لي فين يا عم الأوبجيكتس، هما يقول له دول. طيب يقول لك فين النقطة الأولى اللي هي الأصلية، أقول له دي ده المصدر، يقول لي هتروح فين الديستنيشن، قدرها ايه، قدرها هتروح فين، اقول له قدرها النقطه دي، يقول لي طب فين النقطه اللي بعد كده، اقول له اهي دي الاصل، يقول لي قدرها هتروح فين، اقول له هنا، يقول لك طب في نقطه ثالثه، طب هو الذكي ده بيسال على نقطه ثالثه ليه، اقول لك لا معلش ده جزء 3 دي استنى شويه. طب هو يعني ايه، افرض يا عم انت عايز ترفع حاجه فيس على فيس، ما هو الفيس في ال3 دي بيتعرف بثلاث نقط، مش فاهم مش مشكله. طيب هنعمل ايه دلوقتي، كونتينيو، هو ما يقول له ايه، ها كمل، انا هو نقطتين كفايه انا مش عايز نقطه تالته، كونتينيو. طيب يقول لك اعمل سكيل ريفرنس امبيدد، الكلام ده ايه من بيقولها لك من تحت لتحت كده، بيقول لك اعمل سكيل ريفرنس اه ولا لا، اه طبعا يس. الله ده عمل ايه، ده عمل سكيل ريفرنس وروتيت وموف التلاته في بعض، يبقى عمل ايه اللاين دلوقتي، عمل سكيل ريفرنس وروتيت وموف التلاته في بعض. كلام جميل. يبقى دوت امر اسهل حتى من ان انت تعمل سكيل ريفرنس، يبقى ده امر ايه اسهل من ان انت حتى تعمل ايه سكيل ريفرنس. يبقى احنا دلوقتي عرفنا السكيل، عرفنا احنا نقدر نعمل بيه ايه. كلام جميل. طيب بعد كده عندنا امر اسمه ايه، بعد كده عندنا امر اسمه ميرور. امر ميرور ده عباره عن ايه، عباره عن مرايه. يعني ايه مرايه؟ يعني لما اجي اقول له ريكتانجل وادي الريكتانجل اهوت بالمنظر ده، واجي مثلا عندي فيه خط مايل كده، لو انا جيت قلت لك ادي حد المرآة، ادي ايه حد المرآة، خلاص نشوفكم ساقطين فيزياء ولا لا، ها وادي الايه، وادي الشكل اهو لما اتعكس، هل الضلع والمستطيل لما اتعكسوا في المراية هيبقى الكيس واحد ولا اتنين، ها هيبقى واحد ولا اتنين؟ طبعا اللي فاهم فيزياء شوية هيقول لك اتنين، ان انا لما باجي اقف قدام المراية، ما دي المراية، ما الخط ده اللي هو بيعبر عن ايه، ده كده المراية ايه، خلاص. طيب يبقى انا لو فاهم فيزياء شويه اقول لك ايه، لا ده انا بقف قدام المرايه يميني بيبقى شمالي، يبقى اكيد ده لما يتعكس الناحيه التانيه هيبقى ايه، هيبقى الحاله اتنين. اقول لك لا لا، يعني ايه هي واحد، لا مش واحد، طب هي اتنين، لا مش اتنين، امال هي ايه بالظبط، ولا واحده فيهم يا راجل. اه يا عم هي الفكره كلها في ايه، لما انا حاجه اعمل حد المرايه هنا لازم المرايه تحافظ على المسافه اللي ما بين الايه، المراية والجسم، بتاخدها بعد جوه المراية نفس المسافة والجسم، يبقى اه ساعتها اقول يميني يبقى شمالي، بس احافظ على المسافة الاول ما بين المرايتين، وبعد كده ارجع اقول اه لا هي الحالة اتنين. ليه الحالة اتنين؟ عشان يميني بيبقى شمالي، عشان يميني بيبقى ايه، بيبقى شمالي. كلام جميل كلام جميل. طيب ماشي كلام جميل. يبقى احنا كده عرفنا الايه،
ها عرفنا فكرة الميرور، ان هو لازم يحافظ على المسافة ويحافظ على المسافة الناحية التانية، وايه ويقوم حاطط لك الجسم ويبقى يمينك يبقى شمال، زي ما احنا كنا بنروح عند ايه دكتور العيون صح زمان قبل ما يخترعوا اجهزة الكمبيوتر والليزر، كان يعمل الأوضة دايما بتاعته ايه 3 متر، ويقوم حاطط لك مراية وحاطط لك البتاع اللي فيها السيل المفتوحة والمقفولة في ظهرك، بحيث ان انت تبقى شايفها في المراية تبقى مسافتها كام 6 متر، لان ال 3 متر هتتعكس في المرايه 3 متر كمان، يبقى انت المسافه كلها كام عشان تشوف الحاجه؟ ها 6 متر. كلام جميل، كلام جميل. طيب ف تعال نكمل بقى ايه، نشوف الميرور اصلا بتتعمل ازاي. لو انا عندي خط اهو مثلا، او اي جسم، او تعالى حتى الجسم اللي احنا لسه عاملينه دوت، خلاص عايز اعمل ميرور. بس خلاص بسيطه يا عم، ام اي انتر، ده اختصار امر ميرور، ام اي انتر موف ام بس، خلاص اما ميرور ام اي انتر. طيب كلام جميل، فين يا عم الاوبجكتس؟ هي اوبجكت ولا اوبجكتس؟ اكيد اوبجكتس، ما انا واخويا بقف قدام المرايه صح ولا غلط، فهيقول لي ايه سيلكت اوبجكتس. طيب ماشي كلام جميل، ادي يا عم الاوبجكتس انتر. يقول لك فين حد المرآة؟ حد المرآة هيبقى عبارة عن خط وهمي هتعبر عنه عن طريق نقطتين صح ولا غلط، اقول له يا عم ادي النقطة الاولى وادي ها النقطة التانية، يبقى انا حاطط المرايه راسيه يبقى اكيد هتتعكس قصادها ايه بالظبط صح ولا غلط. طيب كلام جميل، حطيت النقطه التانيه، اوب ايه اللي حصل؟ ايه يا عم معلش تاني كده، ها ميرور ادي نقطه وادي نقطه، ايه ده راح فين الجسم؟ راح فين؟ ما عادش تنح، ما هو بيسالك بيقول لك ايه تحت، بيقول لك اريز السورس اوبجكت اه ولا لا، هو جاهز على ايه؟ على نو، طالما الحاجه قلنا ما بين علامتين الانجل يبقى معناها دي الديفولت اللي انت هتختاره من البراكت، ما اقولش ان انتر، قوم دايس انتر على طول، قوم دايس ايه ها قوم دايس ايه انتر على طول، خلاص ما اقولش ان انت. طيب كلام جميل، واحد يقول لي ماشي انا ما عنديش مانع، بس انا انت كده بتكروتني. ايه يا عم ليه بكروتك ليه؟ دلوقتي عايز اعمل ميرور بمرايه بمسافه، ميرور بايه بمسافه، فاعمل ايه لو انا عندي هو مثلا خمسة وخمسة وعايز اسيب مسافه خمسة واحط الايه العكس بتاع الناحيه التانيه؟ اقول لك عمك وعم عيالك الاتراك هو اللي ينفعك دلوقتي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني اقول لك ميرور واقوم قايل له النقطه الاولى بتاعت المرايه تبعد عن المسافه دي بخمسه؟ لا طبعا مش خمسه، كام يا عم؟ اتنين ونص. ليه اتنين ونص؟ عشان هيبقى ان اتنين ونص شمال واتنين ونص يمين، يبقى المسافه كلها خمسه، وما قايل له انتر، يبقى هو كده حط لك النقطه الاولى على مسافه اتنين ونص. انزل تحت واحط النقطه التانيه عشان اظبط وضعيه المرايه صح، انزل تحت وقوم يقول لي امسح ولا سيب، سيب يا عم، اجي اقيس انا المسافه اللي في النص ديت الاقيها كام؟ ها الاقيها خمسه. ليه؟ لان انا كنت قايل له حط المرايه على اتنين ونص، فاتنين ونص يمين واتنين ونص شمالي تبقى كلها على بعض كام؟ كلها على بعض خمسه. طب لو انا جيت قلت له ميرور وجيت عملت ده كده، رحت مدي له حد المرايه هنا، هو اي نعم هيحطها لك، بس انت تبقى واعي وفاهم ان هنا في خطين مش خط واحد، ان هنا ايه في خطين مش خط واحد، هو عكس على نفسه كأنك كنت لازق وشك في المرايه، خلاص كأنك كنت ايه لازق وشك في الايه في المرايه. كلام جميل، يبقى اذا انا اقدر في ثانيه اعمل ميرور اهو بالمنظر ده صح، اقدر احصل على ترس في ثواني، شكل ترس اهو في ثواني. طب ايه يا عم وانت على طول مرايتك رأسية؟ لا ممكن تبقى افقيه اهو، خدها كده ايه المشكله، خد دي تاني اهو ايه المشكله صح، ممكن اخد دولت لوحدهم كده ميرور اهو صح ولا غلط. يبقى انا اقدر ايه اقدر اعمل الميرور بتاعتي زي ما انا عايز. امتى اعمل الميرور مايله؟ نادرا ما هتعمل، نادرا ما ايه ما هتعمل. ليه؟ لان انا مثلا عندي الريكتانجل اهو وادي الايه الضلع المايل اهو، ايه الموقف اللي هيخليك تحتاج فيه الميرور مايله كده؟ نادرا نادرا ما هتحتاج الميرور مايل، الا اذا كان الشكل اصلا جاي كله على زاويه فانت هتحتاج الميرور على زاويه. طب اديني مثال اهو بالمنظر ده، مثلا لو انا جيت اهو عندي خط كده وجيت رحت قايل له روتيت اهو كوبي، عشان ما اضيعش وقت في ان انا احصل على نفس الخط واعمل زاويه الضلعين بتاعتها ايه متساويين، خلاص رحت انا مثلا جاي عامل ايه عايز اعمل شكل زي شكل الورده كده مثلا، خلاص اهو ادي ايه ديت الايه مثلا ايه بتاعت ورده، خلاص رحت جاي عامل اس بي لاين مثلا اهو عايز اعمل شكل جوه كده اهو بالمنظر ده، خلاص لو انا عايز اجيب مرايته الناحيه التانية هو قايل ميرور وهو قايل ادي نقطه هنا وادي نقطه هنا على الافقي ولا نقطه هنا على الراسي، طبعا لا لازم النقطه تبقى فين على السنتر، فاحتجتها مايله لان اصلا الحاجه جايه على زاويه،
لكن لما الحاجه تبقى راسي وافقي يبقى راسي وافقي، لكن لما الحاجه اصلا تبقى جايه على زاويه احتاج ان انا اجيب الحاجه على زاويه، يبقى هنا ايه تعتمد على وضعيه الشكل، لكن عاده وابدا نادرا ما هتحتاج ان انت تعمل ايه حاجه بالمنظر ده، ان انت تحتاج ميرور على الايه على الماي. طب تعالى ناخد تطبيق اللي هو نجمه الشمال عشان نفهم بيه ازاي، ها ازاي امر ميرور بيشتغل. انا هعمل اهو سبعه الحمامه بتاعت ابتدائي خلاص. طيب وادي ايه اهو حاجه عاملها كده ما بين تقريبا 90 وما بين 120 وما بين الصفر وما بين 330، يعني في الرينج ده كده. قوم جاي ده قايل له ميرور، ميرور فين؟ انا عايزه يتقلب الناحيه التانيه، انا عايزه ايه، انا عايز ده يجي لي ده هنا كده. فالمرايه فين؟ فين فين الكشكول؟ فين حد الكشكول؟ في النص، عشان ده لما يتقلب كده ده يروح كده يتقلب في نفس مكان صح. طيب يبقى ماشي كلام جميل. فين يا عم الحد المرآة؟ ادي نقطة اهي، واظبط النقطة بتاعتي على البوليرتي، مش لازم الضم في حاجة تانية، امال البوليرتي فايدتها ايه؟ اضغط اي نقطة، ها راح فين؟ انتر ما ننساش صح ولا غلط. طيب ها ميرور فين النقطة؟ ادي النقطة، ها اروح كده اجي كده اجي كده، لا لازم اجي كده. ليه اجي كده؟ عشان ده انا عايزه يتقلب الناحية التانية تحت. كلام جميل. طيب ها يا عم ادي ميرور، انا دولت عايز اقلبهم تحت هنا، يبقى فين نص المسافة؟ اكيد من هنا لهنا صح ولا غلط. طيب ها يا عم اكيد من هنا لهنا صح ولا غلط. ادي ال انتر، اوصل ايه كل نقطتين قصاد بعض بخط بالمنظر ده، وبعدين اقول له هاتش مثلا، وما يقول له جريدينت تو كولرز، وما يقول له ايه ادي رصاصي مثلا الغامق وادي رصاصي الفاتح، واختار التدريجة اللي انا عايزها واقول له خد واحدة وسيب واحدة، خد واحدة وسيب واحدة، شكرا اوكي. ادي يا عمي شكل نجمة الايه، نجمة الشمال خلاص. كلام جميل. يبقى انا طبعا ايه ممكن اخد منها بقى، بص بقى الحتة دي سكيل، ها يا عم ادي بيز بوينت، اقول له انا عايزها في نص خلاص، سوري اهو سكيل، وما يقول له عايزها ايه في نص، او حتى قبل ما اعمل سكيل حتى ممكن اقوم قايل له روتيت بيز بوينت اهو، وقوم قايل له ايه انا عايز كوبي، واسيب كوبي كده، واقوم قايل له ايه بقى بص سكيل بريفيوس. شوف جاب ايه، جاب اخر واحده انت كنت لسه بتتعامل معاها صح. طب لو انا جيت قلت له سكيل، ها سكيل بريفيوس، رحت جاي انتر قلت له البيز بوينت فين يا عم؟ في النص. طب عايز قد ايه؟ في نص. يبقى انا دلوقتي عندي ايه، عندي شكل في ايه على شكل، فاهم انت الحته ديت شكل على ايه، شكل على شكل، بس احنا المفروض كنا نعملها في التانية احسن اهي. ممكن ناخد الاشكال دي كده بالمنظر ده اهو تمام، وما يقول له سكيل ادي نص، وما يقول له ايه في نص، عايز تبقى شكل في شكل كده، ما بلاش نص صغيره قوي، تعالى ايه ناخدها بالمنظر ده، وما يقول له سكيل خليها مثلا في بوينت 7 ولا حاجه، معقولة كده. ممكن أعمل إيه شكل زي كده مثلا لو أنا عايز، ممكن بقى أمسح حتى الخطوط ديت لو هي مضايقاك، منظرها إيه مضايقك خلاص، تعمل أي أشكال بقى أنت عايز خلاص ماشي. تبقى إيه تقدر تاخد منها كوبي وسكيل في نفسها زي ما أنت عايز تمام. تمام طيب بعد كده عايزين نعمل إيه؟ بعد كده يبقى إحنا دلوقتي عرفنا ميرور، إن أنا عندي خط أهو وخط أهو، هقدر أعمل إيه دوت ميرور كده أهو، ده كده اهو، ده كده اهو، وبعدين اوصل الخطوط ببعض، يبقى انا كده عرفت ايه، عرفت المرايه. طيب لما انا بشتغل شغل ميكانيكا عاده احنا بنعمل ايه، بنعمل اكسين، اكس علامتين صح. مثلا عايز اعمل الاكس التاني من غير ما المس الكيبورد، اخد لقطتين اوتراك على 45 واخد اوتراكه من هنا على ايه، على الامتداد بتاعها صح ولا غلط، على الامتداد بتاعها على البولر خلاص، عملت ايه اجسام متناصفين متعامدين. قعدت انت ترسم هنا نص الرسمه، وقعدت تعمل لي مش عارف ايه، وقعدت تعمل ايه، وقعدت تعمل ايه، في الاخر لما اجي اخلص اي حاجه على طول ميرور الناحيه التانية، وش على طول ايه، ها ميرور الناحيه التانية، بحيث بعد كده انا محتاج اي حاجه اهو اقدر اعملها ما بينهم في ثانيه، ما ضيعش وقت، ما ضيعش ايه، ما ضيعش وقت ماشي. كلام جميل. يبقى دايما انا لما اجي ارسم اي حاجه، جيت رسمت حاجه بالمنظر ده مثلا كده اهو، اهو حاجه بالمنظر ده، بعد ما رسمتها رحت واخدها ايه، ها ميرور الناحيه التانيه، حتى لو انا مزوم كده بص الحته دي
انا واقف هنا اكيد لقطت اند بوينت تحت، بس هيلقط ايه على الخط؟ اكيد لقط اند بوينت. اضغط اضغط، واثق من نفسي. واثق ايه؟ واثق من نفسي. ماشي يا عم، فلتاتك بقى وبتاع وحركاتك، واخد بالك اهو، ده مع ده وده مع ده، وهات لي يا عم مش عارف دايره من هنا، واعمل لي مش عارف ايه من هنا، وادي اهو يا عم ادي الفلت التاني مثلا زي ما هنشوف، ده مع ده وده مع ده اهو، خلاص الحاجه بتخلص في ثواني. ليه؟ ان في مرايه، انا بخلص شغل بنجز بالمرايه، كل ما اعمل حاجه ميرور الناحيه التانيه، كل ما اعمل حاجه ميرور الناحيه التانيه، او اصبر واقوم. ده الاحسن طبعا، ان انا اقوم جايبهم كلهم الناحيه التانيه، واخد بالك؟ يعني اشتغل على نص ثانيه ميرور، باي باي، شكرا، خلصنا الرسم. ما اقعدش كل شويه هنا هنا، واعمل هنا واجي هنا وفروم تاني وتم بتراك ومش عارف ايه وبتاع، لا، في ثانيه اقوم عامل الايه، اقوم عامل الرسمه عن طريق ميرور. بس امتى؟ لما اكون ظابط السيمتريه، لما يكون اصلا الرسمه فيها سيمتريه وانا ظابط السيمتريه، مش هاجي مثلا عامل لي الخط ده كده والخط ده كده، وشويه تيجي تعمل لي ميرور لدي على السنتر ده، وبعدين تيجي شويه تعمل لي ميرور على السنتر ده، يبقى انت بتهرج. يبقى انت ايه؟ بتهرج. لازم اكون ظابط السيمتريه عشان ما يحصلش ايه؟ اي مشكله. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب، وعرفنا ازاي نظبط السيمتريه. طيب، كلام جميل. بعد كده عندنا ايه؟ بعد ميرور عندنا تريم وي اكستند. ولاد العم، خلاص، تريم وايه؟ تريم وي اكستند. طيب، ايه تريم اكستند؟ ان انا لو عندي مجموعة من الخطوط كده بالمنظر ده، وعندي خطوط كده مطولها على الكلام دوت، كلام جميل، رحت جاي قايل له ايه؟ تي ار، اختصار امر ايه؟ تريم. فبيقول لك فين الاوبجكتس، وبيقول لك وانت بتختار الاوبجكت سيلكت الكاتنج ايدج، اختار السكينه بعد اذنك. يعني ايه تريم اصلا؟ معناها استئصال، استئصال الاطراف. يعني ايه برضو؟ مش فاهم. يعني بيقول لك فين السكينه، وما يقول له ادي السكينه، خلصت دي اوبجكتس، يبقى انتر. بعد كده بيقول لك سيلكت الاوبجكتس تو تريم، اضغط على الخط ده ولا هيعبرك ليه؟ هي السكينه ملمس الخط ده اصلا؟ مش لمساه. طيب، اضغط على ده، الطرف اللي اضغط عليه هو اللي هيتشال والتاني يبقى ليه؟ تقول ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه الاكشن اللي حصل؟ السكينه راحت نازله على الخط. طب اقطع دي ولا اخد دي ولا اسيب دي؟ اللي انت المطرح اللي انت ضغطت عليه هو اللي ايه؟ هو اللي اتشال. طيب، رحت ضغط هنا، ها اتشال، ضغطت هنا اتشال، ضغطت هنا اتشال، ضغطت هنا اتشال. كلام جميل. في حاجه تاني في الدنيا دلوقتي ينفع تتشال؟ مفيش. ليه يا عم؟ عشان فكرة القطع، لازم السكينة تنزل على الحاجة تعملها حتتين. المطرح ما انت ضغطت، هي الحتة دي اللي هتتشال. طب لما انا اضغط كده، السكينة نزلت على الخط خليته حتتين؟ لا، يبقى مش هيتقطع. يبقى ايه؟ يبقى مش هيتقطع. مهما تضغط على اي حاجة بعد كده، طالما مفيش حاجة معدية السكينة ولو بهبابة، يبقى ايه؟ مش هيتقطع. مش ايه؟ مش هيتقطع. كلام جميل. طيب، ماشي، فلاش باك. تي ار بيقول لي فين السكاكين؟ يعني ايه هو؟ يعني ينفع اختار اكتر من سكينه؟ طبعا. اقول له ادي يا عم السكينتين بتوعك، انتر. ها، انتر. طيب، اضغط كده، ايه اللي يحصل؟ هتقطع لغايه السكينه رقم واحد، ها، هتقطع لغايه السكينه رقم واحد ولا السكينه رقم اتنين؟ ها، لما نيجي نقول له تي ار، وادي اهو السكينتين، لما اجي اضغط هنا، اما يضغط لغايه، يقطع لغايه واحد ولا الاتنين؟ هيقطع طبعا لغايه اول سكينه تقطعه اهو. طيب، ضغطت تاني، هيتقطع؟ لا، ما يتقطعش. يتقطع ولا تقطعش، ما تلخبطنيش. لا، يتقطع طبعا. ليه؟ لان في سكينه تانية اهي. اي نعم، ده مش معدي، بس دي شغاله، صح ولا غلط؟ يعني دي ما قطعتش، دي ايه؟ دي تفرم، صح ولا غلط؟ اهو. طيب، دوت بقى يتقطع، خلاص ولا معدي ولا واحد ولا اتنين، يبقى مفيش حاجه في الدنيا هتتقطع منه. طيب، ها يا عم، ده يتقطع؟ يتقطع. طب يتقطع ازاي؟ طب ما دي هتقطع ودي تقطع، يبقى اذا ايه اللي هيحصل؟ هيتشال من النص. طب ده يتقطع؟ اكيد لا. ليه؟ لان هو مش معدي حاجه. طب ده يتقطع؟ اكيد لا، لان هو مش معدي ايه؟ مش معدي حاجه. طيب، اقطع كده، اقطع كده، ها يا عم يتقطع؟ يتقطع. اقطع كده، اقطع كده، يتقطع؟ يتقطع. كلام جميل. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا المطرح ما انت بتضغط هو اللي هيتشال، واذا كان بيعدي السكينه يبقى هيتشال، ما بيعديش السكينه يبقى مش هي ايه؟ مش هيتشال. كلام جميل. طيب، جيت رحت انا قايل تي ار،
ماشي يا عم حقك. ها انتر، بيقول لك فين السكينة، رحت قايل له انتر، مش هقول لك مين. عافية اه عافية. طيب ماشي يا سيدي. طيب حاجة اضغط على هنا، ايه اللي يحصل؟ الخط كله يتشال؟ لا. طب هيتشال لغاية اخر خط؟ لا، هيتشال لغاية اول خط. ايه ها، اول خط يقطعه هيعتبره السكينة. يعني ايه برضو مش فاهم؟ ما انت عشان لما انت كنت بتيجي تقول له ترم، ما روحش انا اعمل سيلكت، ما روحش ايه اعمل سيلكت ليه؟ عشان ها، عشان ايه؟ انا لما بقول له الانتر دي معناها سيلكت اول، كل حاجه اتسلكت خلاص، فهو بيعتبر كله بقى سكاكين، كله بقى ايه، سكينه بتقطع في سكينه. فانا دلوقتي لما اجي اضغط كده يتبع معاك قاعده اكس، لو ضغطت كده يبقى الخط ده هو السكينه، لو انا كنت ضغطت هنا يبقى هو الخط ده هو ايه، السكينه. فلما اضغط كده خلاص شكرا قطع. طب اضغط تاني هيتقطع ولا لا؟ اه هيتقطع، ما تقولش لا. ليه؟ لان ما الخط اللي وراه ده هيعتبره سكينه. طب يتقطع؟ اه يتقطع، يتقطع اه يتقطع، يتقطع يتقطع، اقعد عيش حياتك بقى كده. ده يتقطع وقف، ده مفيش ولا سكينه قطعه، يبقى خلاص، يبقى كده ايه ها، ما يتقطعش نهائي، ده كده خلاص اقف ما يتقطعش. طيب ضغطت كده يتقطع؟ اه يتقطع، يتقطع منين لمنين؟ اه اكيد ما بين الخطين دولت، لان اعتبر الخطين دول، الخطين دولت ايه، سكاكين. كلام جميل. طيب اه ده يتقطع؟ اه يتقطع، ده يتقطع؟ اه يتقطع، ده يتقطع؟ اه يتقطع، ده يتقطع؟ لا. طيب ماشي يا سيدي، كلام جميل. يبقى انا دلوقتي انا فهمت ايه الموضوع، ان انا حاجه اقوم قايل له اكس الانتر اتش انتر، خط انتر انتر في انتر، خط وادي الاوفستات بتاعتي بالرقم اللي انت عايزه حسب بقى زي ما اتعلمنا، انتر انتر رقم انتر خلاص. بس احنا دلوقتي هنعمل ايه، حاجات متساويه وخلاص اهو بالمنظر ده خلاص. اجي اعمل ايه بقى عشان اشيل الزيادات؟ اه عندي حاجتين، ان انا اقوم لازم اعمل ريكتانجل، وانا بعمله اعمله بذكاء، ما جيش اعمل لي ريكتانجل كده، تعمل لي شويه هيدرز طولها مترين وواحده طولها 50 وواحده طولها مش عارف ايه. لا الريكتانجل الكاتنج ايدج بتاعك تتعمل بذكاء، تعمل بذكاء ازاي؟ ريكتانجل وماخد اتراك من عند التقاطع واقول له القيمه اللي انا عايزها ولو كان 10، اه واقوم جاي من هنا واخد اتراك وليكن على كام؟ على 10 برضه صح، عشان تبقى المسافه دي قد دي قد دي قد دي قد دي قد دي. كلام جميل. طيب كلام جميل، اقدر دلوقتي اقوم قايل له تي ار انتر، يقول لي فين يا عم السكينه، اقول له ادي السكينه انتر. طيب يلا يا عم، هل اللي انت عايز تقطعه ممكن اختار بواحده واحده كده بالدوده صح، او ان انا اعمل ايه عن طريق كروس ويندو، او عن طريق ان انا اقول له فينس اللي هو بيذكرها لك في البراكت، ان هو يقوم قايل لك ايه اف انتر. اه واقدر اعمل ايه خطوط، الخطوط ديت اللي هتلمسها يعني هيتسلك، يعني هيحصل له ايه، يعني هيحصل له تريم، وبعد كده اقوم دايس اسكيب، بعدين خدت غرضك من مستطيل ترميه عب خلاص تمام. طيب ايه الحل البديل؟ في امر تاني، ايه هو؟ اي اكس تريم، تكتبها اي اكس تريم خلاص انتر. يقول لك فين الكاتنج ايدج بتاعتك، اقول له ادي الكاتنج ايدج، يقول لك عايز تقطع بره ولا جوه، اقول له اقطع بره شكرا، وتقوم شايل الايه المستطيل. يبقى ده حاجة بديلة عن ايه، عن تريم العادي. طيب كلام جميل. طيب تعالى بقى نلعب اللعبة ديت، تي ار انتر فين السكينة انتر عافية اه ماشي. ها يا عم اضغط اضغط، هيقطع هيقطع يقطع صح، ده ايه يقطع، ده يتقطع، ده يتقطع، في سكاكين قطعة اه يا عم فوق وتحت، خلي عينيك واسعة. ها يقطع عادي مفيش مشكلة. طيب ده يتقطع؟ اه ده يتقطع. لا وقف ما تقطعش. ليه يا عم؟ مفيش حاجه معدياه، هيقطع منين، هيجيب منين الراجل صح ولا غلط؟ طيب دوت ها يتقطع من فوق لتحت، طب ده يتقطع؟ اه يتقطع. طيب سؤال، ده يتقطع، هيتقطع منين، من الخط ده للخط ده؟ لا يا عم، طالما دي النقطه دي لمسه السكينه بيعتبر ان دي سكينه، يعني هيتقطع الحته دي بس، ما تقولش هيقطع من فوق لتحت مش هيقف عند الخط اللي في النص ده، لا كان يقف عادي عليه خلاص. طيب تاني اهو، يتقطع اه يتقطع اه يتقطع، لا يتقطع اه من هنا لهنا صح. كلام جميل. طيب ايه يا عم تاني هنا؟ طبعا بيقول لك ايه، انت لما بتيجي تعمل تي ار دبل انتر كروسنج، اللي هي السي كروسنج ويندو اللي انت عشان تعمل بيها كده، يعني هي اصلا بقت باي ديفولت مفتوحه، هي بس متسابه عشان ايه، الاوتوكاد القديم، كان القديم كنت لازم تقعد تجيبها واحده واحده بالدوده، وعشان كنت تعمل اسمه دوت، عشان كنت تعمل كروسنج كنت لازم انت تقول له السي عشان يفتح لك الكروسنج ويندو خلاص. طيب ايه البروجكت دي؟ حاجه في 3 دي، مش مصدقك، تعالى نثبت عيني تمام.
ها يا عم، ادي يا عم اهو، عايزين ايه تمبلت 3D؟ عندي خط اهو وخط تاني اهو بالمنظر دوت في الفراغ. هل هم قاطعين بعض؟ ها شايفهم؟ احنا دلوقتي في عالم الفضاء اهو، ها شايف قاطعين بعض؟ لا مش قاطعين بعض صح. بس كده شكلهم ايه؟ مقطوعين. ده اللي احنا كنا بنقول عليه قبل كده في الاسناب، الاسناب اللي اسمه ايه؟ الابيرنت انترسكشن، نقطة التقاطع الظاهري، اللي هو لما اجي اقف كده ادي دي نقطة التقاطع الظاهري، هي دي نقطة الايه؟ التقاطع الظاهري. تقول لي هي مش فوقيها بالظبط ليه؟ اقول لك عشان حضرتك انت برسبكتيف. طب انا عايز اتقلب بارلل، اقلب بارلل مفيش مشكلة، اهي بقت فوقيهم بالظبط. طب يعني ايه برسبكتيف وبارلل كبير عليك دلوقتي؟ خلاص عديها بس. ماشي يا عم. طيب. كلام جميل. يبقى ايه الحل؟ ايه الموضوع؟ سوري. تي ار دبل انتر. لما اجي اقول له بروجكت ممكن اقول له نان. يعني ايه نان؟ يعني لو مش مقطوعين فعلا في الحقيقة ما يتقطعوش. ما بتقطعش. ما بتقطعش. طيب او ان انا هم قايل له بروجكت هم قايل له يو سي اس. يو سي اس هنا معناها ايه؟ يعني اقطع فوق الخط بالظبط في الزد، يعني شوف فوق الخط فين بالظبط في الزد، يعني يطلع كده واخد الزد كده من الخط ويطلع ويقوم قاطع، واخد بالك؟ فهو لما هاجي اضغط يقطع فوق الخط بالظبط، شايف؟ فوق الخط بالظبط، يعني تحسها اكتر في البرل زي ما هنفهم الكلام ده معناه ايه. بص قطع فوق الخط بالملي، شايف؟ قطعها بالظبط. طيب ليه؟ عشان هو طلع فوق الخط في الزد. طيب كلام جميل. طب لو انا عايز اقول له اقطع على اللي انا شايفه، اقطع على ايه؟ ها؟ على اللي انا شايفه. ماشي؟ عايز اقول له ايه؟ اقطع اللي انا شايفه، وما يقول له تي ار، وما يقول له بروجكت، وما يقول له اقطع على الرؤية على الفيو، اقطع على ايه؟ على الفيو. فلما اجي اضغط كده يقطع على نقطة ايه بقى؟ شاطر لو اقولها، ها؟ يقطع على نقطة الايه؟ الابيرنت انترسكشن. يا عم مش فوق بعض، قلت لك بقى انا ايه؟ قلنا عشان البرر برسبكتيف. خلاص يبقى بيقطع ايه؟ يقطعوا فوق بعض على حسب الايه؟ على حسب الايه؟ الفيو، على حسب الفيو بتاعك. يبقى انا لو جيت تاني كده هيقطع ولا مش هيقطع؟ هيقطع على حسب الفيو. هيجي يقطع تاني ولا مش هيقطع؟ هيقطع على حسب الفيو. خلاص؟ كلام جميل؟ كلام جميل. ماشي. ماشي يا سيدي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه وصدقنا ان الموضوع دوت فين في الـ3D. تعال نكمل رحلتنا. ايه اريز؟ انا جيت اعمل دوت مش عايز يتقطع، وانا عايز اشيل، حبكت معايا عايز اشيله دلوقتي، وما يقول له ار انتر بعد اذنك امسح لي دولت اللي مش عايزين يتشالوا بترم، وابقى لسه فين في امر ترم اهو، ار انتر اشيل واكمل في امر ترم، فاهم؟ يبقى امر اريز ده بيأكسسك على امر ديليت او امر اريز وانت جوه امر ترم، تخلص تلاقي نفسك لسه في الترم. تمام؟ تمام زين والله زين. طيب تعال نشوف ابن عمه واخوه في الرضاعة امر ايه؟ امر اكستند. سوري عايزين بقى دولت ايه؟ عشان اكستند معناها ايه؟ معناها هنطول، فاحنا عايزين الخطوط ايه؟ قصيرة بالمنظر ده. خلاص رحت قايل له اي اكس انتر، يقول لك فين الحيطه؟ قلت له ادي الحيطه يا فندم. خلاص طيب يقول لي يلا سيلكت الاوبجكت عشان تمده. طيب اضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ هيطول صح؟ لا طبعا مش هيطول. ليه؟ عشان ده الطرف مش قدامه حيطه، لانه هنا بيطول طرف، لكن لما اجي اضغط على الطرف ده يطول عادي. ليه؟ لان انا بضغط. طب وانا لازم اقف عند الطرف بالظبط؟ لا اقف على النص الشمال او النص اليمين، يعني مش لازم تبقى عليه قوي، يعني انت كده خلاص نص يمين كده انت النص الشمال، يبقى فاهم ان انت عايز الطرف ده. خلاص ان انت ممكن يكون عندك حطين، فهو هيفهم منين انت عايز يمين وشمال، ولا يمين بس ولا شمال بس، هيفهمها منين؟ صح ولا غلط؟ طيب ابقى مد دوت يتمد، مد ده يتمد، صح اهو، مد ده يتمد، مد ده يتمد. كلام جميل، كلام جميل. طيب عملنا فلاش باك وقلنا اي اكس انتر، قلت له ادي الحطين ينفع؟ ينفع. طب هضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ هيروح لانهي حيطه؟ اكيد هيروح للحيطه اللي في وشه، يخبط في اول حيطه. طب ضغطت تاني يقوم خارم الحيطه دي ورايح للحيطه اللي بعدها. طب اضغط تاني، خلاص ما انت مش محدد له حاجه تانيه. طيب اضغط على ده يقوم رايح لاول حيطه، اضغط عليه تاني يقوم رايح للحيطه اللي بعدها. ها اللي بعدك، ها يا عم اللي بعدك، ها يا عم اللي بعدك. صح؟ كلام جميل، كلام جميل. طيب تعالى نعمل فلاش باك. لو انا جيت بقى قلت له المره دي اي اكس انتر
ورحت قايل له فين، بيقول لي فين الحيطه، قلت له عافيه مش هديك حاجه، كلهم حيطان، كلنا حيطه، نرفع شعار ايه، كلنا حيطه خلاص. طيب نعمل ايه يا عم؟ اضغط هيروح لفين؟ اضغط يروح لفين؟ يبقى اكيد لما هضغط هيروح لاول حاجه يخبط فيها. طب لما اضغط على الخط ده هيخبط في دي ولا في دي؟ لا طبعا، اصحى دي مش عاجباك، حته مايله بس شغاله، يبقى لما اضغط عليها هيروح للايه، الحيطه الاولانيه. طب اضغط عليها تاني، اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، صح ولا غلط؟ يبقى اقدر ايه، اعمل اكستن. طب لما اضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه لان مش قدامها حيطه، صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. يبقى اذا اكستند عرفنا ايه المغزى بتاعها، ان انا بضغط على الطرف يطول للحيطه الايه، للي قصاد. برضه نفس القصه، لو انا برضه رحت قايل له اي اكس دبل انتر، او حتى سواء بحيطه او محدد حيطه او لا، قلت له فينس وعلمت كده، يبقى معناها ان انت عايز ايه، تطول اللي هيلمس الفينس كروسنج برضه عشان تفتح كروسنج وين. خلاص برضه بروجكت برضه في 3 دي، اظن مصدق تاني خلاص. طيب تعالى بقى نشوف ايه الايدج اللي موجوده حتى برضه في تريم، احنا ما قلناهاش في تريم برضه اللي هو الايدج، تعال نشوف ايه الايدج اللي موجوده في تريم، صح؟ تعال نرجع تاني كده، سقطنا حته الايدج دي، تعال نرجع تاني. لو انا عندي خط بالمنظر ده، تي ار دبل انتر، اكيد ده هيتقطع، حتى لو محدد حيطه مش محدد حيطه هيتقطع، مفيش حاجه اصلا لمساه، ده في الهواء، يبقى ايه، مش هيتقطع. طب انا هخلو لك يتقطع ازاي يا عم؟ بايه؟ بايدج اي انتر. هقول له بدل ما تقطع على نو اكستند، لا اقطع على الاكستند. يعني ايه على الاكستند؟ يعني المود بتاعك يبقى على الامتداد، يعني لما هضغط هنا يعتبر ان كل خط قاطع الشاشه كله، كانه امر اكس ال، كانه امر ايه، اكس ال. فلما اضغط كده يقوم قاطع على الامتداد اول خط، اضغط كده يقطع على الامتداد اول خط. ده بقى ده ولا على الامتداد ولا حاجه لمساه ولا حاجه فوقيه ولا تحتيه ولا اي جن الازرق، ده ملوش حل غير ايه، زي ما قلنا ار انتر باي باي ونكمل رحلتنا، صح؟ كلام جميل، كلام جميل. برضو نفس الفكره، لو انا عندي خط اهو وادي دخلت اكستند خلاص، رحت قايل له الايدج، ها يا عم اشتغل على الاكستند، اضغط هو ده قدامه حيطه، لا طب ما هضغط طول ليه، على الامتداد بقى، صح ولا غلط؟ يبقى على الايه، يبقى على الامتداد زي ما انت شايف. طب ده يطول تاني خلاص، مفيش حاجه. طيب ايه الملحوظ على كده؟ ان احنا ما نتلخبطش. يعني ايه ما نتلخبطش؟ يعني ما نرجع بالزمن لورا شويه في حاجه زي كده خلاص، لما نرجع بالزمن في حاجه زي كده، لما اجي اقول له تي ار دبل انتر، لما اجي اقول له تي ار دبل انتر خلاص انا شغال اهو، واجي اقوم قايل له التريم خلاص، اجي اقول له ان الايدج اكستند، اجي اقول له ان الايدج ايه، اكستند. لما اجي اضغط على ده والاقيه بيتقطع نص وما بيتقطعش من فوق لتحت، ما اقولش البرنامج مهنج، لا يا بابا هو خد على ايه، ها، على امتداد الخط اللي جنبه، فما اقولش ان البرنامج مهنج. تاني لو انا قطعت اهو بالمنظر ده كده، لما اجي اقطع دي هياخد على امتداد اول خط قطعه، فانت تبقى تستعملها بايه، بحذر، تبقى فاهم انت بتعمل ايه، تبقى فاهم انت بتعمل ايه، تبقى فاهم ان انت فاتح الاكستند، يعني تبقى واعي لحاجه زي كده. طيب كلام جميل. طيب تعالى نشوف ايه الموضوع دلوقتي، انا رحت جاي قايل ايه، تي ار دبل انتر ايه البراكت فينس كروسنج بروجكت ايدج ريز اندو، صح؟ طيب رحت قايل اي اكس دبل انتر، الاقي ايه اللي اتشال، اريز. ليه؟ لان امر تريم بيشيل الحاجه اللي مش عارف يشيلها، هيشيلها بإريز، لكن اكستند بيشيل، لا ده بيمد، يبقى هيحط لك إريز ليه، يبقى هو ده الايه، الفرق اللي تحطه في دماغك. طيب كلام جميل. دلوقتي انا اهي هخش على تي ار دبل انتر، صح؟ طيب ها يا عم بضغط كده يشيل، اضغط كده يشيل، اهو يشيل يشيل يشيل، صح؟ دي تشال يتشال، صح ولا غلط؟ ها يتشال يتشال، دي تتشال، لا فيعمل ايه، يعمل ايه، يقوم مددها، صح ولا غلط؟ طب دي تتشال، تتشال. طب دي من دي تتشال، ما تتشالش، يقوم مددها. الله، ايه يا عم، في ايه، ما ايه يا عم، اصحى انت، ها اهو، ما هو كده بيعمل تريم، احنا في تريم ولا في اكستند، احنا في اهو قايلين تي ار، تي ار قدام عينك اهو دبل انتر اهو، وبعمل تريم، ايه المشكله، اهو بعمل تريم عادي، وعشان ده ما بيعرفش يعمله تريم بيعمله اكستند اهو، ايه المشكله يعني؟ لا مش عشان كده، اصحى بقى انا بشتغلك، ايه الموضوع يا عم، ان احنا دلوقتي ليه تريم واكستند، بقول لك ولاد عم واخوات، عشان البراكتس بتاعتهم منفذه على بعض والامرين بينفذوا على بعض. فلما انا بخش تي ار دبل انتر، لو انا دلوقتي دوست شيفت بقى بيعمل اكستند، عشان انا دايس دلوقتي على الكيبورد شيفت،
شلت ايدي من على الشيفت رجع بقى ترم. حطيت ايدي على الشيفت بقى ايه؟ ها؟ بقى اكستند. تبقى انت فاهم حاجة زي كده. تبقى انت ايه؟ ها؟ فاهم حاجة زي كده. طيب انا بقى يبقى انا دلوقتي فاهم. اه يبقى انا دلوقتي تي ار دبل انتر. قطعت قطعت. لا عايز ارجع مد تاني شيفت ام مد. بس تاخد بالك من حاجة. ايه هي؟ ان البراكتس منفذة على بعض. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني انا لو جيت قلت في التي ار دبل انتر قلت له في الاتش على الاكستند، لما حاجة اقطع ايه اللي هيحصل؟ بيقطع الامتداد. طب لما اجي امد، يعني لو دخلت حتى اي اكس اهو دبل انتر، لما اجي امد هلاقيه بقى بيمد على الامتداد. طب يعني ايه؟ ما عشان هو اكسسبل على بعض عشان الشيفت. ما هو بيقول لك اور شيفت تو ايه؟ تو تريم. طب لو انا كنت في تريم هيقول لك اور شيفت تو ايه؟ تو اكستند. فاهم؟ يبقى انت ايه؟ واعي للحته دي. يبقى انت لو عامل البروجكت او الايدج ظابطهم على اي حاجه، ظابطها، ظابط البروجكت على اليو سي اس هتلاقي الاكستند على اليو سي اس، ظابط البروجكت في التريم على الفيو هتلاقي الاكستند بقى على الفيو، ظابط الايدج على اكستند في تريم هتلاقيه بقى ايه نفس القصه في الاكستند، ظابطها هنا في اكستند هتلاقي سماعه هنا. طيب كلام جميل. يبقى الاحسن ان انا دايما اخش على ايه؟ على تي ار دبل انتر. ليه يا عم؟ عشان اريز موجوده. لكن لو دخلت على اي اكس دبل انتر ودوست الشيفت اريز مش هتعرف تجيبها. فانت بتستفاد بكبر الايه؟ كبر البراكت بتاع تريم. طيب كلام جميل. تي ار دبل انتر، الخط ده يتشال ولا ما يتشالش؟ ده يتشال ولا ما يتشالش؟ يتشال، صح ولا غلط؟ طيب بضغط هو ما بيتشالش ليه؟ يا عم ولا دايس شيفت ولا دايس حاجه، اوعدك يعني احلف لك ان انا مش دايس حاجه دلوقتي. طيب ما بيتشالش ليه؟ ها؟ اه عشان كان مش شايف السكاكين فما يعرفش يشيل. يعني انا اهو بص اضغط، الله اهو اضغط هيشيل لغايه فين؟ هيشيل لغايه دي. طب اضغط كده ما بيشيلش. طب ازوم ورا سنه يشيل. فايه يبقى دوت بيعتمد على ايه؟ على الزوم بتاعك. فما تقلقش لما تلاقي الموضوع ايه، ما تلاقي الموضوع باظ منك اقدر ايه، تقدر ترجع بالزوم ورا شويه تلاقي ايه الموضوع اشتغل معاك. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه تريم وي اكستند وازاي نستخدمه. فيهم حاجه صعبه؟ ما فهمش حاجه. ايه ما فهمش حاجه صعبه. احنا دلوقتي عرفنا ايه امر اكستند وايه وي تريم. نرجع نكمل الرحله بتاعتنا نشوف ايه الموضوع. في بس حاجه كده نسيناها نقولها في ميرور، انه نرجع نقولها تاني بسرعه. لو انا عندي كتابه اهو بالمنظر ده، رحت جاي كاتب مثلا محمد، عايزها اعمل لها، ما اجي اعمل لها ميرور عادي اعمل لها ميرور زي اي مواطن اهو، الاقيها برضو بتنزل ايه محمد معدوله، ما بتطلعش ليه زي كلمه إيه؟ زي كلمه اسعاف بالمقلوب ولا امبيلانس بالمقلوب. ليه؟ عشان هو فاهم ان انت بتعكس كتابه، فاكيد انت الكتابه مش هتقف عوج نفسك عشان تقراها، فهو منه لنفسه اوتوماتيكلي ظابط نفسه ان هو يعكسها لك طبيعي، ان هي تنزل طبيعيه ما تنزلش مقلوبه زي المرايه. طب ايه الحل؟ عشان افرض انا بقى عايز اعكسها، انا عايز، انا عايز اعكسها اعمل ايه؟ هما قايل له مير تكست ذا سيستم فاريبل، هما قايل له بدل صفر خليها واحد. طب ها لما اجي اعمل ميرور دلوقتي الاقي ايه اللي حصل؟ ها؟ اه لما اجي اعمل ميرور الاقي بقت كلمه ايه؟ كاني شايفها في المرايه بالظبط، كاني شايفها فين؟ في المرايه. لو عايز ارجع اعدلها تاني هما قايل له مير تكست خلاص، هما قايل له ايه؟ زيرو. واجي اقوم لما اجي اعمل ميرور دلوقتي اهو الاقيها بقت ايه؟ بتنزل طبيعي. كلام جميل. كلام جميل. طيب تعالى بعد كده نشوف امر ستريتش، هو من الاوامر الجميله جميله جدا 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 في البرنامج، من اظرف الاوامر اللي ممكن تشوفها في قائمه موديفاي، وهو انا بقدر اسميه حلال العقد. حلال الايه؟ حلال العقد والمشاكل. طيب يا عم ايه موضوع امر ستريتش؟ دلوقتي انا عندي شكل كده بالمنظر زي ده، رحت راسم مثلا اي مستطيل كاي مواطن اهو، رحت جاي ايه راسم مستطيل بالمنظر ده ماشي. طيب ايه اللي حصل؟ رحت انا عادي، انا مواطن عادي عارف والله اوتوكاد، قلت اجرب ايه امر ستريتش ده شفت في القايمه، فرحت دايس ستريتش ماشي، بيقول لي سيلكت الاوبجكتس، خليني ورا سيلكت الاوبجكتس انتر. طيب بيس بوينت، ادي يا عم البيس بوينت. ديسبليسمنت، ادي الديسبليسمنت. ده موف، انت متاكد انت داخل على ستريتش؟ اه والله كنت على ستريتش. طب امال ايه؟ طيب امال عمل كده ليه؟ طب تاني اهو ستريتش اهو خلاص انتر بيس بوينت، الله ده موف. طيب لا اكيد في حاجه غلط. طيب نخش على ستريتش تاني نقرا. اه بيقول لك تو سيلكت الاوبجكتس، عشان تعمل ستريتش ليها لازم يكون يا اما بكروس ويندو يا اما بكروس بلوجن. يعني ايه؟ يا اما بالسي يا اما بالسي بي. طيب يا عم خلاص مفيش مشكله، ادي انا هفتح كروس ويندو اهو، جبت الاوبجكت بالكروس ويندو انتر بيس بوينت، الله ده موف برضه. خلاص يا عم اقفل الكبوت مش لاعب. طيب ايه الحل ولا ايه الموضوع؟ لا الموضوع ان هو بيقول لك ليه بيشرط عليك كروس ويندو ولا ويندو؟
الله، ولا قصدي كروس بوليجون. ليه بيشرط عليك كروس ويندو ولا كروس بوليجون؟ لان هو هنا ليه مغزى من الموضوع دوت. ايه هو المغزى؟ ان انا لما باجي اقول له اس انتر اللي هو اختصار امر ستريتش، خلاص، ولما باجي افتح كروس ويندو هو بيستفيد منها حاجتين. ايه هي الحاجتين؟ هو كده فهم ايه الاوبجكت اللي انت عايز تعمل له ستريتش كعمليه تحديد، كعمليه سيلكت. رقم اتنين، فهم ايه هي النقط المعرفه اللي انت عايز تفكها. لا اهدى كده شويه، ايه كلمه النقط المعرفه اللي انت عايز تفكها؟ تعال نشوف ايه الموضوع ده، تعال كده نشوف ايه الموضوع دلوقتي. الخط دوت ايه النقط المعرفه بتاعته؟ في كام نقطه معرفه؟ ها، في كام نقطه معرفه؟ اتنين. فين يا عم الاتنين؟ واحده في الاول واحده في الاخر. طيب يعني ايه؟ اه يعني انا دلوقتي لما باجي اقول له اس انتر وباجي اعمل كده، هو فهم حاجتين. فهم ان انت عايز الخط ده يحصل له ستريتش، وعايز النقطه دي تتفك. النقطه دي، اه، ما احنا قلنا بقى في نقطه هنا ونقطه تحت هنا، يبقى انا كده معناه انا محوط على النقطه دي بس، يبقى النقطه دي بس هي اللي انا عايزها تتفك، التانيه لا. طب يعني ايه؟ يعني النقطه دي بقت حضرتك دلوقتي بقت حره في الحركه، ودي متمسمره، دي متمسمره لسه، دي ايه؟ متمسمره. طيب كلام جميل. اه يبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ اه، ما انا دلوقتي كاني ماسك دي متمسمره ودي مفكوكه في ايدي دلوقتي، فلما اجي اضغط البيس بوينت الاقي ايه اللي بيحصل؟ دي بتتحرك والتانيه ثابته هناك. ليه؟ عشان انا كاني ماسك حاجه من طرف والتانيه بشد من الطرف التاني، فبيحصل لها ايه؟ استريتش. طب الاول ليه هندسه ما كانش بيحصل استريتش؟ اقول لك ليه كانش هيحصل استريتش. ليه؟ عشان لما انت كنت بتعمل استريتش وبتيجي تعمل كده، انت كنت بتفك النقطتين مع بعض، كنت بتفك الايه؟ النقطتين مع بعض. فايه اللي بيحصل؟ النقطه دي مفكوكه والنقطه دي مفكوكه، فالاتنين بيتحركوا مع بعض، فبقى الخط كانه بيحصل له موف. خط كانه بيحصل له ايه؟ موف. كلام جميل، ماشي، بدات القط. بس ادينا حته كمان كده، ماشي يا عم. ادي ده 5 في 5، وجيت قلت لك انا عايزه يبقى 10 في 5، هتعمل ايه؟ اه، يبقى ما قال الاستريتش وما قال ادي الكروس ويندو من هنا كده بالمنظر ده. كلام جميل. اه، انا هنا كده فتحت على كام نقطه؟ كده انا فتحت على كام نقطه؟ طيب فاحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقوم جايين استريتش، صح؟ اه، لما انا اجي افتح كده، كده انا فتحت على كام نقطه؟ اه، يبقى انا كده فتحت على، ها، نقطتين. لا غلط، 4 نقط. ايه هما الـ4 نقط؟ الـ4 نقط كالاتي: انا مش عندي خط اللي هو ده في كام نقطه، ادي نقطه وادي نقطه، صح ولا غلط؟ طيب والخط ده، ادي نقطه وادي نقطه. طيب الخط دوت في كام نقطه، ادي نقطه وادي نقطه. يبقى انا لما جيت فتحت كروس ويندو كده فتحت على كام نقطه؟ على 4 نقط. اي نعم، هما النقطتين فوق بعض راح عاملين ايه؟ عاملين كورنر. عاملين ايه؟ عاملين كورنر. بس انت تبقى فاهم ان هما نقطتين مش نقطه. طيب كلام جميل. لما انا جيت قلت له ستريتش وجيت فتحت كده، الفتحه دي معناها ايه؟ ان انا هاخد نقطتين الخط فهيحصل له موف. طب ونقطه من الخط اللي فوق ونقطه من الخط اللي تحت معناها ايه؟ معناها ان هيحصل له ستريتش. طيب كلام جميل. انتر، ها، اخد البيس بوينت فين؟ خدها في اي حته ما تفرقش. ليه؟ لان انت هنا جاست ان انت عايز تطول وخلاص كقيمه، فما جاي مديله نقطه وواقف كده ومايل له 5. طب يا عم تعالى نقيس كده عشان اصدق، ها، مش واثق فيك. ماشي يا عم، ادي 10 وادي كام؟ 5 زي ما هي، صح ولا غلط؟ طيب لكن لما اجي انا اعمل ستريتش، هنا بقى البيس بوينت ليها مغزى بقى. لكن لما اجي اعمل ستريتش واجي اعمل كده ومايل له ستريتش، لازم اخد البيس بوينت من هنا عشان اعرف اروح راح حاططها هنا. لكن لو انا رحت جاي عامل كده ستريتش واخد البيس بوينت من هنا، اروح هنا اعمل ايه؟ ولا اجي ازاي؟ ولا اجيبها منين؟ هجيبها بالويم؟ طبعا لا. يبقى اذا لما باجي ادخل حاجه بس تحريك يمين او شمال، البيس بوينت ما بتفرقش، خدها من اي حته. لكن لما تبقى عايز تنسب حاجه من حاجه، عايز تعمل محاذاه، مش عارف كذا، اه، البيس بوينت هنا بقى بتفرق. عايز تسنتر حاجه على حاجه هنا، البيس بوينت بقى ايه؟ بتفرق. اول حاجه تكبر في مكانها، تلف في مكانها، مش عارف ايه، تعمل كده، البيس بوينت تفرق. طيب كلام جميل. انا جيت قلت له اس، مش اس سي، اس سي اللي هي سكيل، اس ستريتش. طيب رحت جاي عامل كده، اه، انا عايز امد ده الشكل ده لغايه محاذاه الخط، اه كده، وعمك الاوتراك، تقوم نازل عادي. كلام جميل زي الفل. طيب ايه يا عم الفكره؟ اه، ما انا لو عندي قاعده مثلا فيها شويه سيخ حديد كتير كده بالمنظر ده اهو، وساعتك لو قلت لك طول القعده دي شويه، هتقعد بقى تمسح المستطيل وترسم الخطوط من تالي، لا، اهو ستريتش تقوم شادد، اهو ستريتش تقوم شادد. طيب مشكله الباب اللي احنا لسه حلينا طلع لنا فيها مشكله تانية. ايه يا عم؟ فاكر الباب اللي احنا لسه عاملينه؟ اه، طب تعالى نفكرك اهو.
قلنا هنعمل له ايه ده؟ معلمين عليه اونلاين، ادي النقطة دي هاتها هنا، النقطة دي هاتها هنا، اي يا عم كونتينيو يس. طب طلع مشكلة، ايه يا عم ده الباب عايز يجي سنة شمال، ما اقعدش بقى اعمل موف وترم واكستند ومش عارف ايه والكلام التعبان ده، لا ومعلم كده كده. طالما انت علمت على الجسم ككل يبقى هيحصل له ايه وانت مغمض؟ موف. طالما الحاجة اتعلمت ككل موف. طب ايه اللي ما اتعلمش ككل؟ الخطين اليمين والشمال، انت فكيت نقطة هنا وفكيت ايه نقطة هنا، يبقى ايه النتيجة دلوقتي لما هاجي اعمل استريتش؟ اه اجيب الباب كده يجي معايا، اجي كده اقول له استريتش يجي الباب كده يجي معايا. ايه السحر ده يا عم؟ ايوه يا عم انت فاكر ايه اهو بالمنظر ده. كلام جميل، كلام جميل، طيب كلام جميل. طيب تعالى بقى ايه نفهم برضو مثال تاني. ايه المثال التاني؟ لو انا عندي مالتي لاين كده بالمنظر ده اهو، مثال مثلا عندي عمود اهو، وجيت عملت ايه ادي ريكتانجل اهو، وادي تعالى ناخد الكلام دوت ميرور الناحية التانية، جيت قلت لك عندك اكس هنا، جيت قلت لك انا عندي ايه اكس هنا وفي اكس هنا كمان، قلت لك ده العمود ده نزل مكانه غلط. يعني ايه نزل مكانه غلط؟ انت حطيته ايه غلط هنا، المفروض كان ينزل على الاكس اللي تحت مش اللي فوق. طيب هتحل المشكله دي ازاي؟ لو انت ما كنتش تعرف تستريتش اخرك هتقول موف، تبقى مش عارف هتمسكه منين، لو انت عفريت شويه هتقول انا همسك من التقاطع من هنا واجيبه هنا، وبعدين بقى لسه صعب بقى اشيل الزيادات ديت واقعد امد هنا وبتاع والكلام التعبان ده كله. لا لو انا فاهم هو عامل استريتش وفتح كده كده ايه اللي هيحصل؟ اه اللي هيحصل ان انا هفك الاربع نقط بتوع المستطيل فيحصل له موف، والنقطتين بتوع الخطين اللي تحت هيحصل لهم، قصدي اللي فوق هيحصل لهم استريتش، واللي تحت هيحصل لهم استريتش. ازاي يا عم؟ اهو ادي البيس بوينت هنا، شايف بص المنظر، شايف مين اللي بتشد؟ اللي فوق واللي تحت، اما الريكتانجل موف زي ما هو ومحطه هنا. شكرا حلينا المشكله، شكرا حلينا المشكله. طيب كلام جميل. لو انت فهمتني بقى رد على السؤال ده، ايه يا عم لو انا عندي 3 خطوط بالمنظر ده، خلاص عندي 3 ايه 3 خطوط بالمنظر ده، هنشوف ايه اللي انا بعمله ده برضو متقلقش. طيب وجيت قلت لك انا عايز الخط اللي فوق واللي تحت يطولوا، تعمل ايه؟ اه واحد يقول لك ايه ده انا هعمل استريتش واجي اعمل كده وعلى الشيفت اشيل ده، لا انا مش عايز كده برضو، انا عايزك تجيبهم مره واحده على طول. طيب يعني ايه برضو مش فاهم؟ اه ما انا لما اجي اعمل استريتش واجي افتح كده انا اي نعم هعلم على الخط بس ما فكتش منه ولا نقطه، فلما حاجه شد مش هتعتع من مكانه، مش هي ايه مش هيتعتع من مكانه بقى تاني. لو انا جيت عملت استريتش وعلمت كده مفيش حاجه هتتحرك حضرتك، مفيش حاجه هتتحرك. يبقى لما اجي انا دلوقتي اعمل استريتش واجي اعمل كده، اه يبقى الاستريتش بتاعي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ها اه يبقى فعلا الخطوط ديت هي اللي هتتمد. طيب لو هي كانت طولها بالظبط كده اعمل ايه؟ ممكن اعمل حاجتين، معلومتين تبقى عارفهم حاططهم في دماغك، ايه هما؟ ممكن اعمل استريتش متجزأ، يعني ايه؟ يعني اخد دي كده لوحدها واخد دي كده لوحدها، ينفع؟ اه ينفع. طب ايه اللي ما ينفعش لما اخد الحاجه لوحدها؟ لما تيجي تعلم على نفس الاوبجكت تاني، انت ليك تعليمه على كل على كل ايه على كل اوبجكت. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت استريتش خدت الكورنر ده وبعد كده اعمل عبيط واقوم رايح اخد الكورنر ده عشان نسيت اعلم عليهم ولا الاثنين، مش هيشد غير واحد بس. لكن لو عندي مستطيلين عادي، استريتش للكورنر ده واستريتش لده للضلع ده، فلاقي دولت مع دي بيتشدوا عادي مفيش مشكله. يبقى انا دلوقتي خلاص الكلام ده اتحل يمكن في 2005، مش محتاج اللي هي المالتي ستريتش الموجوده في اكسبريس، خلاص اتحلت. طب ايه برضو مش فاهم؟ ايوه خلاص يعني انت دلوقتي اهو لما تيجي تعلم ليك تعليمه مره واحده هتفك في اول ضغطه ليك للكروس ويندو، خلاص علمت تاني يبقى ملهاش معنى، علمت تاني يبقى ملهاش ايه ملهاش معنى. طب حاجه زي كده عايز نعملها بحته فزلكه كده، تعالى نتفزلك، نقول اس انتر، ايه يا عم سي بي، اه اقوم واخد نقطه كده نقطه كده جاي كده، مدلع نفسك بقى اهو جاي كده، شكرا استرتش. ايه ده السي بي ده؟ اصحى لسه قايلها لك في الاول، خلاص. طيب كلام جميل، كلام جميل. طيب يبقى اذا احنا عرفنا استرتش دلوقتي فايدته ايه. طيب هو استرتش بيفك النقط المعرفه صح، كلام جميل. طيب تعالى نفتح موضوع اسمه موضوع الجريبس، موضوع الايه موضوع الجريبس. ايه موضوع الجريبس دوت؟ انا لو عندي خط كده وعندي ريكتانجل وعندي سيركل وعندي اليبس بالمنظر ده وعندي ارك وعندي سيركل، ولا احنا رسمنا سيركل اس بي لاين مثلا،
whatever كل الاوبجكتس اللي انت ممكن ترسمها بوليجون. خلاص، ايه اللي بيحصل لما بعلم على اي حاجه منهم؟ بلاحظ المربعات الزرقاء. بلاحظ ليه المربعات الزرقاء دي؟ المربعات الزرقاء دي هي اللي اسمها الجريبس، يعني بالعربي المقابض. بالعربي معناها ايه؟ المقابض. خلاص، طيب ايه الموضوع؟ انا لما بعلم على الخط من غير اي امر، من غير اي امر، لما باجي اعلم على الخط يطلع لي الجريبس دي. ما بتطلعش الا لما تكونش مش على امر وتعلم كده على الفاضي. طب ايه اللي هيحصل؟ الجريبه دي على نقطه معرفه ولا لا؟ اكيد اه. طب دي على نقطه معرفه ولا لا؟ اكيد اه. طب دي على نقطه معرفه؟ لا. طب يعني ايه؟ يعني زي ما هنشوف، لما هاجي اضغط كده على الجريبه دي الاقي اللي بيحصل ايه؟ ده الخط اتحرك معايا وبقى ستريتش. اه، ما هي انت كده انت بتحرك النقطه المعرفه، فانت بتحرك اللي بتعمله عمليه ستريتش. طب ديت اكيد برضو هتعمل ستريتش. طب دي نقطه معرفه؟ لا. يبقى هتعمل ايه؟ موف. يبقى هتعمل ايه؟ موف. كلام جميل، كلام جميل. طب دلوقتي ايه فايده ان انا جريبس؟ يعني انا مش واخد بالي برضو، انا عايز اطول الخط. يعني ايه اطوله؟ عايز اطوله 10 مثلا 20. طب يعني ازاي؟ اسحب يا عم وقف كده. طب انا هجيب منين على استقامته؟ اه، ما انا لازم انور ايه بقى يا حاج؟ ها، الاكستنشن. لازم انور الايه؟ الاكستنشن. لو الاكستنشن مقفول مش هتحصل معاك الحركه دي. طيب لو انا واقف على شعر البولر او مثلا سوري تراك، عادي، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله، هتيجي معاك عادي اهو. حتى لو انت قافل الاكستنشن ممكن تاخد منها ايه؟ بولر. لكن لو انت على زاويه غريبه، لو انت على زاويه كده غريبه، تمده على استقامته ازاي؟ اه، بان انا اقف على شعره الاكستنشن. طب يعني ايه شعره اكستنشن؟ ويعني ايه بولر؟ ويعني ايه وتراك؟ روح بص على الفيديو بتاع الايه؟ بتاع الدروينج ايه. خلاص، طيب كلام جميل، ماشي، فهمنا الحته دي. طب يبقى اذا انا قدرت اعمل ستريتش اهو. طب في سؤال، في سؤال ايه يا عم؟ طب انا فايده امر ستريتش ايه؟ ما انا بعمل ستريتش اهو. هقول لك فايدتها ايه دلوقتي. طب انا عندي المستطيل ده، ينفع اعمله ستريتش؟ اه، ينفع اعمله ستريتش. ينفع اعمله ستريتش؟ اه، ينفع اعمله ستريتش. ادي ستريتش، ادي ستريتش. طب الخط دوت ينفع اسحب من هنا، او مثلا المستطيل ده ينفع اسحب من هنا بس ابقى ماسك من نقطه تانية؟ اه، عادي جدا. قول له بي انتر. ايه ده، هو البراكت ده طلع منين؟ اول ما سحبتك سحبت الجريب، البراكت ده طلع. وما يقول له بي انتر، يقول لك فين البيس بوينت؟ قول له يا عم البيس بوينت بتاعتي هنا، واسحب يا عم عادي براحتك. الله، طب ماشي. طيب ايه يا عم؟ ادي ستريتش. هما قايل له كوبي. الله، ده ايه كوبي ده؟ يعني انت بتاخد استريتشات كوبي. ده دي مش موجوده في امر ستريتش. ايوه يا عم انا عارف، ايه المشكله؟ انا عايز ايه؟ عايزك تبقى واعي وفاهم انت بتعمل ايه. طيب ماشي، طب ما انا برضو مش فاهم، يبقى ايه لازمه استريتش؟ اه، ما انا هقول لك ايه هي الحاله الوحيده. تعالى بس نكمل كده نشوف الجريبس تاثيرها ايه. دي طبعا هتلعب في الفيرتكس، يعني هتلعب في الايه؟ في الريفايننج بتاع الايه؟ الريفايننج بتاع الايه؟ بتاع الاس بي لاين، صح ولا غلط؟ كلام جميل؟ طيب الدايره دي نقطه معرفه؟ لا، مش نقطه معرفه، لان هو كله اصلا ايه؟ شويه نقط. يبقى لما انا اجي اسحب كده هيزود الريديوس. طب ديت اكيد برضه هتعمل موف. طب الارك اكيد دي هتعمل استريتشات، ديت هتعمل استريتشات، دي هتعمل استريتشات، يعني هتشوه. استريتش يعني تشويه. الجيومتري الار او اللينس او الريديوس او السنتر يتغير. طب ايه الاسهم الجديده اللي في الارك دي؟ دي بيزود لك الارك على نفس التراك، على نفس الايه؟ على نفس الار، على نفس السنتر. دي تزود على نفس الار، على نفس السنتر. طب ديت تكبر الار على نفس السنتر. دي اللي فوق دي تكبر الار على نفس السنتر. طب في الاليبس اكيد طبعا هيلعب في الار الاولاني وهيلعب في الار الثاني، ودي اكيد هتعمل موف. طب دوت اكيد هيعمل ستريتش زي المستطيل. كلام جميل. طب ايه المغزى بقى يا باشا؟ ها، اه، ما انا لو عندي ريكتانجل كده وفي شويه الخطوط اللي احنا قلنا عليهم بتاعت شيخ حديد مثلا ولا اي حاجه، خلاص عندي حاجه بالمنظر ده كده. تخيل، يعني تعال نكبر معلش المسافه، نقول له اوفست شو احسن، اظرف. تخيل لو انت عندك شويه خطوط كده بالمنظر ده، وجيت قلت لك بعد اذنك طول لي القعده دي بالسياخ، هتعمل ايه؟ اه، هعلم. طب وبعدين؟ ما انت اخرك هتشد نقطة. لا اصبر، انا عارف معلومة. ايه يا عم؟ بالشيفت اشد كذا نقطة. ازاي؟ اه، ادوس شيفت وانا بختار النقط، تقوم تتقلب لون احمر كده. تتقلب ايه؟ لونها احمر كده زي ما انت شايف. وبعد كده اقوم شايل ايدي، وشايل ايدي من على الماوس، شايل الشيفت، واقوم مختار النقطة بكليكة واستريتش، هيحصل لهم استريتش. طب انا دماغي دلوقتي هتتجنن. امر استريتش نفسه فايدته ايه؟
يا استاذ العزيز، اولا مبدئيا وانت كنت بتعمل كده خلاص الحركه دي ماشي، ان انت وانت كنت على الشيفت كده بتعمل كده، انت كنت بتعمل ايه؟ بص انت اول ما شديت عمل ايه؟ بيقول لك انت في امر كوماند ستريتش، وانت كده اكسست على الاستريتش. طب هتقول لي برضو ايه فايده استريتش؟ فايدتها الحقيقيه في حاجه واحده، السرعه. اهو كروس ويندو اس انتر انطلق. لكن اعرف اعمل اللي اعمله بالجريبس؟ اه تعرف. لكن فايده استريتش ايه؟ ان انا اخش امر استريتش نفسه واقول اس انتر. اه السرعه، السرعه فاهم. يبقى اذا انا بخش على استريتش عشان السرعه، لكن اقدر اعمل كل حاجه عن طريق الجريبات، اقدر اعمل كل حاجه عن طريق الجريبات. يعني طب هي موضوع العمود ده ينفع اعمله بالجريبات؟ ينفع؟ تعال نشوف ينفع ولا ما ينفعش. اه ادي العمود بتاعنا اهو خلاص، تعالى كده نعلم. طب اهو بالشيفت علمت، شيفت شيفت شيفت. اه طب ما انا حاجه امسك كده، طب ما انا عايز البيز بوينت، ما احنا قلنا بقى اقول بيز بي انتر وخد البيز من هنا وهو هتشد وتنزل. بس انت خدت بالك انت عملت ايه؟ قعدت كليكات وشيفت وبتاع وبي انتر عشان تاخد بيز ومش عارف. لا اهو اس انتر امسك من هنا، شكرا خلصت. يبقى امر ستريتش ان انت بقيت اكسس على الامر نفسه، انت في الحالتين بتخش على ستريتش، سواء كنت بتشد بين جريب او داخل على امر ستريتش، في الحالتين انت في امر ستريتش. بس فايدة ان انت تاكسس عليه من البداية، وان انت تفتح كروس ويندو وتاكسس عليه من البداية، الفايدة السرعة. الفايدة ايه؟ السرعة زي ما انت شايف، وان انت تختار البيس بوينت على طول. لكن طبعا الجريبس بيتميز بايه؟ بموضوع الكوبي ستريتش، اللي هو ستريتش كوبي، زي مثلا روتيت كوبي وسكيل كوبي. في ستريتش كوبي دي ما تعرفش تجيبها الا لما تيجي تشد منين؟ من اي جريب خلاص. طب انت فاهم ايه؟ فاهم حاجة زي كده. طب الريفرنس عندنا ايه؟ سكيل ريفرنس، روتيت ريفرنس. في سكيل ريفرنس؟ لا مفيش الكلام ده. طيب كلام جميل، يبقى احنا كده عرفنا ايه امر استرتش. يبقى انا دلوقتي هو عندي مثلا قطين وكانت القطين متناصفين، لا عايز ازود متر هنا وانقص متر هنا، خلاص استرتش اهو وادي القيمه 100 خلاص فاهم. طب انا كنت راسم يا باشمهندس على اكسين كده، وانا كنت لسه راسم شكل ايه عبالي عندك كده، شكل ايه؟ شكل ميكانيكا، وكنت عامل اكسين كده منور الدنيا ومظبط، واخد بالك مظبط الدنيا. معلش ساعات بيعلم على على الاكستنشن، فعشان كده ما بيجيبش الايه الشعره بتاعت التراك. طيب ورحت انا جاي مثلا راسم سيركل كده، وكنت قايل له على مسافه كام؟ على مسافه مثلا مش عارف 50 خلاص، ورحت جاي عامل الدايره كده، وبعدين اكتشفت ان هي على 100 مش على 50. عادي يا باشا اهو استريتش انزل كده 50 خلاص، اتحركت 50. طب يا باشمهندس ده كان في ممسات، انا فاكر ان كان في ممسات، يعني انا كان عندي حاجه كده بالمنظر ده خلاص، وكان عندي ايه شيفت كليك يمين تانجنت زي ما اتعلمنا اهو، شيفت كليك يمين تانجنت تاني اهو، وادي يا عم الايه ادي الميرور اهي، وادي اهو بالمنظر ده، واكتشفت ان هي المفروض كمان تنزل 50 كمان. هقول لك ولا يهمك، اهو ادي الاستريتش وانزل تحت قوم قايل له 50. فليكسبيليتي في ان انت تاديت الحاجه لما تغلط، في فليكسبيليتي في الموضوع. طب هل هنا المماس صح؟ لا. ليه؟ لان المماس بيتغير على حسب وضعيه الدوائر من بعض. يبقى لازم، اضطر اسفا ما انساش المعلومه دي، اضطر اسفا ان انا لو في عندي خطوط مماسيه لازم، او اقواس مماس زي ما هنشوف، لازم تتمسح ولازم تتعمل تاني. طب ما فيش حل؟ لا اسف لسه مش اخترعوه، او انا ما اعرفش، الله اعلم. خلاص يبقى ايه؟ ها يبقى لما اجي اعمل ستريتش لازم ارجع اعمل المماس تاني، بلاش حل غير كده خلاص. فهمنا الحته ديت؟ وصلت؟ كلام جميل. يبقى في الاسترتش اي حاجه تتحرك بدون اي مشكله. ايه اللي دايما بيحصل في المشكله؟ لما يكون عندك خطوط مماس، هي إيه دي المشكله اللي الدنيا بتبوظ فيها. ليه؟ لان هو بيبقى النقطه ما مش بتتحرك لوحدها، بتنقل المماسيه لوحدها، فاهم الحته ديت؟ فانت بتضطر ان انت تعيدها ايه، تعيدها تاني. كلام جميل. يبقى اذا كل ان انت تعمل استرتشات لاي حاجه ما بيحصلش مشكله، ما عدا لما يكون الموضوع فيه مماسيه بس كده، عشان هو مش بينقل لوحده حتة الممثلة. كلام جميل، كلام جميل. طيب عرفنا امر ستريتش وعرفنا يعني ايه الجريبس. كلام جميل، تعالى نشوف بعض الاوامر البسيطة وننهي الفيديو بتاعنا النهاردة بتشيمفر وفيلت دلوقتي والري. دلوقتي عندي امر اسمه لينسن، قمة الهيافة اللي في الدنيا، خط مثلا طوله 10 اهو، دبل كليك على السكرول اعمل زوم اكستنت، واقوم قايل ايه لين اختصار الامر،
واجي يقول لي عايز دلتا ولا برسنت ولا توتال ولا دايناميك عمليه، يقول له دلتا، يقول لك نسبه الدلتا دي، اقول له 2 مثلا، اضغط على الطرف ده يزيد 2، اضغط على الطرف ده يزيد 2، يعني ايه استريتش على الاستقامه، استريتش على ايه، على استقامه بقيمه معينه، تضغط ها يطول 2. طيب كلام جميل، كلام جميل. خرجت تاني ودخلت الامر، المره دي قلت له برسنت، عندي الخط 10 عايز اخليه 12، اقول له النسبه كام؟ ما تقولش 0.2، ما تقولش 20. اخوك الصغير لما جاب 12 من 10 يعني جاب كام في المية؟ 120%، ولما يجيب من 8 من 10 يعني جاب 80%، فانا لازم اقول له كام؟ 120%. اضغط كده يضغط من مطرح الطرف اللي انت ضغطت عليه هيزيد، ويبقى الخط طوله 12. كلام جميل. لو انا طبعا استظرفت عليه وقلت له برسنت 100% مش هيعبرك، مش هيعمل حاجه. طيب كلام جميل. الحاجه اللي ممكن يعني سامها وتستخدمها شويه، ان انت لو عندك خطوط متبعزقه كتير كده ممكن تقوم قايل له لين توتال 10، يبقى كل خط تضغط عليه تحول طوله الى 10، كل خط تضغط عليه تحول طوله سواء يطول او يقصر، بحيث ان هو يكون كلهم في الاخر اطولهم 10. يعني لو جينا قسنا دلوقتي الكلام دوت هتلاقي كله كام؟ عشرات. كله كام دلوقتي تحول الى كام؟ الى عشرات. تمام. اخر حاجه اللي ملهاش اي ريحه اللازمه اللي في الدنيا هو ستريتش دايناميك، اللي هو لين، وتيجي تقوم قايل له دي واي. طب اشمعنى دي واي؟ عشان عندي دي ودي، فلازم يفصل بايه؟ بالحرف الثاني دي واي. فادغى يقول لك فين الطرف ده، اقول له ده، يقول لك عايز تحطه فين، هنا ولا هنا ولا هنا. طبعا ستريتش على الايه، على الاكستنشن، ملوش اي معنى، ملوش اي لازمه. ده كان بالنسبه لامر ايه، كان بالنسبه لامر لينسن. كلام جميل، كلام جميل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء اللي في النص دوت كله. تعال نشوف بريك وبريك ات بوينت وجوين وديفايد وميجر، ونشوف شوية الاوامر ديت وازاي نقدر نستغلهم استغلال كويس. طيب دلوقتي دلوقتي لو انا عندي خط كده بالمنظر ده ورحت جاي قايل بريك ات بوينت، طب هي مش موجوده ليه في موديفاي؟ ما اعرفش والله. طب عايز تضيفها؟ او ممكن تعرف تضيفها من كاستمايزيشن. طب مش دي قصتنا، طب اجيبها منين؟ اضغط من هنا خلاص. طيب ادي بريك ات بوينت، تيجي تضغط كده يقول لك اديني النقطه اللي اقطع عندها. طب انا هقول له نيرست، اقول له من هنا. الله، ده عمل تريم. طب ليه؟ عشان هو اسم الامر ايه، بريك ات بوينت، يعني لازم يحس بنقطه، يا اما نقطه يعني لازم تكون نقطه معرفه كمان مش نقطه عاديه. يعني زي ايه يعني؟ يعني زي امر بوينت اهو، لو انا حطيت له شويه نقط كده لازم يحس بالنقطه دي. طيب لو انا جيت قلت له مثلا ادي ريكتانجل اهو، لما حاجه اضغط على الكورنر ده هو عارف، حاسس ان دي نقطه، نقطه معرفه هيحس بيها. فلما اجي اقول له بريك ات بوينت اقول له ادي الاوبجكت اهو، ما اقولش انتر. ليه ما اقولش انتر؟ عشان ها، عشان ايه؟ عشان ده سعادتك خلاص، اوبجكت يتيم واحد بس. طيب لما اجي اضغط عند النقطه دي الاقي فعلا الخط بقى اتقسم الى خطين. يعني ايه برضو مش ملاحظ؟ يعني ده تقدر تعمله موف لوحده. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت له بريك ات بوينت ورحت قايل له ادي الاوبجكت اهو وادي النقطه اهي، هتقطع على امتدادها. طب لو الخط مالي هندسه عادي، ايه المشكله؟ اهو ادي النقطه اهي، اكيد هيقطع على الايه، ها على العمودي اهو، قطع العمودي ولا لا؟ كلام جميل. اقدر اخد ده دلوقتي ايه، اموفه لوحده. طيب كلام جميل. يبقى اذا ما ينفعش استخدم نيرست وانا باجي اقول له اقطع هنا في النص هنا كده، ما ينفعش، لازم اضغط على نقطه معرفه، نقطه معرفه. وفهمنا يعني ايه كلمه نقطه معرفه، احنا بنشرح ايه استريتش. طيب كلام جميل. جيت انا سالتك سؤال محرج جدا، ايه يا عم انا خط ده ما اعرفش طوله كام، بس انا احنا انا كاتب 10 بس احنا اعتبر مجازا ان احنا ايه مش عارفين طوله كام، وجيت قلت لك شيل ربعه، او مش شيل ربعه اسف، يعني اقطع الخط ربع وثلاث ارباع، عايزه يبقى ربع وايه وثلاث ارباع خلاص. طيب تعمل ايه؟ طب انا مش عارف طول الخط كام، هجيب ربعه منين؟ انا لو عارف هو كام كنت اقدر اجيب امر بوينت مثلا وبالاوتراك كده في اللذيذ، واقوم قايل له 2.5 خلاص، واقدر اقوم قايل له بريك ات بوينت اهو، ويقول لي فين نقطه القطع، اقول له هي دي خلاص، بقى ربع وثلاث ارباع، بقى ربع وايه وثلاث ارباع. شكرا، جزاك الله خير، اندو. كلام جميل. طيب لو افرض بقى انا مش عارف طوله اعمل ايه؟ لازم هنا الجا لامر من اوامر درو، اللي هو ايه ديفايد، اللي هو اختصاره ايه بقى، اختصاره دي اي في ديف. طيب فبيقول لك ايه الاوبجكت اللي انت عايز تقطعه، اقول له ده، قصدي تقسمه، اقول له ده. يقول لك عايز تقسمه كام حته، اقول له 4 حتت. كلام جميل، ماشي. اجي اعلم على الخط كده، اجي اعلم على الخط كده اللي بيتعلم لوحده. الله،
مفهوش حاجه يعني. اجي اعلم كده الاقي في جريبس جديده ظهرت، ايه الموضوع ده؟ اه اصل الراجل يا عيني عشان هو برنامج فيكتور جرافيك، فيعني قدامه نقطتين بس، مش شايف غير نقطتين، فبتحايل على ضعفه ان هو مش عارف يقسم الخط بان هو يحط لك نقط تحت الخط. نقط ايه؟ نقط تحت الخط. طيب كلام جميل، طب استفدت انا ايه بالنقط؟ ما هو مقسمهم لك اربع حتت، اربع مسافات، ما اربع مسافات يبقى هيحط لك كام نقطه؟ بص على صوابعك كده، ما بين صوابعك يبقى هيحط لك كام نقطه؟ ثلاث نقط. طيب كلام جميل. فبقى ما قال له بريك اهو، يقول لك فين الربع؟ قام واقف على النقطه ديت، فبقى ربع وثلاث ارباع. طب عايز خمس واربع تخماس، عايز سدس وخمس تسداس، زي ما انت عايز. تقوم قايل له ايه؟ ست ايه؟ ست مسافات. طيب كلام جميل، عايز امسح النقط اعلم عليها كده بالويندو ديليت، شكرا خلاص اتمسح. طب عايز بقى احرك الخط ده اهو، بقى ده اتنين ونص وده سبعة ونص، انتهت خلاص. طيب كلام جميل. ديفايد فايدته كده بس؟ لا، هو ليه فوائد كتيرة قوي، ليه فوائد كتيرة جدا 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 جدا. طيب ايه بقى من اهم الفوائد بتاعته؟ اولا فادنا في امر بريك ات بوينت، وهيفيدنا في امر بريك، ويفيدك في ايه تاني؟ يفيدك في موضوع مهم جدا. ايه يا عم؟ انا مثلا سي جيت رحت عامل شكل اللي هو إليبس مثلا. بص بقى الحته دي، ركز معايا في الحته دي. لو انا دلوقتي عندي لاين اهو، وعايز اعمل شكل الارض، تهشيره لشكل الارض، فلو انا عايز اعملها مانوال هعملها ازاي؟ لو كنت هعمل خط كده طويل وخط كده اصمم جنبها كده صح، واقوم واخد دولت كده واقوم قايل له موف اهو، حطها هنا، وبكل جراءه وبكل بساطه اقوم قايل له ايه؟ بعد اذنك اري، واقوم قايل له مثلا انا عايز 20 كولوم، قصدي سوري، عايز 20 كولوم، عايز مش عارف ايه، وعايز رو واحد، واجي اقول له المسافه بين كولوم وكولوم حته قد كده مثلا، حته قد كده، اقوم قايل له اوكي. الراجل زي الفل هيقوم مهشرها. طيب السؤال المحرج، ايه يا عم؟ افرض انت عايز تهشر حاجه على شكل اليبس بنفس الفكره دي او اس بي لاين، وده الوارد، ما الارضيات الارض عندنا بيبقى عاده بتترسم بايه؟ باس بي لاين. هتعملها ازاي؟ وقفت، ده رقم واحد. طب انا بتاع كهرباء، ايه يا عم؟ ماشي، حصل لنا الفولت العالي، ايه يا عم؟ اه انا دلوقتي عايز اوزع مقاومات او ريزيستنس او كاباسيتورز على اللاين ده بمسافات متساويه، على اساس ان مثلا لاين قصدير، خط قصدير مثلا، وانا عايز اوزع عليه حاجات بشكل متساوي. كلام جميل. حاجه هم قايل له ايه؟ ادي يا عم شكل مثلا المقاومه بتاعتي، عامل كده اهو مثلا، خلاص اي شكل وات ايفر يعني، واقوم معلم عليه واقوم قايل له ايه؟ ادي اقوم احوله بلوك. طب انا مش فاهم يعني ايه بلوكات، اتفرج على الفيديو بتاع البلوكات. خلاص اسميه اي حاجه بي مثلا، الريسيرشن بوينت بتاعتي احطها له هنا كده مثلا في الحته دي كده خلاص، واجي اقوم قايل له ايه؟ اوكي ده اتحول بلوك. اقدر انا اعمل ايه دلوقتي؟ اقدر اقوم داخل على ديفايد واقوم قايل له ايه؟ ادي الاوبجكت. يقول لي ها عايز تقسمه كام حته؟ اقول له لا انا مش عايز اقسمه بالنقط، انا عايز اقسمه بالبلوكات. واقوم قايل له بي انتر. يقول لك اسم البلوك ايه؟ اقوم قايل له بي برضه. طب عايز بقى بالمحاذاه، هنعرف ايه الفرق بالمحاذاه دلوقتي لما نجرب حاجه معينه، قول له دلوقتي يس وخلاص. طيب ايه النمبر؟ عايز كام كام؟ لو انا عايز احط خمسه يبقى انا اقول له النمبر قد ايه؟ سته صح ولا غلط؟ يقوم حاطط لك خمسه بالتساوي على الخط، خمسه بالتساوي على الخط. فدي عمليه مهمه جدا، بتنفع بتاع كهرباء، بتنفع حاجات كتير. طيب كلام جميل. لو انا بقى عايز اعمل حاجه زي كده على منظر، يعني انا عايز استغل بقى ازاي اعرف اعمل حاجه زي كده على شكل زي ده او على شكل زي ده، اه يبقى اعمل ايه؟ اقوم عامل خط كده مثلا، لو يكن طوله واحد خلاص، و اقوم سايب مثلا مسافه مثلا سي 0.4، واقوم عامل خط او مثلا نقول 0.2 مثلا خلاص، واقوم نازل بمسافه كام؟ نص خلاص، ومحول الشكل ده لبلوك، محوله لايه؟ لبلوك، واسمي البلوك دوت ايه مثلا؟ الانسرشن بوينت ما انساش لازم احطها ما بين النقطتين خلاص. طيب كلام جميل، اوكي استفدت ايه بقى؟ اه استفدت حاجات كتيره جدا. ايه هي؟ ان انا دلوقتي اقدر اقول له ديفايد، ها واقول له ادي الاوبجكت اهو، كلام جميل، واجي اقول له بلوك، اسم البلوك ايه؟ اي والمحاذاه اه، ها يا عم النمبر 50، شكرا. رص هو الراجل اللي ايه؟ ها رص الراجل الحاجه بتاعتي، كلام جميل. طب تعالى نجربها تحت هنا كده، ماشي يا عم، ادي ديفايد، وادي اهو يا عم البتاع، وادي الايه بلوك، وما يقول له مثلا 50، سوري انسرت بلوك نيم اي، وما يقول له بالمحاذاه 50، شكرا قشرت الايه الارض على الميه. كلام جميل، كلام جميل. طيب بس هل هنا انت ساعات انت ما بتحتاجش
توزيع متساوي للشكل ده، انت عايز يبقى فيه مسافة ومسافة ما بين كل شكل والتاني. يبقى ساعتها بقى ما الجاش للديفايد. ديفايد يبقى الجا له امتى؟ لما عاوز اوزع الحاجة بالايه؟ بالتساوي. لما عاوز اوزع الحاجة بالتساوي الجا لايه؟ لديفايد. لكن لما اجي عايز اوزع الحاجة بمسافات معينة، تبعد كل واحدة عن التانية بمسافات معينة، يبقى الجا لايه؟ لاسترتش. انا عملت خط طوله 11، قوم جاي قايل له ايه؟ اي يا عم، ام اي ميجر اللي هو الامر التاني اللي تحت ديفايند اهو ميجر، واجي اقوم قايل له ايه؟ ام اي انتر، يقول لي فين اللي انت عايز تميجر؟ خد بالك انا لو ضغطت من الشمال يبقى هيبتدي يعد من الشمال. طيب المسافات كام يا عم؟ اتنينات. ايه اللي حصل؟ الراجل راح جاي عامل ايه؟ ابتدى يقيس من الخط اتنين ويحط لك نقطة، اتنين يحط نقطة، اتنين يحط نقطة، اتنين يحط نقطة، اتنين حط نقطة، بقى واحد ما حطش حاجة، عشان كل اتنينات يقوم حاطط ايه؟ يقوم حاطط نقطة. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب يبقى اذا دلوقتي ايه؟ يبقى انا قدرت على مسافات محددة، مش يقسم زي ديفايد بمسافات متساوية، هنا ده بمسافات متساوية، مسافة دي قد دي قد دي قد دي قد دي قد دي، لا ده انا هنا بقول له حط على مسافات متساوية. فاذا استفيد منها في ايه؟ ان انا اهو اقوم قايل له ميجر ادي اهو، بدل برضه ما اقول له بالنقط اقوم قايل له بلوك، اسم البلوك ايه؟ اي. طب المسافة ما ب... ال... سوري الاسم البلوك، مش كنا عملناه بلوك لسه ولا ايه؟ كنا عملنا اندو سوري، او بلوك هنسميه اي سوري، ونيجي نقول له ايه؟ ها ميد بتوين تو بوينتس. كلام جميل. اوكي طيب تعالى بقى نشوف، ادي اهو يا عم ميجر، ادي يا عم الاخ اهو، كلام جميل. بلوك اسم البلوك ايه؟ اي. طب بالالاينمنت وهنشوف ايه الفرق دلوقتي. هم قايل له كام بقى؟ المسافه دي اصلا بوينت 2 صح؟ يبقى انا عايز اسيب قد ايه كمان؟ بوينت 2 عشان يحط واحد كمان. وما قايل له هنا بقى كام؟ ها على بوينت 2 هلاقي ايه؟ سوري بوينت 4 ولا ايه؟ اتلخبطت. هم قايل له على ايه؟ على ايه؟ دوت. وما قايل له بلوك اي، وما قايل له يس، وما قايل له كام؟ بوينت كام؟ بوينت 4. الاقي الراجل شايف الرصه الجميله يقوم عامل لك ايه؟ الكلام ده زي ما انت شايف. طب لو انا عملت فلاش باك ورحت بقى المره دي، انت ما بتحسش بالالاينمنت في امر ميجر او ديفايد في الخط المستقيم، مش هتفرق. لكن تحس بيها امتى؟ لما تيجي تقول له ميجر وتيجي تقول له ادي الخط اهو، كلام جميل، وتقوم قايل له بلوك، تقوم قايل له البلوك اسمه ايه. لو قلت له نو بقى هنا، شوف ايه المشكله اللي هتحصل. حط لك البلوك بالواقف زي ما هو، ما خدش ايه مع الكيرفات، ما بيجيبش البلوك يمين وشمال مع الايه، ما يعملوش روتيشن مع الكيرفات، حطه زي ما هو. النتيجه ايه؟ طبعا انت شايف المنظر اللي ملوش اي معنى دوت. كلام جميل. يبقى اذا لازم كنت اعمل ايه؟ لازم لما اجي كنت اقول ميجر وما قايل له ده اسمه بلوك اسمه ايه يس طبعا، وما قايل له كام؟ بوينت 4، عشان زي ما احنا قلنا المسافه دي بوينت 2 ومزود عليها بوينت 2 كمان، يبقى المسافه ما بين كل بلوك والبلوك اللي بعديه يبقى كام؟ بوينت 4. الاقي الشكل طلع زي الفل، زي ما انتوا ايه؟ زي ما انتوا شايفين. كلام جميل. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي ديفايد وايه هي ميجر. طيب وهنا برضو نفس القصه، لو حابب هشر الحاجه دي على الاليبس ممكن اقوم عامل ايه؟ اهو ميجر دوت ايش يا عم؟ بلوك اي يس بوينت 4، الاقي الشكل ايه؟ تهشر على الاليبس. كلام جميل. كلام جميل. طيب احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان البرنامج لما بيطلب منك نقطه يبقى ايه؟ اعمل ايه؟ هم اربع طرق الادخال مفيش غيرهم، يا اما اضغط كليك ماوس، احنا عارفين الكلام ده وحفظناه. طيب ايه تاني؟ لما يطلب مني لينس ينفع اديها له كقيمه رقم اكتبه انتر، يا اما اقيس ما بين نقطتين. طب ازاي؟ تعال نشوف الحته دي، تعال نشوف الحته دي اهو. انا حاجه اقوم قايل له ميجر اهو ادي دوت، طيب البلوك اقوم قايل له اسمه ايه، يقول له بالمحاذاه يقول لك المسافه قد ايه، انا اقدر اقيسها جرافيكال لان هو بيطلب مسافه مش طالب نقطه. اقول له المسافه تقريبا هتبقى من كده لغايه كده تقريبا بالنظر كده، تبقى انت واعي لايه؟ لواعي لحاجه زي كده. خلاص كلام جميل. يبقى اقدر ايه لما بيطلب مني اللينس، يطلب مني طول، يطلب مني ار، يبقى معناها ان هو عايز ايه؟ قيمه بنقطتين. قيمه بايه؟ بنقطتين، او ان انا ادخله له قيمه انتر. كلام جميل. كلام جميل ماشي. طيب يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ ديفايد وميجر. تعالى بقى نشوف امر بريك نفسه. امر بريك عباره عن ايه؟ هو سهل وبسيط، ان انا لو جيت قلت له بريك هيقول لي ادي الاوبجكت اهو، مطرح ما انا بضغط وبقوم بعد كده اقوم قايل له مثلا النقطه الثانيه هنا الاقي قطع. طب قطع ازاي؟ انا ما قلتلوش منين لمنين، وليه قطع على طول؟ تاخد بالك من الحته دي. لما اجي اقول له بي ار انتر،
بي ار انتر واجي سيلكت الاوبجكت من هنا، هو راح بيقول لك فين السكند بوينت. طب وانا اديت لك الفيرست، انت اديتها له بس انت مش واخد بالك، اديتها له وانت بتختار. طب عشان ترجع تديها له بقى ينفع، ينفع كده بضميرك كده تدي النقطة الا بالكروس هير؟ ينفع تدي نقطة بالمنظر ده؟ ده يلقط نقطة، ده ما لقطش نقطة. فكده كده حتى لو انت، لو انت مين لازم ترجع تقوم قايل له ايه، تقوم بعد ما تختار لازم تقوم قايل له ايه، ها فيرست انا اللي هديك النقطة تاني الاولى بايدي، او ما قايل له مثلا من هنا لغاية هنا ويقوم قاطع. طب لو انا عايز بقى، سألتك نفس السؤال المحرج، قلت لك عايز اشيل نص الخط، امسح لي نص الخط من النص عادي يا عم ولا يهزني، ديفايد اهو وما يقول له ايه 4، قام حاطط لك ايه 3 نقط تحت الخط، وما يقول له بريك اقول له ده ما انساش، وما قايل ايه ها اف انتر، وما يقول له ادي النقطه الاولى ادي النقطه الثانيه شكرا قطع. طب ايه النقطه دي بتاعت ديفايد؟ طب عايز امسح النقط اعلم كده ديليت شكرا خلاص، يبقى ده كده ايه امر بريك. تاخد بالك من بريك من في عده اشياء لما بيجي يقطع في ريكتانجل، يعني مثلا عندي باب اهو سي، مثلا عندي باب اهو ممكن طبعا بترم ببريك، يعني خد بالك من الحته دي احنا ايه اتكلمنا فيها كتير، حته ان الاوامر بتاكسس على بعض، الاوامر ايه بتاكسس على بعض، ادي بريك اهو اقوم قايل له فيرست اقول له ادي الاولى ادي الثانيه شكرا فتح الباب خلاص، ممكن كنت اعملها بترم اهو تي ار انتر صح. طيب ايه بقى ممكن ايه اللي ما كانش ينفع اعمله بترم؟ لو كان الباب بعيد كده او الحاجه بتاعتك بعيده كده وانت عايز تقطع قصادها تحت كنت عاملها بترم ازاي؟ باظت صح، كنت لازم اعمل ايه ها اه لازم هنا اعمل بريك بي ار صح، واجي اقول له ادي الاوبجكت واجي اقول له الفيرست اهي السكند اهي. واحد يقول لي طب يا عم انا صايع، ماشي يا عم تي ار دبل انتر، انا هقول له في الايدج على الاكستند صح، وحاجه اضغط هنا باظت ليه؟ اصل ده كوس يا استاذ مش خط، ده ايه ده كوس يا استاذ مش خط صح ولا غلط؟ فانت هنا ايه باظت منك هي اه تنفع لو كانوا خطين عدلين كده، لكن ده قوس هيجيب لك منين؟ ما لو خد على التراك بتاعه يعني هيلف يبرم معاك يجي لك هنا كده، لا طبعا غلط صح. فانت يبقى ايه الاوامر يعني، بص عايزك دماغك على رمان بيلي فاهم، الدماغ تبقى على ايه على رمان بيلي، اوامر موديفاي يعني تبقى فاهم انت بتعمل ايه، انت عارف انت بتخش بالامر ده ليه خلاص. بي ار انتر يبقى انا هنا مضطر ان انا اختار اجي اقول له فيرست اقول له ده مع ده، ما ينفعش هنا ترم مع الاكستند باظت منك يا استاذ خلاص. طيب كلام جميل، ايه تاني؟ لو انا عندي دايره ورحت قايل له بريك طبعا ما انساش بعد ما اختار او ما يقول فيرست، اعرف ان هو بيقطع عكس عقارب الساعه، وده الديفولت عامه في اي حاجه في البرنامج ان هو كاونتر كلوك وايز، هيتبقى لي ايه هتبقى لي قوس، يعني بمعنى اصح لو انا اهو كنت راسم حاجه كده بالمنظر ده، راسم شغل بلدي يعني عامل ايه شغل بلدي بالمنظر ده خلاص، وعايز مثلا انا اقطع بقيه البتاع ممكن بقى ترماتك بقى ومش عارف ايه شغل الناس التعبانه دي واخد بالك، وبي ار ماشي ادي اهو وادي الفيرست، عايز اقطع عكس عقارب الساعه يبقى منين؟ يبقى من هنا لهنا صح، يبقى لي ايه يبقى لي ايه القوس دوت. دي طريقه وفي فيلت، وممكن كنت ترسمه قوس وممكن كنت تعمل كذا، عيش حياتك اهم حاجه تبقى فاهم انت امتى بتخش بالامر. كلام جميل كلام جميل. طيب عرفنا كده امر بريك وبريك ات بوينت، وعرفنا لينسن وديفايد والميجر، بعد كده عندنا امر ايه عندنا امر جوين، وبعد كده نختم باراي وتشامفر وفيلت. امر جوين عباره عن ايه؟ ان انا لو عندي خط كده بالمنظر ده ولازم الخطين يكونوا على استقامه بعض، يعني ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش يبقى بالاستقامة بس فوقها بابة، ما ينفعش لازم يبقى الخطين ايه على استقامة بعض، وما يقول له جوين ده مع ده شكرا. طب لو انا كان عندي خط كده بالمنظر ده مجموعة خطوط كده اهو بالمنظر ده رسمهم كلهم على الاكستنشن، ينفع اربطهم كلهم؟ اه يا عم طالما كلهم على الاكستنشن اه قول له ده مع دولت انتر بقى كلهم خط واحد، يبقى ده عكس ايه عكس امر بريك، يعتبر ده عكس امر ايه عكس امر بريك. طيب كلام جميل، نقدر نستخدمه في ايه تاني؟ نقدر نستخدمه في حاجه لذيذه شويه، ايه هي؟ اولا هو بيقدر يربط الاقواس اللي على اللي مقطوعين من دايره، الايه المقطوعين من دايره خلاص. طيب يعني ايه؟ يعني لو القوسين نفس السنتر نفس الار اقدر اقوم اقول له جي انتر جوين اقول له ده مع ده
انتر خلاص ربطه. ينفع ارجع اقول له ده مع ده؟ يا استاذ ما هو بقى قوس واحد، مش هيقلب القوس دايره. اصحى. طيب كلام جميل، كلام ايه؟ كلام جميل. طيب اجي دلوقتي الاقي بقى ميزه جميله جدا في، طبعا بقى برضه بيربط الارك اليبس والكلام التعبان ده، الاقي ميزه جميله جدا. لو انا عندي مجموعه خطوط كده عايز احولهم لبولي لاين، دولت لاينز مجموعه من اللاينز اهي، عايز احولهم بولي لاين، عندي ثلاث طرق. ايه هم يا سيدي؟ لو كان الشكل مغلق ينفع اعملها بامر باوندري، دي اول طريقه، بس بشرط ان يكون الشكل مغلق. طيب بس عيبه، عيبه ان هو لازم بيشرط عليا ان هو مغلق وان هو بيعمل بولي لاين فوق اللاينز. طيب بلاها سوسو. ايه الامر اللي بعده؟ امر جوين، وليه عيبه برضه هنشوف دلوقتي. طب ايه اللي بعده؟ امر اسمه بي اي انتر اللي هو بولي لاين اديت، ده هنشوفه فين؟ في ال 3 دي. طيب تعالى نشوف جوين دلوقتي بيعمل ايه. جوين عشان اقلب الخطوط دي كلها بولي لاين، عيبه ايه؟ ان لازم تبقى سيجمنت واحده، حته واحده لازم تكون راسمها بامر بولي لاين، يا تعيد عليها يا تمسحه وترسم ايه مكانه، يا تعيد فوقيه كده يا تمسحه وترسم مكانه. تعمل ايه؟ شرط، شرط ان انت تختار جوين وبعدين تختار البولي لاين الاول، بعد كده تختار بقيه الخطوط انتر، خلاص بقى كلهم بولي لاين. طب يا باشمهندس انت رسمت خط فوق خط، ايوه ما الخط اللاين موجود تحت عادي يعني، مش دي قضيه دلوقتي. اوكي مش دي قضيتنا، ما انا قلت لك ممكن تمسحه وترسم مكانه بولي لاين او ترسم فوقيه، مش دي القضيه بتاعتنا دلوقتي. لكن القضيه بتاعتنا ايه؟ ان لازم الفيرست سيجمنت اللي انت تختارها لازم تكون بولي لاين، ما ينفعش تكون لاين وبعدين تختار بولي لاين. طيب ايه الميزه؟ اه الميزه بقى ان هو خطير في الموضوع ده. لو انا عندي شويه كويسه اهي وشويه خطوط كده، طبعا الايه لازم يكون الايه الاشكال الاضمه في بعضها، ما تجيش خط كده وتقول لي عايز اربط ده بده، ده بولي لاين فين ده ان شاء الله؟ خلاص ماشي. تقدر تعمل ايه؟ اه بص تفتوفه كده، زود تفتوفه بس كده بولي لاين، شايف التفتوفه دي؟ اه جوين اختار التفتوفه دي الاول وبعد كده ايه، ها اختار الباقي انتر، شكرا بقى كلهم بولي لاين. خلاص زود تفتوفه كده بس، ماشي. طيب كلام جميل، يبقى احنا كده عرفنا جوين بامكانيات امر جوين، هو امره ايه يعني بسيط وخفيف. تعال نشوف بعد كده عندي امر اسمه array و chamfer fillet، ويبقى كده احنا ختمنا ايه ايه قائمة modify. طيب نخش بعد كده على ايه، على array. array يعني ايه؟ يعني يصف، يعني ايه يعني يصف ناتج المصفوفة اللي هو الايه اللي هو الماتريكس. تعال نشوف بقى ايه قصته. قصته بكل بساطة لو انا مثلا سي رحت قال at 5 و5 في rectangle ورحت جاي مزوم عليه كده اهو، تبقى انت واعي لنقطة مهمة جدا. ايه هي؟ ان هو بياخد البيس بوينت بتاعته من الربع اللي انت هتفرش فيه، من الربع اللي انت هتفرش فيه في ال... يعني بياخد البيس بوينت عكس اتجاه الربع اللي انت هتفرش فيه، ابعد نقطة في عكس اتجاه الربع اللي انت هتفرش فيه، والاكس بيبقى مسؤول عن الكولومز والواي بيبقى مسؤول عن الروز، موجب موجب سالب سالب. خلاص كلام جميل. فلا جيت علمت على المستطيل دوت قلت له اري، طب او بلاش نعلم نقول اري على طول، فبيجي يقول لك انت عايز كام رو كام كولوم، هقول له مثلا 4 و5، فبيديك بريفيو هنا هيبقى الشكل عامل ازاي، بيديك بريفيو هنا. اه انا عندي 1 2 3 4 5، خد بالك الاصل بيتعد كعمود، ادي 1 2 3 4 5 وادي 1 2 3 4 كصف، يبقى انا بقى في الواي صفوف في الاكس كولومز. طب هنا بقى بيقول لك الاوفست قد ايه، فانا عندي مثلا 5، هو هيحسب البيز بوينت. لو انا هفرش في الربع الاول يبقى هياخد البيز بوينت من النقطه البعيده في الربع اللي انا هفرش فيه، مش اللي هو الربع اللي انا هفرش فيه، يبقى هياخد البيز بوينت في اللور ليفت كورنر، اللور ليفت ايه كورنر، فهيبتدي يحسب من البيز بوينت ديت الاوفست بتاعتك للنقطه بتاعت المستطيل التوين بتاعه اللي هي ايه اللي هيحصل من الري. فانا دلوقتي لو عايز اسيب ما بين المستطيل 2 يبقى لازم احسب المسافه دي ان هي 5، و2 يبقى كام؟ 7. يبقى هنا لازم هما يقلوا ايه في الكولم اوفست 7، ولو عايز اسيب 3 من هنا او 5 مثلا هما يقلوا ده 5 و5 في الرو يبقى كام؟ يبقى 10. خلاص هما يقلوا ايه اوكي، الاقي له اوكي مش متاكتف ليه؟ عشان بيقول لك سيلكت الاوبجكتس، ما هيعمل اري ليه؟ هما قالوا سيلكت الاوبجكتس، بعد ما اختار ما اقعدش اتفرج، ما هو الامر اسمه ايه برضو سيلكت اوبجكتس، يعني لازم ادوس انتر الاقي البريفيو اشتغلت والاوكي. خلاص ادوس على بريفيو الاقيه بيوريني المنظر هيبقى عامل ازاي، ادي المنظر اهو فعلا 5 عمدان، المسافه ما بينهم 2، المسافه هنا برضو 4 صفوف، المسافه ما بينهم كام؟
خمسة زي ما انا شفت، دوست سكيب، عجبني الوضع ومداس اوكي، ما عجبنيش ابتدي اعدل في الكلام دوت وماله اوكي في الاخر خلاص. طيب هو ليه صف الناحية دي؟ عشان انا مديله قيم الاوفسيتس بايه؟ بالموجب. لكن لو انا جيت كده رحت عامل اري رحت جاي قايل له انا عايزك تروح شمال فوق، يبقى لازم اقول له قايل له سالب سبعة عشان يجي الناحية دي، ولما اجي اقول له اوكي الاقيه فرش فين؟ الناحية دي فعلا. طيب لو انا جيت رحت جاي قايل له الري ورحت قايل له سالب وسالب، يبقى هيفرش في انهي ربع؟ الربع التالت. بريفيو زي الفل، فرش فين؟ في الربع التالت. لو انا جيت قلت له موجب وسالب، يبقى معناها ان انا هيفرش فين؟ في الربع الرابع. كلام جميل، كلام جميل. طبعا الاوتوكاد زي ما هو معودنا من الكونسبت بتاعته الجميلة جدا، ايه هي؟ ان هو اي امر في الدنيا يخليك تعرف تجربه عشوائي او اكزاكت. اكزاكت ازاي؟ ان انت تديله الرقم او ان انت تسهله عن طريق الايه؟ عن طريق الماوس. فالزرار دوت بيعبر عن الرو اوفست، فانا ممكن اضغط من هنا ومرايح لغايه هنا، يبقى انا معناها ان الرو اللي فوق وبالموجب. طب لو باللي تحت، يبقى معناها الرو بالسالب، صح؟ يبقى دي قيمه الرو ايه؟ بالسالب. يبقى اشوف هو كتب منه لوحده السالب، او لو انا طلعت لفوق هتلاقي كتبها بالموجب، نزلت لتحت هتلاقي جابها منين؟ بالسالب. وانا متخيل البيز بوينت اللي انا هطلع منها فين. يعني انا دلوقتي لو عايز انزل تحت، ما اخدش البيز من هنا واقيس من هنا، لا اقيس من هنا لغايه هنا عشان ابقى متخيل اللي هيحصل. طب لو انا عايز اطلع لفوق، يبقى اقيس من هنا لهنا. طب لو انا عايز اخش يمين، يبقى معناها اقيس من هنا لهنا. طب لو عايز اخش شمال، يبقى من هنا لهنا. وهو يلقط السالب والموجب ايه؟ لوحده. طب الزرار المجعلص دوت بياخد لك القيمتين مع بعض كده، هيجيب الاثنين موجب، كده هيجيب الكولم بالسالب والرو بالموجب، كده هيجيب الاثنين بالسالب، كده هيجيب واحده بالايه؟ بالموجب، والتانيه بالسالب، الكولم بالموجب والرو بالسالب. كلام جميل، كلام جميل. بعد ما بتختاره، بعد ما بتشوف الوضع عجبك ولا لا، تقوم داس انتر خلاص، تاكسبت الوضع. عايز تتراجع، اعمل اندو عادي، مفيش اي مشكله، وتعمل اري تاني. كلام جميل. يبقى اذا الفكره كلها في ايه؟ ان هو بيجي من النقطه دي للنقطه دي، بيحسب المسافه الاوفست بتاعته. طب ايه الاوفست اون انجل ديت؟ اوفست ان انجل ان انا ممكن باجي اقول له على زاويه 30، او اقسهاله اقول له انا عايزها من هنا الزاويه لغايه هنا هيبقى على 45، او اقول له انا عايزها على 90 زي ما انا عايز، صح ولا غلط؟ يبقى انا كده قلبت الايه؟ قلبت الايه. فممكن انا اجي كده اقول له على ايه؟ عايزها على ايه؟ على 45. اجي اقول له اوكي، الاقيه بقى بيصف النقطه دي للنقطه دي، هي دي بقت الايه؟ الكولوم اوفست. ومن النقطه دي للنقطه دي هي بقت الرو ايه؟ الرو اوفست. كلام جميل. الري والريكتانجلر اري، لان خد بالك ان الاري متقسم لتو باليتس، تو ويندوز، البولر اري والريكتانجلر اري. احنا دلوقتي في الريكتانجلر اري. الريكتانجلر اري انا بصف ايه؟ راس وعمود. طبعا لو الريكتانجلر اري، لو انا عندي رانك عامه باي شكل، يعني عايز اصف الحاجات كتير جنب بعض وفوق وتحت ويمين ومش عارف ايه، اعملها بالاري عادي، يعني مفيش مشاكل. دي ما عندي شويه مكاتب مثلا، او مثلا قاعه محاضرات، عندي ديسكات، اكيد هعملها بايه؟ بالاري. خلصت، مفيش مشكلة. طيب لكن عادة بنستخدم الري ازاي؟ عادة الري بنستخدمها بان احنا نثبت يا صف يا عمود. طب اديني مثال. لو انا قلت لك انا عندي شير وول بالمنظر ده، وفيها امر دونت عشان نعمل سيخ، قلت له الدونت قطره مثلا قد كده، ليه؟ ده بيقول لي ديامتر، فانا اقدر اقيسه بالماوس. طيب كلام جميل. فاضغط كده. طب انا عايز اكرر السيخ ده، هقعد بقى اعمل كوبي واقعد يعني يحصل لي شلل الاطفال؟ لا طبعا، اهو اجي كده اقوم قايل له 2 4 ست، صح؟ صح ولا غلط؟ كوبي انسيرش. طبعا احنا لعبنا في المود، فما يقول له او وما يقول له ايه؟ مالتي، صح؟ اهو اجي كده، اهو اجي كده وما يقول له على 2 على 4 على 6 على 8 على مش عارف كذا على كذا على كذا. لا طبعا يجي لك شلل اطفال طبعا عقبال ما توصل ل 200 سيخ. لا انا اهو بكل بساطه الري، وما يقول له انا عايز صف واحد، عايز ايه؟ صف واحد، وعايز ايه؟ عمدان كتير، عايز 200 عمود مثلا، 20 30 زي ما انت عايز خلاص. يبقى انا اقول له ايه؟ انا عايز 1 رو. طيب وعايز كام صف يا عم؟ عايز كام عمود يا عم؟ عايز مثلا 30. طب المسافه بين كل كولوم وكولوم كام؟ 2. طب لا انا عايز احسبها بالظبط. اقسم بقى، شوف ده طوله كام واقسم على العدد وشوف، انتهت، مش محتاجه ذكاء يعني. طيب هنا يا عم الزاويه كام؟ لا رجع لي صفر تاني. طب هنا الرو اوفست لو انا عملتها بمليون تفرق؟ ما تفرقش، اصل هو صف واحد، مفيش حاجه هحطها بعد مليون. هما لما اجي اقول له اوكي الاقيه فعلا صف تاني، وبقى ايه؟ عمل الايه؟ المصفوفه زي ما انا شايف. طب ليه انت ما قلتلوش صفين وجبت اخواتهم فوق؟ لسه هوجع دماغي واقعد احسب. طب ما انا اعمل صف وفي ثانيه ميرور الناحيه التانيه الموضوع خلص. خلصت،
صح الغلط. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه مثال على موضوع الرو واحد. طب تعالى نشوف ازاي هنستخدم كولوم واحد. لو انا عامل سلم بالمنظر ده اهو 1.1 مثلا، ادي اهو خط مثلا كده 1.1، ورحت جاي مزوم، رحت عامل شفة الرخامة 5 سنتي اهو 0.05، ورحت جاي عامل خط كده، ورحت جاي محمل ايه خط مثلا اللي هو المقطع الداش دوت اهو، ورحت جاي اوكي معلم على الخط، رحت قايل له ايه، قايل له ان دوت داش، ولعبت في اللاين تايب سكيل زي ما احنا شفنا في اللاير، واقدر اقول له ايه مثلا 0.1 او 0.05 مثلا 0.05 خلاص، بحيث ان ايه تقطيعه تبقى ايه شكلها معقول شويه، ممكن نصغر كمان نخليها 0.01 خلاص، تقطيعه كده شكلها معقول، كلام جميل. هم قايل له ايه، ها الري المسافه ما بين كل اي نايمه ونايمه قد ايه، 30 سنتي. طب انا عايز ايه دلوقتي؟ اه ده انا عايز عمود واحد و10 صفوف، عمود واحد و10 ايه صفوف. طيب المسافه ما بين كل صف وصف كام؟ 0.3، عشان دي مسافه النايمه، صح ولا غلط؟ وهم قايل له ايه، اوكي الاقي ايه الاقي الصفوف اتكررت، وادي السلم متكرر اهو، او ما عامل انا ايه الفانوس بتاع السلم مثلا ده كده، برسم حاجه بسرعه يعني مش بدقه قوي، لازم انت تاخد بالك بقى من الساحق واللاحق والكلام دوت، الفانوس لغايه فين والقصص التعبانه دي. طيب وادي ايه، قوم عامل ايه، ادي الميرور، قوم جاي عامل ماتش بروبرتيز، اقول له ده ادهن بيه على ده، وده يا عم رجعه ايه باي لاير تاني، قوم قايل له ايه الري المره دي، اقول له ايه بقى، ها سالب ايه، سالب 0.3 عشان ينزل ايه، ينزل تحت. لازم لما بكون بكتب حاجه، يعني انا لو كتبت 0.3 البريفيو مش هيتنقل الا لما تضغط عليه او تنقل مؤشر الكتابه خلاص، فهو انا مثلا قلت سالب 0.3 ما انتظرش ان انا اشوف ايه اللي هيحصل في البريفيو، يا اما تضغط على البريفيو يا اما تنقل مؤشر الكتابه. طيب رحت قايل اوكي، راح نازل تحت، تقفل بقى سعادتك ايه السلم اهو. يبقى انت رسمت ايه، رسمت السلم بتاعك في ثواني زي ما انت ايه، زي ما انت سعادتك شايف صح. وادي الباب اهو بتاع ايه اللي هيبقى على السلم، كلام جميل كلام جميل، واهو وادي يا عم ايه الترمات بتاعتك، وادي الباب وادي السلم وادي الايه بتاع، خلصت في ثواني عن طريق ايه، عن طريق الري. طب اديني مثال للاري على زاويه اعمله ازاي. اه تعال نشوف نعمله ازاي. لو احنا عايزين نرسم اليفيجن للسلم، فعندي بوينت 15 دي القايمه، وعندي النايمه بوينت 3 صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. انا عباره عن ايه، مش هو دلوقتي عباره عن ان انا عايز اكرر دي كتير كده صح، عايز اكررها كتير كده، مش هي عباره عن صف واحد وعمدان كتير صح، عمود 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 عمود، مش انا لو كنت عملتهم كده ورا بعض اهو، مش انا لو كنت عملتهم كده ورا بعض بالمنظر ده، مش هم كلهم كده صف واحد، وادي واحد اتنين تلاته تلات عمدان. طب ما انا لو رحت جاي ماخد الكلام ده على زاويه، يبقى اه يبقى برضه هم صف واحد وبرضه التلات عمدان. طيب كلام جميل، يبقى نعملها ازاي؟ اه الري، وقوم قايل له انا عايز صف واحد كام عمود يا سيدي، 10 عمدان. طيب المسافه ما بين الكل عمود وعمود قد ايه؟ ما انا ما اعرفش، اقول له قيس. شفت بقى فايده هنا الاوتوكاد والذكاء بتاعه، اقول له قيس، قيس منين لمنين يا عم، من هنا لهنا. طيب كلام جميل. طب الزاويه قد ايه؟ ما انا ما اعرفش، مش لسه بقى هقعد اجيب فيثاغورس صح، اقول له لا الزاويه من هنا لهنا حضرتك، وما يقول له اوكي، الاقي السلم خلص، واقوم عامل البسطه بتاعتي اهو، وادي البسطه بتاعتي بالمنظر ده اللي فوق واللي تحت، وادي يا عم كمان باب الشقه بالعين السحريه بتاعته خلاص اهو، كلام جميل. يبقى دي ايه، يبقى احنا كده خلصنا الايه الاليفيجن بتاع السلم. يبقى تاني عملت ايه بالظبط، اهو عندي كده بالمنظر ده عايز اري لي، واقوم قايل له اري، ادي الزاويه بتاعتك اهي، ادي الايه المسافه عشان يسلم للنقطة اللي بعديها صح؟ اوكي الاقيه صف بالمنظر اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. كلام جميل؟ يبقى ده عادة زي ما احنا قلنا، عادة الاري يا بنثبت يا صف يا عمود، وبنتعامل لو في تكرارية ممكن بنعمل ميرور، لو انت اصلا بقى توزيع معماري بتوزع ديسكات ترابيزات مش عارف ايه الكلام ده، ساعتها بقى بتعمل ريكتانجلر اري عادي جدا، وتدي المسافتين عادي مفيش اي مشكلة، عادة ما بيبقى فيش ايه؟ زوايا. كلام جميل؟ كلام جميل. تعال نشوف ايه البولر اري. بولر اري فائدته ان انا لو عندي مثلا سيركل اي، وعندي سيركل كده بالمنظر ده، ممكن معلم عليها ومقايل اري ومقايل البولر اري، ولو انا رحت قايل له عايز 5 حتت ولا 12 حته، رحت جاري دايس اوكي على طول، الاقي المنظر ده ليه؟ عشان هنا البيس بوينت لو انت كنت بتقولها هو بيستنتجها في الريكتانجلر، انت هنا لازم تقولها له
طب فين البيز بوينت هنا؟ هو هنا مسميها السنتر بوينت، نقطة محور الدوران. فأنت مش عارف إحداثياتها الأبسوليوت إيه، أنت مش عارف إكس واي بكام. طب ما يا عم أنت حاطط لك الزرار أهو، اضغط عليه قول له السنتر أهو، هو يقرأ لوحده بقى. هو يقرأ إيه؟ يقرأ لوحده. هم قال له 12 في 360 درجة، أوكي، يقوم لافف الإيه؟ لافف الشكل ده. وزي ما إحنا اتعلمنا، لو أنا عايز أعمل شكل كوج اللي هو الشكل المسنن، ممكن اقوم قايل ايه، انتر سي انتر، ادي السنتر، ادي الستارت، واجي كده اقوم واقف اشوف مثلا اللينس، مثلا ممكن تكون اقوم قايل له اللينس بواحد خلاص، واقوم ماسح الدايره ديت، واقوم جايب دوت، جايب الميرور بتاعه الناحيه التانيه، واقوم مثلا قايل امر جوين، اقول له بعد اذنك اربط جيب دي، وهي دي لاين، وانزل باللاينز ومعلم عليه الري، وما انساش اقول له السنتر بوينت هنا، اقول له مثلا انا عايز خمس حتت، اوكي، الاقي المنظر ده تتعمل تي ار دبل انتر. طبعا ايه اللي مبوظ الترم كده، ان اكيد ان انا قايل له في الاكستند، على الاكستند ارجع تاني اقول له ايه، نو اكستند، عشان يشيل من غير ما يحصل اي مشاكل، يطلع لي الشكل ده. والشكل ده ال ال بتاعته باتنين، ال ال بتاعته بكام؟ باتنين. خلاص، كلام جميل. طيب يبقى اذا عرفنا الايه، البولر اري. طيب ايه الملاحظات اللي عليه؟ لو انا عندي خط كده ورحت جاي قايل له اري، قلت له مثلا انا عايز 8 حتت على زاويه 180، لاحظ بقى هنا الموضوع دوت ايه هو. لو انا اديت له البيس بوينت هنا اهو، يبقى معناها ايه، هيلف عكس عقارب الساعه كده، هيلف عكس عقارب الساعه كده، فهيجوا ايه، هيجوا على شمالك. لكن لو انا كنت اديت له البيس بوينت الناحيه دي، فكان هيبقى فين، هينزل تحت، هيبقى انه هيكمل عكس عقارب الساعه كده. يبقى انت فاهم الحته دي. طب ايه طرق الاري التانيه؟ طرق الاري التانيه مش حلوه قوي، بس نقولها يعني. يقول لك توتال نمبر اند الاي اند الانجل، انت عايز كام حته، وما بين كل حته وحته الزاويه ما بينهم قد ايه؟ تقول ما قال له مثلا 10. اوكي، يبقى انت عندك 8 حتت، الزوايا هنا عشرات، ما بين كل خط وخط عشرات. طيب كلام جميل. ايه تاني يا عم؟ اه، الانجل، والانجل بتوين ايه؟ زي يعني انت عايز الانجل في كام والمسافه كام؟ يعني يقسم دي على دي، هو اللي يعرف العدد، هو اللي استنتج العدد. فلو ما يقول له مثلا ايه، ده انت عندك 180 وعندك على 18، فيطلع العدد كام؟ بص هو بينقل لوحده، شايف؟ شايف انت الحته دي؟ بينقل لوحده. اه، اوكي، يقوم يطلع لك الايه؟ العدد زي ما انت شايف. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب تيجي تعلم على الاوبجكت دي، تقول له كنترول 1، يقول لك 11 لاين. ليه 11 لاين؟ لان احنا قلنا بيحسب البيز معاك. خلاص؟ طيب كلام جميل. يبقى انت فاهم الايه؟ المعلومه دي. فانا دلوقتي لو عندي ترابيزه اهو، وعندي ايه، الترابيزه الاجتماعات زي ما احنا قلنا المستديره، وادي الكرسي اهو مثلا، سعادتك عايز احطه هنا، عايز تكرر الكراسي ديت. اه، يبقى هنا اعمل ايه؟ اه، هنا زي روتيت كوبي بس بقى بتكراريه. وافضل حاجه طبعا هي الطريقه الاولى زي ما احنا قلنا، ممكن اقوم قايل له انا عايز خمس كراسي في الزاويه كام؟ 360 درجه، وما قايل له السنتر بوينت ما انساش اللي يبقى هنا، وما قايل له اوكي، يقوم لافف لك الكراسي كلها حوالين الايه؟ حوالين الترابيزه. خد بالك، لو انت رحت جاي شايل الاوبشن ده اللي انا لا انصح ان انت تشيله، يبقى معناها ايه، انت بتقول روتيت ايتم اس كوبيت، يعني بياخدها زي ما هي، ما بيعملش روتيشن للاوبجكت حوالين الايه، حوالين نقطه السنتر. فطبعا اكيد دايما انت سعادتك هتعمل ايه، هتسيب الايه، ها، هتسيب اللي هي روتيت ايتم اس كوبيت، تقوم قايل اوكي، بحيث ان هو يلفهم ايه، مع لفه الترابيزه. زي ما احنا قلنا، اي حاجه عايز تعمل لها روتيت، ما تنساش ابوس ايدك ان انت تقوم حاطط الايه، اهم حاجه السنتر، ما ننساش هم هيلفوا حوالين ايه، فين نقطه محور الدوران هي دي. خلاص، ما ننساش ابدا الموضوع ده. كلام جميل، كلام جميل. يبقى احنا كده خلصنا الاري وعرفنا فائدته ايه. تمام، بس في حته كده نقولها، هي حته ما لهاش اي ريحه لازمه في الدنيا. بيجي هنا بيقول لك الاوبجكت بيس بوينت سيت تو اوبجكتس ديفولت. ايه الاوبجكت ديفولت؟ ان هو بالنسبه للاوبجكت يحطها ايه، 0 0. لا، انت ممكن تقول له لا، ده انا عايز دايما تبقى عندي ايه، عندي مثلا النقطه دي، يبقى اي ما اجي الف اي حاجه اوتوماتيكلي هياخدها عند النقطه دي بالنسبه له. بالنسبه ايه؟ بالنسبه لي، واخد بالك، هياخدها بالنسبه للنقطه دي ويلف حواليها، واخد بالك، بينسبها من النقطه نفسها. خلاص، طبعا ملهاش اي ايه، ملهاش اي لازمه في الحياه، يعني ما حدش بيستخدمها ابدا. طبعا هي البيس بوينت الاصليه ديت اللي انت ايه، اللي انت بتستخدمها. خلاص، كلام جميل، كلام جميل. طيب يبقى احنا كده خلصنا، عرفنا طبعا سيلكت اوبجكت، عرفنا بريفيو ريكتانجلر البولر، عرفنا الكلام دوت، ما فيهوش اي مشكله. طيب تعالى بعد كده نخش على امر تشيمفر فيلت،
ونبقى احنا كده خلصنا ايه ادوات التعديل اللي هي موجوده فين في الشريط اللي بره ده. وطبعا الباقي في طبعا حاجات 3 دي زي ما احنا شايفين، 3 دي دي حاجات تبع اللاي اوت احنا شرحناها في اللاي اوت دي، في البروبرتيز برضه في اللاي اوت، باللاي اوت دي احنا بنقولها في وسط المواضيع، يعني مثلا زي اتش انتر مالتي لاين مش عارف ايه، الحاجات دي بتتقال في وسط المواضيع. الكليبنج دي بتتشرح مع الاكس ريف، ده الانوتيشن الموضوع الجديد اللي اتضاف في 2008 ده بنلمه مع بعض في الاخر. تشينج سبيس دي زي ما احنا قلنا فين في اللاي اوت، فاضل لنا اكسبلود بس. طبعا اكيد كل الناس عارفه هي بتعمل ايه الاكسبلود. اكسبلود بيفجر ايه؟ بيفجر اي بولي لاين، بيفجر البلوكات، بيفجر الاكس ريف، بيفجر الاوبجكتس في 3 دي، بيفجر حاجه كتير جدا، اي حاجه يونيون تحس ان هي مترابطه اعرف ان اكسبلود هو مفرق الجماعات. خلاص طيب تعالى نشوف امر تشينفر. امر تشينفر بكل بساطه لو انا عندي خط اهو، خط اهو كده بالمنظر ده، عايز اعمل تشينفر، يعني تشينفر يعني شنفر الشكل، اقطم منه حته كده هنا كده انا عامة، بدل ما هو الزاويه على 90 درجه لا خليها 170 عشان ايه لما حد يخبط في الحته دي ما توجعوش. خلاص عشان كده ايه كل ما الحاجه تسنن كل ما ايه توجع. طيب كلام جميل، تقول اي شي فاهم قايل لك ايه ها، تقوم داخل تظبط الامر الاول. احنا دايما هنا بنعمل ايه بقى قبل ما ادي الفيرست لاين؟ لازم اخش اظبط الامر الاول، اشوف اظبط البراكت بتاعي بعدين ادي له الفيرست لاين زي المالتي لاين بالظبط. بخش اقول له لا زيرو والسكيل كذا ومش عارف ايه والستايل كذا، بعدين ابتدي ارسم برضه نفس القصه. امر تشينفر لازم ابتدي اعمل ايه اظبط الاول بعدين ابتدي بقى انقي ايه الخطوط بتاعتي. طيب فما قالت شي مش سي اتش، سي اتش طلع لك البروبرتس خلاص، سي اتش اي كلام جميل سي اتش اي. طيب هم قال له ايه اظبط مسافات القطع دي انتر، يقول لي مسافه القطع كام، اقول له مثلا 2. اي يا عم ادي مثلا تانية كام، 2 برضه، وما قال له دي ودي، يقوم قاطع من هنا 2 وقاطع من هنا 2 وموصل بخط. طيب كلام جميل، يبقى اذا لو انا عندي خط كده وخط كده حتى ممكن اقوم قايل له تشي وقوم قايل له الخط ده والخط ده، يقوم قاطع وموصل على كام، على 2، يوصلهم لغايه لما تقطعوا خالص هنا اهو في النقطه دي، وقوم قاطع 2 وقاطع 2 وموصل. طيب كلام جميل خلاص. طيب لو انا جيت قلت تشي ورحت قايل اسمه دوت بسم الله الرحمن الرحيم، رحت جاي قايل تشي وعايز لما اجي اقطع ما يعني لما اجي قصدي اوصل ما يقطعش، ما التريم نو تريم هو الديفولت بتاعه ايه تريم، لو انا جيت قلت له نو تريم نو تريم هلاقيه بايه بيقطع ويوصل عادي جدا. طيب مفيش مشكله، انا عايز ارجعها تاني يبقى لازم اعمل ايه، وما يقول تشي تريم 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 ايه تريم. طيب لو انا جيت دلوقتي عندي ريكتانجل كده بالمنظر ده، ينفع اجي اقول له تشي الديست 3 و2 مثلا، شي ديست 3 و2 واجي اقول له ان ده الفيرست اوبجكت وده السكند اوبجكت وده بولي لاين، ينفع؟ اكيد بتقول لا لا ينفع. ازاي؟ لان هو بيحس بالكورنر، اقول له ادي ده الفيرست وده ده السكند، حاجه اقول له اهو تاني ادي ده الفيرست مع كانه اختاره كله وده السكند هيحس بيه. تمام كلام جميل كلام جميل. طب لو انا ناوي اشنفر الشكل كله من البدايه، يعني انا عندي نيه يعني مبيته ان انا عايز اشنفر الشكل كله، ينفع اقول له تشي هما جاي له قايل له الديست 3 و2 واجي اقوم قايل له بولي لاين واختار ان ده بولي لاين عشان هو يدور على الاركان ويعملها تشينفر لوحده؟ اه ينفع، بس في مشكله. ايه هي؟ لما تختار بولي لاين وانت ناوي تضرب كله ما ينفعش تبقى مسافات القطع مش متساويه. ليه؟ عشان هو غصب عنك هيلفهم عكس عقارب الساعه، يقطع 3 في 2 3 في 2 3 في 2 3 في 2. طبعا الشكل ده عمرك ما هتحتاجه في الدنيا، فعشان اظبطه صح لازم يبقى تشي ديستنس 2 و2 مثلا، بعد كده اقول له بولي لاين اه ممكن الشكل ده احتاجه. كلام جميل كلام جميل. طيب لو انا جيت قلت له ايه عادي عندي خط اهو خط اهو، رحت جاي قايل له تشي او سوري مثلا عندي المستطيل زي دوت، ممكن اقول له تشي لو انا كنت بختارهم واحد واحد اقوم قايل له ايه مالتي. مالتي دي فايدتها ايه؟ بعد ما اقول له ادي الاولاني وادي التاني ما يتردكش، اقول له الاولاني وادي التاني ما يتردكش، ادي الاولاني وادي التاني ما يتردكش، حتى في الخطوط العاديه يعني عندي شويه خطوط اهو كده بالمنظر ده، وما قايل له تشي ومالتي خلاص، اقول له ده مع ده وبعدين ده مع ده ده مع ده. طب ما عملش هنا ليه هندسه؟ عشان المسافه صغيره مش قادر يقطع، مسافه القطع اطول منين؟ من الخط نفسه. خلاص ماشي، عشان ايه ابتدي اتشامفر الحاجات دي. طب لو الخط ده كان معمول باللاين ينفع؟ اه ينفع طبعا، يعني المستطيل نفع والعادي لا، اهو شي هتقوم قايل له بولي لاين تقوم قايل له بعد اذنك ده، يقوم ضارب لك الاركان ايه الاركان كلها. طيب كلام جميل. ايه تاني استخدامات؟ او تعالى نشوف الاول بقيه الايه بقيه البراكت. لو انا عندي مجموعه من اللاينز كده بالمنظر ده ودخلت على شي ورحت جاي قايل له ايه احنا طبعا اندو هتستخدمها امتى؟ تتراجع امتى؟ لما تكون في مالتيبل، لان انت اوريدي بتردك بره الامر
لازم تكون قايل مالتي الاول. طيب وبولي لاين عرفناها، ديستنس عرفناها، تريم عرفناها، ايه الميثود وانجل؟ حاجتين ما لهمش لازمه. انجل ان انت تقول له انا عايز اقطع من الاولاني مثلا 3 ويطلع على زاويه 60، فيقطع من ده 3 ويطلع على زاويه 60 ويقوم واخد الايه؟ ها؟ ويقوم واخد القطعه بتاعته. يعني الزاويه دي كام دلوقتي حضرتك؟ الزاويه دي 60 درجه. طبعا عمرك ما بتحتاج حاجه ايه؟ حاجه زي كده. طيب كلام جميل. فانا دلوقتي ايه بقى الميثود؟ ان انت بقيت لما للاسف لما تيجي تخش على تشي تاني بتلاقي ايه؟ بتلاقي ان هو دلوقتي بقى الديفولت بتاعه لينس وانجل. طب عايز ارجع تاني اقلبه ديستنس، اقوم قايل له اي انتر، هقول لك انت عايز تشتغل بأني اسلوب، بالانجل ولا بالديستنس؟ ارجع اقول له دي انتر عشان تلاقي الديفولت بتاع الامر اتقلب ايه؟ ديستنس. خلاص. طيب لو انا بقى عايز استفيد من الامر، ايه هي؟ لو انا عندي خطين كده مش مقفولين وعايز اقفلهم، اقوم قايل له تشي دي 0 0، فيجي اضغط على ده وده يقوم موصل، يجي يقطع عليها المسافات صفر ويقوم سايبه. بس بشرط، ايه هو الشرط؟ لو انت قايل له تشي ترم نو ترم، رحت جاي قايل له ده مع ده مش هيعبرك. بص او سوري، احنا عشان عملنا اندو تشي ونقول له الدي 0 0 وقلت له ترم نو ترم، قلت له ده مع ده مش هيعبرك. شرط عشان يوصل خطوط، شرط عشان امر تشي يساعدك في توصيل الخطوط، ان لازم الترم تكون ترم. شرط. خلاص. هما قايل له تشي ترم ترم، اجي دلوقتي اهو اقول له الديست صفر وصفر، واجي اقول له ده مع ده، الاقيه لضمهم على طول ما فيهوش اي مشكله. طب ينفع كده يا هندسه؟ اه ينفع كده يا هندسه. ايه المشكله؟ تشي ده مع ده. طيب لو انا كنت دايس تشي وقايل له الديست، وقايل له الديست 2 و2 وعندي مثلا حاجه زي كده، هيقطع؟ اه هيقطع، صح. طيب لو انا عندي خطين كده زي كده وجيت قلت له تشي، ها اقول له ده وده، هيقطع، صح. طيب لو انا رحت قايل تشي تاني والمسافه كام قدام عينك؟ ايه؟ 2 و2. اخترت ده ورحت جاي وانا بختار ده لقيته عمل ايه؟ لضمهم، ما عملش ايه؟ ما عملش تشينفر. ليه؟ عشان وانا بقول لك وانت بتختار السكند لاين لو دوست شيفت هيابلاي كورن، هيعتبر ان المسافات كام؟ اصفار. يبقى تاني تشي حتى لو الارض بتاع دي فيها قيم، اختار الاولاني على الشيفت، اختار التاني يبلاي كورن. تمام. تمام كلام جميل. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا امر تشينفر وعرفنا ايه اللي احنا ازاي نستخدمه ازاي. وعاده بيستخدم في ايه؟ في توصيل الخطوط، نادرا ما حد بقى بيخش ايه يقعد يعمل الكورنرز ديت، يعني مش افكتيف قوي يعني. تمام. تعالى بعد كده بقى نشوف موضوع الفلت. الفلت في البدايه عباره عن ايه؟ ان انا برضه لو عندي خطين كده، بدل ما عايز ابلاي تشينفر ابلاي فلت يعني كوس، فاجي اقوم قايل له اف انتر، ده اختصار الامر. طبعا في البدايه اقوم قايل له الار اللي هي الراديوس، يقول لي الراديوس كام؟ قايل له مثلا يقوم قايل له 5. خلاص. وما قايل له ادي الخط الاولاني ادي الخط الثاني، يقوم عامل لي فلت. طيب لما انا باجي اقول له فلت الار، مش الار هو طالب قيمه؟ اه يعني ينفع يسب ايه؟ يا اما اداله رقم انتر يا اما اداها له عن طريق نقطتين، اقول له انا عايز الار تقريبا حته قد كده، وما قايل له ده مع ده، يقوم عامل لك بالحته اللي انت قلت عليها. خلاص. كلام جميل. كلام جميل. طيب تعالى نعمل اندو. فلت الار، ها يا عم كام؟ حته قد كده اهو، اقول له ده مع ده يكبر الكوس، ماشي. فلت، ها يا عم بولي لاين، لو انا برضو عندي ريكتانجلر اهو، ده بقى ما فيهوش بقى دي واحد ودي اتنين، هو ار واحده فما فيهاش اختيارات يعني. فما قايل له فلت مثلا الار حته قد كده، وما قايل له ادي يا عم بولي لاين بي انتر نفس البراكت تقريبا اهو، يقوم ضربه كله. نعم. ويبقى يعمل لك شكل الكانه كده في ثانيه، شكل الكانه بتاعت الحديد في ايه؟ في ثواني. طيب كلام جميل. طيب ايه عندي تاني؟ ان انا اقول له فلت، صح، عندي طبعا مالتيبل وانا عايز اعمل ايه؟ اكثر من كورنر اهو، اقول له ده مع ده، صح، اقول له ده مع ده، وانا عامل الفلت بكام؟ فلت الار حته قد كده، وقايل له ده مع ده. خلاص. وقايل له مالتي، اقول له ده مع ده، ده مع ده، صح. يعمل لك ايه؟ يعمل لك اكثر من ايه؟ من كورنر. طبعا اندو دلوقتي تشتغل زي ما اتفقنا، صح ولا غلط؟ طيب تيجي تقول له فيل التاني، يبقى احنا كده عرفنا اندو بولي لاين وعرفنا ريديوس وعرفنا ايه مالتيبل. تريم برضه نفس القصه، لو قلت له تريم نو تريم هيعمل ايه؟ ها هيوصل بس ما يشيلش الايه؟ الزيادات. طيب وقلنا برضه لو انا عندي خطين كده وعايز اقفلهم، ممكن وانا بقول له فيلت اختار ده وعلى الشيفت اختار ده يابلاي كورنر، برضه نفس القصه. وبرضه لو قايل له الفيلت الار بزيرو، وبرضه عندك اي حاجتين مفتوحين، يعني انا اهو جيت عندي كده وعندي كده عندي كده وكده، عايز اقفل الكلام ده، فلت الار بزيرو، وقال له مالتي ده مع ده،
ده مع ده وماله بيعلى ليه؟ فلت الار بزيرو، اقول له ترم ترم، واجي اقول له ايه سوري هو كان معمول انه ترم، اما اقول له ايه اقول له دوت مع ده، وما قايل له ده مع ده، يقوم عامل الايه، يقوم موصل الخطوط عادي جدا. طيب فلت ما فيهوش اي زيادات، لكن هو استخدامه الجوهري بقى والحقيقي في القوس مماس، في موضوع الايه، موضوع القوس مماس، هو ده بقى الجميل في امر فلت. تمام، يعني ايه قوس مماس اصلا يا هندسه؟ تعال نشوف، تعال نشوف يعني ايه اصلا قوس مماس. قوس مماس معناه ان انا لو عندي دايره كده مثلا، سي لو عندي دايره كده ايه انتر سي انتر، او مثلا ايه مثلا انا عايز قوس يمس الدايره بس يكون مماس، يعني مش كده بقى، انا عايزه ايه يبقى مماس كده، واخد بالك؟ عايزه يبقى ايه، مماس بالمنظر ده. طب انا هعملها ازاي؟ انا عندي كام نوع من المماسيه؟ عندي يا اما قوس مماس خارجي جاي كده وجاي كده، يا اما داخلي جاي كده وجاي كده، يا اما اتنين ايه، يا اما اتنين ايه، ها، يا اما اتنين اكس، واحد جاي كده وواحد جاي كده، صح؟ يبقى عندي كام؟ ستة، صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. فلت مسؤول عن اني واحد فيهم؟ مسؤول عن القوس مماس الداخلي فقط. طب هي كانت بتتحسب ازاي مانوال زمان الله ما جاله خير؟ عشان يبقى القوس مماس، وهنشوف دلوقتي هو بيتعمل ازاي، هنشرحها. عشان يبقى القوس مماس في شرط، ايه هو الشرط؟ ان لازم سنتر الدايره دي مع سنتر الدايره دي مع نقطه التماس يبقى على استقامه واحده، لازم سنتر الدايره دي مع سنتر الدايره دي مع نقطه التماس، لازم الثلاثه يكونوا على استقامه واحده، لازم، ما ينفعش يبقى قوس مماس الا لما لازم نقطه التماس مع السنتر مع سنتر القوس اللي بيمس، لازم يكونوا الثلاثه على استقامه واحده غصب عنك، ما فيهاش اختيارات. طب يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني احنا كنا بنعملها ازاي زمان؟ كنا زمان بنعمل ايه، تعالى ندي مثال كده عشان نتخيل. لو انا عندي سنتر او سيركل مثلا، الار بتاعتها 2، وعندي سيركل على مسافه مثلا 10، الار بتاعتها 2، رحت قايل ايه انتر سي انتر. لو انا عايز اعمل هنا قوس مماس تقريبا كده عشان نتخيل هيبقى الار بتاعته قد ايه، نسأل كده البرنامج هيبقى الار بتاعته قد ايه، نسأل كده الاخ، تقريبا الار بتاعته هتبقى 10 برضه، خلاص. طيب تعال نشوف بقى كانت بتعمل ازاي. ايه انتر سي انتر، دلوقتي القوس الار بتاعته 10، فانا متخيل ان الخط هيجي من نقطه التماس من هنا كده، يمس يضغط هنا ويروح للسنتر بتاع القوس اللي هيمس. طب لو انا وقفت بالبرجل هنا، يبطرح الاثنين ناقص ال10 كلها، فاقف المفروض بالبرجل على كام؟ على 8، وما قايل ايه انتر سي انتر، ادي السنتر واقف هنا في اي حته، وما قايل 8 وقوم لاف، وادي ايه انتر سي انتر، وما قايل له ادي السنتر اهو، واجي اقف هنا في كده في اي حته، وما قايل 8 وقوم لاف، اجي عند نقطه التقاطع وما قايل له ادي السنتر، وقوم جاي كده واقف هنا، وما قايل له فتح بكام بقى، بال10، وقوم لافف بقى، ده قوس مماس. طب انا هقعد بقى اعمل كده بقى مانوال كده؟ لا طبعا، انا بعرفك هي جت منين بس، صح ولا غلط؟ طيب لو ده قوس المماس الخارجي، طب الداخلي؟ يبقى الخارجي احنا كنا بنطرح، طب الداخلي؟ الداخلي هيبقى منظره عامل ازاي؟ الداخلي هيبقى منظره عامل كده، صح ولا غلط؟ طيب ده قصته ايه بقى؟ ما هو نفس الفكره، السنتر هيبقى مع السنتر مع نقطه التماس مع نقطه السنتر، السنتر مع نقطه التماس مع نقطه السنتر، يبقى معناها ان دلوقتي ان انا لو وقفت هنا يبقى اجمع الار على الار بتاع الايه، القوس، اجمع الار على الار بتاعه القوس. فلو انا عايز اعمل برضو القوس مماس داخلي مثلا بستة، يبقى قوم قايل ايه انتر سي انتر، ادي السنتر، وقوم واقف هنا في اي حته، وقوم قايل له كام بقى، 6 و2 كام، 8، وقوم واخد ايه قوس كده، وقوم برضو قايل نفس القصه، ادي السنتر، وقوم جاي واقف هنا، وقوم قايل كام، 8، وقوم لافف كده، سوري سنتر اهو، وقوم واقف هنا كده، وقوم قايل له 8، وقوم لافف كده، جبت نقطه تقاطع، قايل ايه انتر سي انتر، اجي اقف هنا افتح بكام بقى، لما اجي هنا افتح بكام، افتح بستة، وقوم لافف بقى، اصبح دوت قوس مماس داخلي. طب انت بتشرح لي الكلام ده ليه؟ عشان عايزك لما انت تيجي تقيس الار عشوائي تبقى انت متخيل الار هتبقى قد ايه، عايزك تبقى متخيل الار هتبقى ايه، هتبقى قد ايه، كلام جميل. طيب وفي الخارجي انا عايزك تبقى متخيل الار هتبقى من هنا لهنا كده، عشان ايه من هنا لهنا كده، عشان ايه تمس، واخد بالك؟ طيب تعال نشوف بقى هنتعمل ازاي. لو انا عندي حاجه زي كده، هو قايل لي الفلت خلاص الار، هيقول لي الار قد ايه، انا ما اعرفش، فانا اقول له اهو مسافه من هنا لهنا كده تقريبا، وما قايل له ده مع ده، كيس سنسيتيف، طالما انا ضغطت يمين ويمين يبقى معناه انا عايز اجيب القوس الناحيه دي. فلت الار اقول له مثلا بكذا، خلاص فلت الار اقول له انا عايز القوس يبقى حته قد كده، وما قايل له مع ده مع ده، ما تجيش انت بعد اذنك تقوم قايل له فلت الار بنص،
بنص ايه يا استاذ؟ شعبطولك فين ده؟ طبعا يقول لك كانت فلت بالنص دوت، ما ينفعش enable to fillet with this radius، مش هينفع صح ولا غلط؟ طيب فلازم يقول لك الفلت فلت وعلى طول داخل قال ار ومحدد له المسافه جرافيكال. طب وانا كل مره هقعد احدد المسافه جرافيكال، مين اللي قال كده؟ انت هتلاقيها بيقول لك الار كام على الورقه، مش محتاجه. انت مثلا انا بعرفك ازاي تجيبها بالسنس لو انت بتجرب عشوائي، لكن انا مثلا هو هيقول لي الفلت، هبص على الرسمه الفلت بكام يا عم؟ الار بكام؟ الار ب 10. خلاص يبقى ده مع ده، شكرا عمل لي القوس، انتهت على كده. انت مش هتفكر، انت مش هتفكر، لكن بقول لك لو عايز تقيسها جرافيكلي هتعرف تقيسها جرافيكلي ازاي. تمام؟ طيب ده بالنسبه للداخلي، يبقى فيلت الار بحته قد كده اهو، ده مع ده خلاص، ده مع ده خلاص انتهى. طب لو انا عندي خطين كده هيعمل ايه؟ اه يبقى انا احتمال الفيلت لازم يجي ايه؟ لازم يجي من تحت، عمره ما هيجي من فوق كده صح؟ ليه؟ لان فيلت ليه قاعده، ايه هي القاعده بتاعته عشان تتخيلها؟ اعتبر ان الخط ده جاي كده وان الخط ده جاي كده، يوم هو يقفل عكسهم كده برضه، بيعتبر ان الدايره لما انت بتضغط يمين ويمين يعتبر ان الدايره دي كانت لفه كده وان الدايره دي كانت لفه كده، قوس الفلت بيقفل عكسهم كده لازم. برضه الناحيه التانيه نفس الايه، نفس الموضوع. فانا اهي هقول له فلت الار بالقيمه ديت، اقول له اهو ده مع ده، يقوم عامل لي الايه، عامل لي القوس مقاس، وهو عشان ترم بيظبط وبيطول ويظبط الدنيا منه لنفسه. طب لو انا بقى عايز اعمل قوس مقاس خارجي، للاسف الشديد ملهاش غير امر سي تي. ايه السي تي ده؟ سيركل عادي جدا، تي انتر اللي هي تنتن ريديوس، وما قال له ادي مماس، ادي مماس، واقول له الار انا متخيل عيني عشان السنتر ده يلضم مع السنتر اللي هنا لازم ويبقى القوس جاي من هنا، يبقى انا متخيل ان الار هتيجي من هنا لهنا تقريبا. طب يا باشمهندس ده عمل دايره، اقول لك ايه المشكله؟ في اختراع اسمه تريم، بقى قوس مماس، هو انت عايز ايه تاني؟ صح ولا غلط؟ كلام جميل. يبقى سي انتر، تي انتر، مماس، مماس، وما قال له الار حته قد كده، وانا لسه هقعد اقول حته قد كده يا استاذي هتلاقيها على الرسمه، انا بعلمك ازاي تلاقيها بالسنس خلاص. طب عايز اكس، تؤمر، سي انتر، تي انتر، ادي مماس، مماس، ادي الار، ادي مماس، سي انتر، تي انتر، ادي مماس، مماس، ادي الار، يبقى ادي الاكس بتاعك اهو. وما قال تي ار، اقول له ان دي السكينه ودي السكينه، وما قال له ايه، شيل الزيادات بعد اذنك، يبقى قالك القوسين مماس ايه، اكس. هو مماس فعلا؟ اه يا عم اهو، شد يا عم وشوف هيخش جوه الدايره ولا لا، مستحيل يخش جوه الدايره صح ولا غلط؟ طيب كلام جميل. يبقى اذا الاكس اللي هم دولت الاثنين دولت والاثنين دولت، مين اللي بيجيبهم؟ سي تي. وسي تي برضه يعرف يجيب لك الدواخل، بس ليه احنا ما بنحبش نعمله بالدواخل؟ عشان فيلت ليه ميزه، هو بيعمل قوس على طول، بيقطع الزيادات، بيلم، بيطول، خلصت. اما سي تي لسه بقعد اعمل ترم وقصه. فاحنا دايما الدواخل بنعملها بايه؟ بنعملها فلت، بس شرط طبعا زي ما اتعودنا ان لازم الفلت يكون ترم، الترم يكون ترم زي تشيمفر، الترم يبقى ترم خلاص على الديفولت بتاعه. كلام جميل، كلام جميل. طب اديني مثال، انا اهو مثلا جيت رسمت دايره كده، ايه انتر، سي انتر، ادي السنتر، رحت جاي مثلا عامل كده واخد الار بتاعتي موقفه اي حته، ومثلا عامل خط كده اهو خلاص، ورحت واخد ديت مثلا ميرور الناحيه التانيه كده، وعندي دايره كده ايه، عرفت ارسمها باي طريقه، ايفر مش هي دي القضية خلاص اهو ماشي، ادي دايرة اهي ورسم منها قوس، ادي السنتر اهو، ورحت جاي واقف كده، ورحت مثلا مديله اي رقم اهو، ولافف كده موقفه اي لف، ومايل له فيلت الار، الار تقريبا بخمسة اهو، ومايل له فيلت الار بخمسة، فين يا عم مالتي؟ عشان انا عايز حتتين، اقول له بعد اذنك الضم لي ده مع ده، بص شايف الجمال ده مع ده، انتهت. تقعدش بقى تقول انا هرسم القوس منين ولا اجيبها منين، اخلص ارسم قوس اي رسمه فلت هيلمها لك. طيب لو انا عندي حاجه بالمنظر ده، يعني انا مثلا عندي سيركل كده اهو وسيركل تانية كده مثلا، او تعالى نجيبها ميرور احسن، او سيركل تانية بالمنظر ده، وعندي قوس كده اهو اهو بالمنظر ده، تعالى حتى نطول ده شويه كده، وعندي برضه نفس القصه ميرور بالمنظر ايه، بالمنظر ده، يبقى لو انا عايز اعمل اللي فوق، يبقى اللي فوق ده هيتعمل بايه، فيلت الار بحته قد كده، ده مع ده بعد اذنك. طب عايز اعمل بقى قوس مماس من تحت، يبقى ده خارجي، ما نتلخبطش، ده داخلي، اللي تحت ده هيبقى خارجي، وما يقول له سي تي المسافه من هنا، ده لازم مماس من هنا من هنا، والمسافه حته قد كده. طب ايه يا عم؟ اه شفت بقى هنا رخامه السي تي، لازم انا اعمل ايه، ترمات. وصلت لعل وعسى.
تمام. يبقى احنا كده ايه، الحمد لله، تم بحمد الله ان احنا خلصنا اوامر التعديل. طبعا اكسبلود زي ما احنا قلنا، اكسبلود بيفرق فرق على البولي لاين، بيفرق على البلوكات، بيفرق على المالتي لاين، بيفرق على الاكس ريف، بيفرق على السيرفيس، بيفرق على ال3 دي اللي هي السوليدز، بيفرق على اي حاجه مترابطه، اي ترابط الفرقعه بايه باكسبلود، ما فيهوش اي مشكله. بقيه الحاجات دي مواضيع بنقولها في وسط الايه، في وسط الكلام. يعني مثلا باش نشرح التكست، بنعدل، نشوف بنعدل التكست ازاي. مثلا بنشرح المالتي لاين، بنشوف المالتي لاين بتعدل ازاي. بنشرح مثلا البلوكات، بنشوف الاتريبيوت بتعدل ازاي. البلوكات ديسكريبشن برضو بنشوفها ازاي. الاس بي لاين مش عارف ايه، الكلام ده كله بيتقال في ايه، بيتقال في ميعاده. الكليبنج بيبقى دوت للاكسف، موضوع الاكسف. الانوتيتيف دوت، الانوتيتيف دوت موضوع عامة بنلمه مع بعض في مرة واحدة. ده عبارة عن السكيلات اللي هم ايه، الزرارين دولت بزرار السكيلات ده، ان انت عايز كلام يظهر في سكيل معين وما يظهرش في سكيل تاني، واخد بالك؟ فدي ايه، بتبقى عن طريق الايه، الانوتيشن والكلام دوت. يعتبر كده قائمه موديفاي كاوامر تعديل 2 دي. خلاص خلصناها اللي هي من اول اريز لغايه فيلت، اللي هو الشريط ده كله كده شرح. الشريط ده كده ايه، كله اتشرح. يبقى مثلث الرعب بتاعنا ايه؟ اه، مثلث الرعب اللي هو قائمه درو، والشريط اللي هو الشريط بتاع درو، شريط موديفاي، شريط دروينج ايد. اتقنتهم، اتقنت الاوتوكاد، اتقنتهم ايه، اتقنت ايه الاوتوكاد. طيب في بس حاجة كده يعني الجماهير طالبينها، اللي هي ايه، البريك، ايه البريك لاين سيمبل ده. ترسمه ازاي؟ عادي، بعمل خط اهو مثلا، ولو يكن بقول له اهو اكسبريس، واجي اقول له ايه، درو عند البريك لاين سيمبل. تعالى بس ايه، ومهيز شوية، تعالى نظبطه كده. اه سوري، عشان بس انا محمل برنامج اسمه الاي اس دي، فمش هيفتح معايا دلوقتي، عشان انا بس محمل البرنامج اللي هو الديتيلر دوت، فعامل باتش فيه، مش عارف، مش هيشتغل. بس انا هنحاول ايه، هحاول نشوف كده هيشتغل في الاي اس دي ولا لا، هنشوف كده هيشتغل في الاي اس دي ولا لا. طيب انا فتحت اهو الاي اس دي، عشان بس هو كان الاوتوكاد العادي عندي مهنج عشان الاي اس دي. فدلوقتي انا عندي بريك درو عند البري كلاين سيمبل، اقدر اهو ارسم البري كلاين اهو بالمنظر دوت، واقدر اقوم عامل ايه، واقف على اي نقطه زي ما انا عايز. ممكن اقول له حتى الميد بوينت على طول، كليك انتر على طول، يقوم حاطط لك السيمبل. عايز تتحكم في حجم السيمبل، تقدر بكل بساطه لما تيجي تقول له درو بري كلاين سيمبل، تيجي تقدر تقول له مثلا انا عايز بدل الشكل ده، انا عايز شكل بلوك. ممكن تقول له انا عايز ايه، انا عايز سايز، عايز اغير السايز بتاعه، وما يقول له اس انتر، بدل السايز 30 اخليه مثلا كام، 20، اصغره شويه. طيب الاكستنشن اللي هي الحته الزياده اللي بتطلع من فوق وتحت، هنشوفها دلوقتي. بس احنا دلوقتي تعالى نشوف الكلام ده اهو، صغر تاني. ايه الاكستنشن؟ ما انا عاده مثلا لما باخد قطاع في كاميرا بالمنظر ده، صح، ده مثلا قطاع في كاميرا، خلاص مثلا انا عايز اقول ان الحته دي مقطوعه، فانت هتقولها ازاي؟ ان انت بتضغط اهو في الدرو بريك لاين، تقوم قايل له النقطه دي للنقطه دي، وتقوم قايل له ادي الايه، ادي السيمبل، حطه لي في النص. ايه هي دي المسافه دي اللي انا مكان، انا ضاغط على النقطه دي، ضاغط على الاند هنا والاند هنا، طول الحتتين دول، طولهم ليه؟ هي دي الاكستنشن. نعملها ازاي؟ اهو درو بريك لاين، وقوم قايل له الاكستنشن ممكن بدل طولها واحد ونص مثلا خليها خمسه، طولها شويه، اقول له اهو من هنا لهنا وحطها لي في النص، قوم مطول لك المسافه الحته دي كام؟ خمسه. وتعرف تتحكم في السايز، او حتى تعرف تغير الشكل ده تخليه اي شكل تاني. قلنا بالمره اللي عندي السوبر هاتش، السوبر هاتش قلنا الميزه فيه ان هو ممكن يهشر بايه؟ بايمج، او ببلوك، او بالاكس ريف، او الوايب اوت. ممكن تهشر بوايب اوت، او تهشر بايه؟ بايمج. الايمج هي دي اللذيذه في الموضوع شويه، ممكن تقوم قايل له ايمج، نشوف اي صوره مثلا نجيبها من على السي ويندوز وباية، نقول له مثلا ايه الصورة الصغنونة دي، خلاص. يقول لك عايز تنزلها السكيل بتاعك، عايز تسبيسفاي سكرين ولا تنزلها زي ما هي؟ اكيد طبعا لازم اسبيسفاي ايه على السكرين، وما يقول له اوكي. يقول لك عايزها حتة قد ايه، اقول له عايزها الصورة تبقى حتة قد كده، ويقعد هو يكرر فيها بقى، واخد بالك؟ طيب كلام جميل. بيقول لك بقى از ذيس بليسمنت از اكسسبل، يس، كلام جميل. طب يلا اديني الايه، الحتة اللي انت عايز تهشرها. طبعا احنا هنا مش قافلين حاجة، فمش هيرضى، مش هيرضى. تعالى نقفل بس الشكل كده عشان يرضى، او السوبر هاتش، سوري. هما قايلين له ايه، درو سوبر هاتش، نيجي نقول له ايه، ايمج، نيجي نقول له البوليت، اوكي انا عايز حته قد كده، وادي يا عم الايه، يس اكسسبل،
ادي الايه internal point. اوكي كلام جميل. يوم ما هشرها ايه، ما هشرها على الايه الشكل كله، يهشر بصورة، يعمل تهشير بايه، بصورة. طب بتطبع ولا ما بتطبعش الصورة اللي بتاعت التهشير؟ تعال نشوف او نختار اي حاجة مثلا. اوكي تعال نقول له ايه، اخلص. اوكي بريفيو، هتطبع ولا مش هتطبع؟ طبعا بتطبع عادي، مفيش اي مشكله. عايز تخلي طبعا الصور دي تبقى ترانسبيرنت، لان مش عايز البياض دوت. ممكن تعمل رايت كليك عليها، خلاص عشان بس اقفل الرايت كليك برضو. ممكن اجي هنا اهو من الموديفاي اوبجكت ايمج، اخلي ترانسبيرنت، اخليها ايه، اخليها اون، خلاص يقلبها ايه ترانسبيرنت، عشان لو مش عايز تطبع ايه البياض اللي حوالين الايه الصورة نفسها، فاهم؟ عشان تطبعها ايه كليه كاشكال، بس كاشكال فقط. تمام، لو انت مش عايز تاخد تأثير الايه، لو مثلا كان عندك دي سواد مثلا او بتاع، مش عايز تاخد تأثير. كلام جميل، كلام جميل. ده بالنسبة لليه، بالنسبة للسوبر هاتش. طيب لو انت عايز يعني مثلا البريك لاين بتاعك دوت، عايز تخليه يبقى بدل علامة السيمبل ده، عايز سيمبل تاني مثلا، عايز تعمل الشكل كده مثلا، يعني وات ايفر، عايز تخليه مثلا شكل عامل كده مثلا، خلاص عايز شكل غريب كده، وات ايفر الشكل كان عامل ازاي يعني. تمام، عايز تجيبه كده مثلا اهو، بعدين كده، بعدين كده مثلا، اي شكل خلاص. او ممكن اقوم عامل دوت دبليو بلوك، دبليو بلوك يقول لك عايز البلوك ده تخزنه ايه، يعني ده الاوبجكت اللي عايز تخليها فين، البيس بوينت، البيس بوينت مثلا بتاعتك في النص هنا مثلا كده، خلاص. طيب عايز تحطه فين، اهم حاجه تقوم حاطه في الفولدر بتاع الايه، بتاع الاكسبريس اللي موجود في الاوتوكاد. في البروجرام فايل هتلاقي عندك الاوتوكاد، هتلاقي عندك الاكسبريس اهو، تقوم مسميه ايه مثلا سي مثلا، خلاص. هتلاقي عندك اهو، شايف البريك لاين ده، البلوك بتاع الايه، بريك لاين، تقوم قايل له سي سيف، خلاص اوكي. هيسيفه لك دلوقتي فين، في الاكسبريس. تمام، طيب لما اجي دلوقتي انا اقول له اكسبريس درو، وما قايل له بريك لاين، وما قايل له بلوك، وما قايل له اسم البلوك سي، فخلاص لقط اهو. وما قايل له من هنا انفلت بلوك ماس بلوك كونتين بوينت اوف ذا ديفينيشنز لايرز. اوكي المهم، فدلوقتي ايه المشكله دلوقتي، ان انت لو ساعتك لما بتيجي تعمل البلوك، لازم البلوك اللي انت بتعمله ده يكون فيه شرطين. ايه هما الشرطين؟ ان انت تعمله تحطه في الاكسبريس، رقم اتنين ان انت تحط له ديفينيشن بوينت، تحط له نقطتين في اللاير بتاعت الديفينيشن، لازم تحط له نقطتين في اللاير الايه، لاير الديفينيشن، خلاص. بعد كده بتعمل ايه، تقوم عادي اهو، تقوم قايل له اكسبريس درو سوبر لاين، تقوم قايل له ايه البلوك اسمه ايه، اسمه سي، خلاص. هو كده عرفه منين، من الفولدر بتاعه، تضغط نقطه هنا ونقطه هنا، يقول لك عايز تحط البلوك فين، تقول له في النص، هيقوم نازل هنا خلاص. ده بدل ايه، ده بدل ان انت اللي هو العادي، اللي هو اللي هو الشراره بتاعته العاديه دي. كلام جميل، يبقى انت كده قدرت ايه، برضو قدرت تستخدم الايه، قائمه درو هنا في الايه، في سوبر هاتش. هنا الموديفاي بتاعته يعني خلاص، ما تقريبا ما حدش بيستخدمها قوي يعني، كل الكلام ده ما عادش حد بيستخدمه قوي يعني. ممكن برضو لما نشرحه في الاخر كده، قائمه اكسبريس كلها على بعض يعني. بس درو يعني بصراحه انا بحب قوي البري كلاين سيمبل ديت والسوبر هاتش، عشان مش موجودين في الاوتوكاد. اما الباقي يعني مثلا المالتيبل ستريتش مثلا، طب ما خلاص، ما هو اصلا اوريدي بقى دلوقتي الاستريتش العادي بقى مالتيبل. اوكي كوبي ولا موفر روتيت، ما هو كله برضو ده عادي بقى بنعمله، ما فيهوش اي مشكله. اكستند كليب برضو نفس القصه يعني، ان انت تعمل حته من الكليب برضو بقى، في عندي اكس كليب اصلا موجود فين، موجود في الاكس ريفرنس نفسها. كل الكلام دوت ايه بقى موجود عادي جدا يعني، ما فيهوش اي حاجه. درو اوردر باي كلر، يعني رتب باللون برضه. درو اوردر احنا عندنا زراير درو اوردر برضه، هي برضه شرحناها في الايه، في اللاير. كل الاوبشنز بعد كده في اكسبريس مش يعني مش قويه قوي يعني، مش اللي هي الرهيبه يعني. كلام جميل، يلا خد لك بقى الحته دي كده، خد لك الحته دي مش مشكله. ادي سلم بالتسليح بتاعه، بالجدول، بالبار بيندنج ليست كمان. من البرامج اللذيذة يعني، انت ممكن حتى تطلع البار بيندنج ليست بتاعته، تقول له في المين موديفاي، عندك هنا في الايه السيمبل. اوكي ابديت،
طلع لك كمان بالبار ده بالبندنج ليست بالشيب كود، لو انت مستخدم اي كود طلع لك حتى الشيب كود كل حاجه. ممكن تعمل ليجندز زي ما انت عايز، اي بار ممكن تطلع له الليجند بتاعته. عايز الابعاد والليجندز والاطوال كام كل حاجه، فنط لك السلم في ثانيه، تعمل سلم في ثانيه من البرامج اللذيذه يعني الديتيلر. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.